بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سهرة مع. هذه الحلقة بعنوان جمهور الأهلي يؤمر. جمهور الأهلي أمر أن يكون محمد بركات نجم النادي الأهلي وأسطورة من أساطير النادي الأهلي يكون معنا ومتواجد معنا في هذا البرنامج. الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت وخلال الحلقات السابقة في برنامج سهرة مع، دايما كنت بعمل زي استفتاء كده بسيط على من سيكون متواجدا في الحلقات القادمة. النجم محمد بركات دائما ما كان يتصدر المشهد في كل شيء. محمد بركات زي ما حضراتكم عارفين هتكون حلقة مهمة جدا جدا جدا. محمد بركات ما يعني لم يظهر على شاشات التلفزيون منذ فترات طويلة، ظهر طبعا كمحلل أو كمقدم برامج، ولكن النهاردة محمد بركات هيكون بين جمهوره في وسط أهله وفي وسط ناسه. هنتكلم في كل شيء، هنتكلم عن الذكريات، هنتكلم عن القادم، هيعمل إيه محمد بركات خلال الفترة اللي جاية. واحد من أفضل وأهم لاعبي كرة القدم في العشرين سنة الأخيرة، سواء في النادي الأهلي أو مع منتخبنا الوطني. بعيدا عن كل ده، محمد بركات هو صديق العمر. محمد بركات أنا أعرفه من وإحنا عندنا تقريبا 14 سنة، من احنا دلوقتي احنا الاثنين داخلين في 43 سنة، وهو دخل 43، هو أكبر مني بشهرين، دخل هو في 43 سنة. أنا لسه إن شاء الله الشهر القادم هيكون عندي شهر 11 هيكون عندي 43 سنة. فبالتالي مع بعض منذ فترات طويلة جدا جدا جدا، عدت علينا مواقف كثيرة جدا 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 وحكاوي كثيرة جدا، وفي حكاوي بقى كانت كمان بعيد عن وجودي أنا مع النجم محمد بركات. محمد بركات أنا متأكد النهاردة أن هو هيتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي بخفة دمه، بلبقته، بأسلوبه المحترم، بحب الناس ليه. الحقيقة من أول امبارح أو منذ أعلنت عن وجود محمد بركات في قناة النادي الأهلي، حاجة غير طبيعية، يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حب الناس جواه أو الناس بتحبه قد إيه، حاجة واضحة جدا جدا جدا. نتمنى إن شاء الله أن احنا نوفق النهاردة في حلقة إن شاء الله إن شاء الله تكون حلقة جميلة جدا جدا وخفيفة على قلوبكم. أنا عارف أن أنتم مش عايزين تشوفوني كتير النهاردة، أنا عارف أن أنتم مش عايزين نتكلم كتير النهاردة، ولكن محمد بركات هذا النجم اللي احنا كفاية نقول اسمه، كفاية نقول محمد بركات هيكون معانا بعد قليل. محمد بركات حدوتة أهلاوية مليئة بالمهارة ومغلفة بالأهداف، لطالما صعدت إلى منصة التتويج الحمراء مرفوعة الرأس شامخة الكبرياء. زئبقي لا ينسى، كان وسيظل ملك الحركات لدى عشاق الأهلي في كل مكان. بركات لم يكن أضخم اللاعبين ولا أقواهم جسدياً، لكن صاحب الحجم الصغير نسبيا استطاع أن يواجه أعتى المدافعين وأقواهم جسدا ليتلاعب بهم كما يتلاعب ملاكم خفيف الوزن بخصم أكبر منه. كان يمتلك
عقلين في ساقيه. مسيرته بدأت مع نادي السكة الحديد موسم 96 قبل أن ينتقل للإسماعيلي موسم 98. في المدينة الساحلية استطاع ملك الحركات حصد لقب الدوري والكأس. طبعا احنا عشنا يمكن سنة ونص في الإسماعيلية، كانت من أجمل سنين عمرنا بصراحة. يعني سنة الدوري 2001-2002 بركات ستايل معين بعيد عن أي حد تاني بصراحة، لأن بركات كان مميز جدا. بركات كان عنده حلول في الملعب، حلول فردية. أنا بقول لك أنا السنة اللي يمكن سنة الدوري دي بركات يعني معظم الماتشات بصراحة يعني كان هو بركات اللي كان بيخلصها بصراحة. يعني ليه؟ عنده مهارة فردية، عنده انطلاق زئبقي عنده حلول. كنا دايما نسمع واحنا في النادي الاهلي على لعيب قوي جدا اسمه محمد بركات، وقبل كده كمان يعني كان دايما مؤثر بلعبه، مؤثر بشخصيته من هو لعيب صغير، حتى في الانديه اللي ممكن يكون لعب فيها قبل ما يروح الاسماعيلي ثم بعد كده للنادي الاهلي طبعا احترافه بره. فبالتالي لعيب دايما كان مؤثر، لعيب دايما كان بيسيب بصمته من هو صغير. انا واحد من الناس اللي كنت بستمتع بيه، كنت لما يكون في نادي الاسماعيلي قبل ما يجي نادي الاهلي كنت دايما بنعمل حسابه، ويمكن هو هدف كتير في النادي الاهلي قبل ما يجي، لكن كنا بنستمتع بهدفه دايما، كانت اهداف مؤثره. في موسم 2002-2003 انتقل بركات من الاسماعيلي للاهلي السعودي، استطاع حصد لقب بطوله الانديه العربيه الموحده الاولى لكره القدم عام 2002. تمكن من تسجيل هدف الفوز في المباراة النهائية. في موسم 2003-2004 انتقل للعربي القطري ليزامل النجم الأرجنتيني الكبير باتيستوتا، إلا أن تعرضه لإصابة حرمه من المشاركة بشكل منتظم قبل أن يعود لمصر من جديد عن طريق النادي الأهلي، وهو الحلم الذي طال انتظاره. كابتن محمد بركات طبعا هو النجم الكبير، يعني عن التعريف لعيب كبير على مستوى النادي، على مستوى الدولي لعب ماتشات كتيرة ولعيب مؤثر جدا جدا وعمل إنجازات كبيرة جدا، فلو تاريخ صاحب التاريخ. انتقال بركات للمارد الأحمر صاحبه ضجة كبيرة، خاصة من هؤلاء الذين اتهموا الأهلي أنهم اشتروا الترماي، لكن كعادة كوتا كان رده في الملعب قاسيا لأبعد مدى، وذلك على مدار سنوات عديدة كان خلالها فرس الرهان للفانلة الحمراء. بصراحة كان من أجمل الأجيال الواحد عاصرها في حياته، والناس دي أنا تعلمت منهم كتير جدا في الكورة. تعلمت يعني إيه إصرار وعزيمة، تعلمت يعني إيه التزام في مراحل حياتي كلها لما تطلع مع ناس خبرات كبيرة، إزاي تبقى لك التزام في الملعب وورا الملعب، وإزاي يبقى عندك روح عالية في الملعب بشكل كويس، وزي تستمد الطاقة الإيجابية بتاعتك من لعيبة ذو قيمة كبيرة زي الناس دي. أكيد وده تقريبا يعني معظم الأجيال اللي موجودة مفتقدة الحتة دي شوية، لما تطلع وسط جيل عارف يعني إيه مسؤولية بيفرق كتير قوي معك. منذ أن انتقل محمد بركات إلى النادي الأهلي استطاع أن يحصد لقب الدوري المصري 7 مرات متتالية، كما ساهم في فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، كأس السوبر الإفريقي 3 مرات، كما استطاع ملك الحركات الفوز بكأس مصر 2، السوبر المحلي 5 مرات، هذا بخلاف مشاركته في كأس العالم للأندية أكثر من مرة، وتوج بجائزة بي بي سي كأفضل لاعب داخل القارة السمراء. على الصعيد الدولي شارك بركات مع المنتخب المصري بداية من عام 2000 تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري، استطاع حصد لقب أمم إفريقيا 2006 مع المعلم حسن شحاتة. كابتن بركات كان لعيب من لعيبة السوبر وهو عنده 12 سنة، تحس أنه فارق عن جيله. لعيب بيتمناه أي مدرب في العالم. طبعا بتمنى له كل خير، بتمنى له ان يبقى في المجال اكتر من كده، بتمنى له يبقى في الاستمراريه في المجال ما يبعدش، لان طبعا ده بيوحشنا جدا، نجم كبير ناس بتحبه محبوب، بنفرح طبعا لما يبقى معانا على طول. بركات كانت له اهداف حاسمه ستظل عالقه في الاذهان، يكفي انه وخلال وجوده مع الاهلي لم يخسر ابدا امام المنافس التقليدي الزمالك، ولما لا
وهو وش السعد دائما على الجماهير الحمراء. كابتن محمد بركات كنت بتمنى من حتى وانا عندي 10 سنين انا كنت العب جنب كابتن محمد بركات. كابتن محمد بركات ده كلمه كبيره طبعا واسطوره في النادي الاهلي وانا اتعلمت منه كتير طبعا اسطوره وانا بحبه على المستوى الشخصي. يعني كان من الناس اللي كان نفسي العب معاها يعني واحد من احسن لعيبه جت في تاريخ مصر واحد من اللعيبه اللي الواحد كان بيتفرج عليها ويتمتع بصراحه. يعني طبعا هو وناس كتير انا كنت بحب ناس كتير في الاهلي كابتن محمد ابو تريكه طبعا كابتن عماد متعب كانوا اساطير بصراحه في النادي الاهلي. كان ضمن جيل استطاع تحقيق انجازات عده بالسيطره على البطولات المحليه والقاريه والمشاركه في كاس العالم للانديه وحصد برونزيه مونديال الانديه. لا بصوا حلقة النهاردة لازم تبقوا عذريني النهاردة لأنها حلقة مختلفة تماما. حد أنا عشت معاه تقريبا ثلاث أرباع عمري يعني مش عايز أكبره ولا أكبرني ولكن حد أنا عشت معاه سنين طويلة جدا جدا جدا. أنا عارف برضو مرة تانية أنتوا مش عايزين تشوفوني مش عايزين تسمعوا صوتي عايزين تسمعوا صوته النجم الكبير محمد بركات. مش عارف اقول ايه. طيب هقول ايه؟ طب ما يعني احنا هنبداها افواره كده مش هقول تسمع صوتي وبتاع. لا بالعكس الناس مستمتعه بيك جدا يا اسلام وانا من الناس ديت لان طبعا انا واحد من الجماهير اللي شايفانا النهارده مستمتعين بيك من ساعه ما دخلت القناه. سعيد ان انا موجود معاك النهارده. يمكن اول مره كنا بنتكلم اول مره نقعد مع بعض كده قدام الناس قدام مره الكوره يعني احنا من الكوره ده من زمان من تحت 14 سنه ايام كابتن سيد طباخ وكابتن سيد مزوجة. بس كقعده زي كده لا فاكيد سعيد ان انا موجود معاك. سعيد ان انا موجود معاك داخل قناه النادي الاهلي. جمهورنا اللي بنحبه وبنحترمه اكيد قاعد بيتفرج علينا ويا رب كده تبقى حلقه كويسه ونبقى خفاف على الناس كده وتبقى الدنيا ظريفه. دايما بتبقى خفيف دايما ان شاء الله دايما بتبقى خفيف. عمرك ما طلعت في حاجه وكنت تقيل على حد صراحه. حسب المود انت عارف انت المود بيفرق مع البني ادم. بس انت المود بتاعك حلو على طول معايا على الاقل يعني انا ما بشوفكش غير حلو. الحمد لله. فيعني اولا سعيد جدا بوجودك طبعا معايا النهارده مش عندي ولا عند اي حد انت في بيتك وانت اللي قلت ان انت عايز تيجي عشان بس حضراتكم كلنا طبعا نفسنا ان يكون معانا اي حد اي مذيع في مصر نفسه ان يكون معاه محمد بركات. فلما محمد بركات هو اللي كلمني بالمناسبه وقال لي اسلام انا هكون معاك شوف امتى حدد اليوم وشوف امتى انا هاجي لك. لا دي حقيقه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. لا وكمان يعني خد بالك يعني انا بعتبر نفسي مقصر يعني المفروض ان انا اتواجد على الاقل في قناه الاهلي اكتر من كده ولكن انت عارف الظروف انت عارف ان انا بروح وباجي وبسافر وكده فيمكن المداخله الاخيره مع سعد سمير بقى ايه انت استفزتني قلت لي بص بقى خلاص يعني ايه يعني انت المفروض تبقى موجود وكده فانا قمت قايل لك حتى انا فاكر قلت لك ايه غصب عنك غصب عنك يعني حاجه الناس فاكره ان انا مش عايزك تيجي على فكره. لا 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 ازاي بقى. ف كنت بتفرج ومتابعك وشايف حلقات وائل جمعه وعماد متعب وكنت سعيد ان وائل جه وعماد جه لان طبعا الناس دهيت يعني جمهورنا ليه علينا حق ان احنا يعني ان احنا لازم نبقى موجودين ولازم يتابعوا اخبارنا لان الناس دي في الاول وفي الاخر هي اللي عملت مننا اسماء وهي اللي عملت مننا نجوم فلازم نديهم حقهم يعني. فالمره الثانيه يعني اكيد انا سعيد ان انا موجود هنا. طبعا انت فين يا نجم؟ يعني بقالك فتره طويله جدا مش باين مش طويله ولا حاجه. طلعت في الام بي سي شويه اعتقد كنت بتحلل كاس الامم الافريقيه كاس الامم الافريقيه وقبلها كنت برضو مختفي شويه وبعد كده قبلها كنت بتشتغل في 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 قناه وبعد كده اشتغلت سنه ونص او سنه وثلاث شهور وبعد كده طبعا كان حصل ظروف المحطه قفلت يعني المحطه قفلت فدايما ان انا ايه تلاقيني لا بظهر على طول ولا بختفي على طول بالظبط يعني. فقعدت كده خدت بقى شويه كده مع نفسي انت عارف بحب اسافر وكده انت عارف ان انا جنوب شرق اسيا دي بالنسبه لي يعني عشق الاول والاخير يعني. كنت بقالك فتره برضو بعيد عن العيال بقى فتره الكوره يعني فاخدتهم بقى وسافرت يعني لا وساعات بسافر لوحدي كمان مع اصحابي ساعات بسافر مع الاولاد ولكن يعني في الاول وفي الاخر اما بحس ان انا بقى لي يعني فتره مختفي فتلاقيني ابتديت بقى ايه اطلع بقى اتواجد شويه وكلام من بس شويه يعني ايه يعني شويه باتنين تلاته جنيه مش اكتر من كده يعني وبعد كده ايه ارجع ايه اكيد ترجع الخن تاني ارجع الخن تاني. الخن ده فين بقى؟ مش عايزين نسيح بس قول لنا يعني فين. لا بص انا الخن بتاعي بالنسبه لي هو يعني بص انا تلاقيني قاعد في المعادي على طول
او التجمع الخامس ما بين المعادي والتجمع الخامس، رغم ان انا اساسا يعني هنا في المهندسين، يعني بس انت عارف بقى يعني انت بيبقى في عندك بعض الاعمال الخاصه يعني كده، فبيبقى مثلا منها في التجمع منها في المعادي، وانت عارف المعادي ده من زمان، انت عارف زمان انا استاذ معوض بقى وكده يعني ده موضوع بقى دي هنتكلم فيه في وقتها. فتلاقيني قاعد بقى عمال اتنطط ما بين المهندسين ما بين المعادي ما بين التجمع الخامس. بس انت بتوحش الناس يا محمد بجد والله، وانا الناس بيوحشوني برضه والله بجد، يعني انا كل ما حد يشوفني يقول لي يا كابتن محمد بركات فين؟ موجود، انا عارف ان انت موجود، ودايما يا رب موجود. لكن الناس انت بتوحشها وبتبقى عايزه تشوفك وبتبقى عايزه تسمع صوتك، انت مش متخيل المكالمة بتاعت سعد سمير انت وسعد سمير الناس كانت مبسوطة قد ايه؟ معرفش اكيد انت حسيت. لا طبعا اكيد انا بحس، وانا سعد كمان حتى يعني انتم ما كلمتوني يعني انت عارف سعد اصله يعني انت عارف كل الناس بيبقوا يعني حبايبك طبعا، يعني في علاقة كويسة ما بينك وما بينهم، ولكن في بعض الاشخاص المعينين انت عارف بيبقى بزيادة شوية كده علاقتك بيهم يعني بتبقى اوفر شويه. سعد منهم يعني بصراحه يعني انا سعد انا بعتبره اخويا الصغير، اي مناسبه تلاقيني دايما مع سعد، بيبقى لحد اخرها اول امبارح انا حتى سعد اول امبارح كان شايفكم انتوا عاملين لمؤمن، كان قاعد معايا في التجمع الخامس قعدنا مع بعض شويه، فيعني سعد يعني لا هو بيتاخر عليا بصراحه في حاجه ولا انا بتاخر عليه في حاجة. للاسف الشديد النهارده عشان تبقوا حضراتكم عارفين يعني احنا كفايه ان احنا معانا محمد بركات طبعا، ولكن الفرقه كلها النهارده مقفول عليها عشان طبعا مباراه يوم الجمعه القادم، هنتكلم طبعا عن المباراه. بالمناسبه طبعا كالعاده دايما بنكون مع حضراتكم من خلال هاشتاج اسال بركات على تويتر وعلى الفيسبوك على صفحتنا الرسميه، وفي بث مباشر لحلقه واحد من اساطير كره القدم المصريه النجم محمد بركات. بالمناسبه هو ما بيحبش الكلام ده، يقول لي خليك انت بقى ايه اقعد اعمل الحركات دي وبتاع انا عارف اصلا اللي هيحصل، هيقعد يقول لي ايه، فانا بقول لكم من دلوقتي. لا هو بص اقول لك على حاجه، هو حاسس لو لسه صغير على فكره، لا دلوقتي لا في حاجات حصلت لا 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 بص احنا انا من كام يوم انت عارف وبعدين انت كالعاده كنت اول واحد بعت لي يعني عشان عيد ميلادي كل سنه وانت طيب، بس انت عارف ان انا يعني وصلنا 43 سنه 43 سنه ده خلاص يعني ايه، لا احنا فعلا مش هنضحك على نفسنا، لا احنا يعني كبرنا كبرنا، بس احنا بنحاول ان احنا ما نبينش الموضوع ده يعني كده، انما انا يعني دايما طول عمري ما تلاقينيش في الجو اللي هو بتاع ايه الواحد من الاساطير. أيوة واحد أيوة مش أنا عارف بس خد بالك ده حقك، لا هو صدقني حقك. بص في ناس لعبت في النادي الاهلي على مدار تاريخ طبعًا النادي الاهلي واسماء وبتاع، يعني في ناس قدنا في الكوره يعني طبعًا كتير طبعًا قوي طبعًا قوي طبعًا وعملوا بطولات وعملوا، بس احنا ممكن تكون الظروف كانت مساعدانا وكان في كاس عالم للانديه والدنيا كانت بتبتدي تختلف سوشيال ميديا ومش عارف ايه وايه، ما حضرناش احنا برضو السوشيال ميديا كتير بس احنا كنا احسن من اللي قبلينا دلوقتي بقى الدنيا يعني بهواقي حته ثانيه يعني بقت في حته ثانيه خالص يعني احنا برضو ما لحقناهاش فلا اللي لعبوا كل اللي في لعبوا في النادي الاهلي نجوم واللي عملوا وسووا بس انا دايما عايز اقول لك حاجه، في فرق ما بين الاسطوره والنجم واللعيب، في لعيبه عدت في النادي الاهلي وفي نجوم موجوده في النادي الاهلي وفي اساطير موجوده في النادي الاهلي، فانت مش انا اللي بقول على فكره، اصل خلي بالك الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام الجمهور، يعني انت دايما هتفضل كده، هتفضل بينك وبين نفسك بيني وبينك بينا وبين بعض والناس حبايبنا ماشي، لكن انت قدام الناس كده، انت قدام ابنك كده يعني ادهم ربنا يديله العمر يا رب وتشوفه هيبقى عايز يطلع نصك يعني. يعني دلوقتي ادهم بقى هو بيتفرج علينا يعني هو ادهم عارف ان انا اسطوره؟ الله الله طيب خلاص طبعا هو بيقول كده من وراك خلي بالك كويس، هو ما بيجيش يقول ما بيقوليش الكلام ما بيقولكش بس بيقول لاصحابه اللي هم يعني ايه حبايبنا يعني ده كان دايما ينقي لي اسوء حاجات في الماتش، اجي اشوط كوره تقلش تروح في المباراه يقول لك ايه ده، يجي يعلق لي في الحاجات دي انا على فكره انا عيالي كده انا بدر ابني كده برضه انت عارف بدر ومازن صحاب ادهم ما هم بيرميوا زيه برضه خد بالك لا بس بيحكوا لبعض يعني ده يقول له انا بابايا مش عارف عمل ايه وانت اكيد ادهم بيقول له ده بابايا عمل كذا كذا، مره كانت في قاعده قدامي يعني وقعدنا واتكلمنا فلا بيبقوا مبسوطين جدا يعني ادهم كان مبسوط جدا ان هو اسمه ادهم محمد بركات وسعيد جدا، انت يمكن مش حاسس ممكن الله انت لسه بس مش حاسس الموضوع ده، انا يمكن بدات احسه سنه الاولاد كبروا يا اسلام العيال كبروا والله الاولاد كبروا فعلا دي حقيقه والله بسم الله ما شاء الله البنوته بقت يعني كانت على رجلي تخيل داخله الجامعه يعني انا دلوقتي حاجه دي من الحاجات اللي انا مش مصدقها ان انا مرام ما شاء الله داخله الجامعه السنه دي يعني ما يعني فجاه يعني فجاه داخله الجامعه مرام دي يا جماعه انا كنت بروح البيت عند محمد هنا في المهندسين كانت بتيجي تقعد جنبي كده وتقعد على رجلي والله الكلام ده من
من مش من كتير يعني الحاجة. ده من كتير ازاي فجأة فجأة بقت في الجامعة. وفارس اخباره ايه؟ كويس يعني، بس هو يمكن دوت واخد سكة لوحده كده مع نفسه كده زي حالاتي بقى والله. يعني دايما كده ايه يعني دايما كده تلاقي مراتي في البيت تقول لي بص هو ده انا خايفه من ده، هو ده ده بص ده الاخراني ده انا خايفه منه عشان ده هو ده اللي شكله هياخد دماغك وهتبقى طايره منه بقى. مع ان انا مش شايف ان انا دماغي وحشه خالص خالص يعني خالص. انت دماغك احنا هنشوف شويه حاجات دلوقتي هتخليني والله انا دماغي توزن بلد والله. انت هتقول لي انتوا مش مصدقيني ولا مش على فكره اديني فرصتي. طبعا كل الناس كانت دايما تقول ايه ان بركات ده اذكى لعيب في مصر، اذكى لعيب في مصر. ليه؟ فاكر الكابتن محسن صالح كان يعمل ايه؟ كان يقول لك اللقطه الاخيره. فاكر اللقطه الاخيره ولا مش فاكرها؟ والله انا فاكرها. الكابتن محسن صالح كان دايما طبعا يعني جه عمل معانا حاجات طبعا ربنا يديله الصحه يعني يا رب يعني لانه عمل معانا حاجات كويسه قوي في اسماعيليه. بس كان كل ماتش كان دايما ليه الحافز. يعني كان دايما يدينا الحافز بالزبط. هو اعتقد في بدايات الكابتن محسن صالح هو ما كانش متخيل ان هو بالمجموعه دي ممكن يحقق بطولات بالزبط. يعني فاهم، انما ما لقى الدنيا ماشيه وفي مكسب فكل ماتش يجي يقول لك ايه عايزين ناخد بقى الصوره تمام فنكسب. يجي الماتش اللي بعده يقول لك بقى ايه ما مش كل الصوره ناقصه حته ده متلمعه عايزين نلمع الصوره تمام نكسب. فيجي الماتش اللي بعده يقول لك ما هو مش كل صوره متصوره ومتلمعه متبروزه عايزين نبروزها بقى فننزل نبروزها. لحد ما طلع ايمن الجمل بقى في يوم الايام قال له انا هو كابتن فرقه بقى ويلم الفرقه يا جماعه مش كل صوره متاخده متلمعه متبروزه متعلقه عايزين انا بس يلا القميص لسه معاك بتاع الكابتن محسن اداه لك ولا ما ادانيش قميص اداني جاكيت الجاكيت سوري جاكيت خدت منه جاكيت الجاكيت البني صح ما هو خدته ما هو انت عارف هو كان بيتفائل بيه فاحنا القميص الابيض ابو نص كم والجاكيت قلت له يا كابتن محسن بص انت الجاكيت ده لازم هتقلعه هتقلعه يعني هو كده كفايه بقى قال لك لا في اخر حاجه قال لي قلت له خلاص احنا لو خدنا الدوري هتديهولي انا هاخد منك الجاكيت ده قلعته له بعد ما الحكم صفر معاك لغايه دلوقتي ولا موجود شايله موجود تحب انت تحتفظ بالحاجات دي والله يعني هو حظ ان هو موجود يعني وبتكلم كابتن محسن يا بركات ولا والله يا اسلام يعني لا بقالنا فتره يعني انت كابتن محسن اصله بيروح وبيجي وبيسافر بس انا دايما بتابع حتى الحاجات اللي هو بيكتبها وعلى فكره كابتن محسن لحد دلوقتي رغم ان احنا قطعنا يعني شوط كبير وقعدنا سنين بعيد عن بعيد بعد كده ولكن لحد دلوقتي في ناس تيجي تفرجني وتوريني اللي بيكتبوا الكابتن محسن صالح عن محمد بركات ويكتب كلام شعر اكنه هو لسه دلوقتي انا اللعيب بتاعه وهو اللي بيدربني واكنه بيديني حوافز زي ما كان كل ماتش بيعمله بالظبط يعني فيعني طبعا ربنا يديله الصحه واتمنى له كل التوفيق يا رب ان شاء الله. محمد خلينا نبدا بقى الحلقه شويه يعني احنا سالنا طبعا في اول سؤال كان بالنسبه لي الناس كانت عايزه تعرف انت فين وهل هيبقى في عندك حاجه قريب يعني انا دايما كل الناس لما باجي اكتب واتمنى يا جماعه تبعتوا لي على الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها انا مش عايز ابص في الورق انا عايز ابص في التليفون اشوف حضراتكم تبعتوا ايه لكابتن محمد بركات اي حد عايز يساله في اي حاجه يسال محمد بركات. النهارده قاعدين يعني النهارده ليله طويله شويه مع حضراتكم لانه محمد والله يا جماعه قال لي كده بالظبط قال لي اسلام انا بحبك وانت اخويا وبحب كلها بس انا حاجه عشان خاطر جمهور الاهلي بعيدا عن اي شيء وبعيدا عن اي حاجه وهو اللي كلمني وقال لي انا جاي ولا انا بكذب لا 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 ولا بأفضل لا لا لا, لا 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 والله لا لا حصل بس مش معنى كده ان انا مش جاي لك ان انا يعني لا يا نجم انا عارف يعني انا أكيد. يعني جميل جدا ان هي انا بقى يعني اسلام الشاطر اللي هو رفيق الضرب زي ما بيقولوا ولا رفيق العمر ولا لا زي ما قلت لك من 14 سنه في منتخبات ناشئين وكده وبعد كده النادي الاسماعيلي وبعد كده النادي الاهلي والكلام ده انما انا يعني نمره واحد دايما احنا بنقول جمهور النادي الاهلي طبعاً. لان هو جمهور النادي الاهلي بنقول اللي وصلنا للكلام ده جمهور النادي الاهلي اللي بيجيب البطولات لعيبه ولكن اللعيبه مش هتعمل حاجه بدون الدعم الكبير اللي موجود في المدرج ودي كنا بنشوف وبننزل يمكن السنين اللي فاتت الدنيا ابتدت تقل شويه عشان الظروف ولكن قبل كده احنا كنا بنلعب وكان الاستاد كان بيبقى مليان انت لحقت عدم وجود جمهور ولا ما لحقتش كان فرق كبير يا بركات لا طبعا لا انت ما تقدرش تقارن اصلا يعني ما ينفعش لا 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 لا, لا, لا. لان دايما في اسلام ممكن الناس بتبقى ان هو فاكره ان هو كلام مرسل اصل مش عارف ايه وايه والشعارات مثلا يقول لك ايه الكره للجماهير
والحاجات دي كلها. في ناس ممكن تستقل بالكلام دوت او تستخف بالكلام دوت. لا، انت لو عايز تعرف فعلا الكره للجماهير والجمهور لازمته ايه في الملعب وبيعمل ايه في الماتشات انزل بقى واقعد واحصر ماتشات واقعد ابتدي شوف اللعيبه دي كانت عامله ازاي واما لعبت في الجو ده كانت عامله ازاي، الاداء، الروح، القتال، حاجات كتير قوي افتقدناها. طبعا احنا نفتقدها اكتر، الزمالك يفتقدها اكتر. ليه؟ لان الاهلي والزمالك دايما هي الانديه الجماهيريه اكبر جماهير تلاقيها موجوده، وبعد كده تبتدي بقى ايه تقل شويه ايه بشويه. ولكن شوف هنا وشوف هنا، شوف الاداء، شوف اللعيبه، شوف شوف حاجات كتير قوي جدا، فرق كبير. طبعا طبعا. يعني دلوقتي احنا بقالنا سنين رحنا في اتجاه تاني يعني. نفسك الجمهور يرجع؟ طبعا. يعني طبعا يرجع. بس احنا للاسف احنا دلوقتي السنين اللي فاتت ابتدينا بقى ايه نروح بقى في سكك تانية بقى نركز فيها خلاص بقى ما دام الجمهور ما بقاش موجود. فدلوقتي اللي طلع ايه كذا سنه اللي فاتوا الاسعار بقى، اسعار اللاعبين. اسعار اللعيبه بقى مش عاجباك ولا شايفها كويسه ولا ايه؟ لا كتير كتير كتير، مبالغ فيها، مبالغ فيها بطريقه غريبه. يعني خد بالك، بس يعني اتمنى ان كلامي بس يتفهم صح. انت عارف دايما بيبقى في ناس قاعده وانت ما لحقتش مش عارف ايه وبعدين يعني فاهم. لا يعني او بمعنى اصح دايما لما بيجي بيحصل لنا مواقف معينه فانت تعالى يعني ايه قارن ما بين المبالغ اللي انت بتسمعها ومثلا اللي بيقدمه اللعيب ولا اللي بيديه اللعيب او عليك. والله لو انت شايف مش باللي فات، انت بتقارنه باللعيب نفسه بالظبط. لو انت شايف ان اللعيب بالنسبه لك ده شايفه انه بيعمل لك وبيسوي لك وبيعمل بالمبلغ اللي هو ده خلاص يستاهله يستاهله. بس انا لو سالتك، لو سالت ناس كتير من اللي قاعدين بيتفرجوا علينا طب انتوا شايفين الكلام دوت وبتاع ما لا اكيد. تفتكر مين اللي كان سبب في الموضوع ده؟ والله بص انا ما اقدرش اقول لك اسباب. يعني انا ما اقدرش اقول لك اسباب، ولكن هي دايما الموضوع كل حاجه بيقول لك ليها اول مره. فانت بيجي صفقه معينه بتيجي بتحصل فيها كذا السعر بيعلى، فبعد كده الناس بتيجي كلها تبني عليها، فاشمعنى ده بكذا وده بكذا ده وكذا، فتبص تلاقي الدنيا راحت في اتجاه تاني. فده مضايقك؟ لا هو مش مضايقني، ان هو منغص عليا حياتي. يعني انا عايش حياتي عادي يعني. انما احنا يعني انا دايما بتكلم بنقلك من حته ان احنا كان كل حاجه ايه تنزل ساخن نشوف الجمهور مش عارف ايه من النهارده، لا ده المدرج ده مليان، لا ده مش عارف ايه، وتعالى يا اسلام وتعالى يا تركه وتعالى يا جمعه وتعالى يعني فاهم. بتبقى اجواء في الملعب. جمعه هو جمعه بطلك ولا انا اللي بطلته ولا عمل ايه فينا ده عشان بطن رجله؟ لا بس جمعه لا بس لا احنا احنا لا احنا صمدنا مع جمعه كتير. لا بس جمعه انت لعبت باك رايت يعني فترات برضه. بس يعني لا كان بيلعب جنبك على طول. لا بس ما كنت خد بالك، ما هو انا كنت جاي بلعب في المكان ده وانا قاري. انا قاري وعارف ايه اللي بيحصل. فعشان كده انا شفت فيا. لا وانا دايما انت ايه ما هو انت دلوقتي بتقول ايه. انت انا الناس وبتاع اسكى، ما هو اسكى لعيب بقى ده مش من فراغ. انا بقى عارف لعيب ازاك، عارف امكانيات زمايله وعارف زمايله بيعملوا ايه في الملعب. فانا شايف جمعه بعناية الاثنين دولت اي باك رايت بيلعب جنبه بيبطله انه بيستلم بيتزنق فيقوم يديك ببطن رجله، يديك بقى زي ما تيجي. تيجي في وشك، تيجي في بطنك، يقول لك ايه ويعمل لك كده بس. فخلاص انت قدام الناس انت مش عارف توقف الكوره وانت وانت وانت. فانا دلوقتي الخط وراك لو عدت اوت انا بعد كده بشوف الحاجه يعني اللي جايه ممكن اتعامل معاها خلاص. الحاجه الثانيه وهو اما بشوف غل في الباب ببص الناحيه الثانيه بعمل ان انا مش واخد بالي من الباص، فبدل ما يدبسني ادبسه. او تديله ظهرك، تديله ظهرك وتجري. بص انا اتعلمت، انا اتعلمت من وائل جمعه. انا اسلام اما كنت بدات العب باك رايت يعني المكان برضو جديد عليا. ممكن انا عارف هاجم كده هطلع على الخط بعمل، بس في المواقف الدفاعيه وهبقى واقف ازاي ضامن ازاي الكلام دوت كنت لسه المفروض عايز اتعلمها. فانا اتعلمت كل ده بقى من جمعه في ماتش، هو علمني وقال لي الليله ماشيه ازاي عشان انا يعني انا اقول لك ايه بقى اقول لك قال لي كنا بنلعب الاتحاد السكندري. فانا بلعب باك رايت والاتحاد فايق والعمليه في 5-0. لا ده هو ده الماتش ده جابوا فينا جونين، خلص 3-2 لينا. 3-2 اللي هو لعب بخمسه راس حربه. فانا كنت بلعب باك رايت، فيعني ابقى انا قاعد قاري اللعبه وهم فايقين علينا واحنا ضايعين مش شايفين مش شايفين. وبعد كده بص الاقي الديفنس بتاعنا طالع كله، وبص الاقي واحد معاه الكوره في نص الملعب ويجري له واحد من النص فيتلعب له يحطها له من فوق الديفنس وهو طالع، فيروح انفراد.
انا لو طلعت معاهم برضه هو هيروح انفراد. يعني فاهم، هو برضه هيروح انفراد، احنا بنلعب غلط، احنا مش شايفين. احنا معميين الماتش ده. فاطلع مع جمعه واطلع مع الناس، فاما الاقي الراجل راح انفراد فاقوم ضرب سبرنت عليه، اقول يمكن انت اللي تلبس الليل. فاجري معاه في اخر لحظه وانا بزعق له، يقوم حاطط جون. فالمهم ايه، اتكرر التاني، فبين ان انا اللي بغطي. بس احنا كسبنا 3-2 الماتش ده. انا نزلت وانت طلعت. فيبان ان انا بغطي. لا طلعت قدام يعني، ما طلعتش. فانا بيبان ان انا اللي مغطي الجونين وانا السبب في الجونين. وانا لسه بقى بتعلم في الباك رايت الوقفات وكلام. فانا كنا قاعدين في نقاش بقى انا وائل جمعه، قلت له يا جمعه بس يعني احنا وحشين. انا الموضوع مش موضوع سببي. قال لي بقول لك يا بركات، ما تتكلمش معايا في الحاجات دهيت. اعمل الصح. قلت له طب والصح ان انا اسيبه ويروح يجيب جون؟ قال لي اعمل انت دلوقتي الاستوديوهات التحليليه والناس كلها قاعده عماله تقول مين السبب في الجونين. قلت له بركات. قال لي حلو. قلت له اعمل ايه بعد كده؟ قال لي في الحاله اللي زي دي اعمل زينا، احنا هنطلع ونرفع ايدينا للله، انت كمان اطلع معانا وارفع ايدك. والله من يومها بقيت اجري على حد، ما بجريش على حد. خلاص انت بص على جمعه، جمعه رفع ايدي وطالع، رفع ايدي وطالع، اللي يحصل تولع. فالحقيقه اتعلمت منه على طول. يعني اتعلمت. فخلاص عرفت القصه ماشيه ازاي. يا نجم مصر شوف صاحبك بيقطع فيك وبيقول ايه كل ده، كل الكلام اللي هو بيقوله ده وانت ساكت قاعد بتسمع بس. مساء الخير يا بركات. مساء الفل يا عم جمعه. مساء الخير يا عم البلد. اخبارك؟ وحشني. انت شايف مني كتير قوي. طب بقول لك ايه، خد بالك، هو اسلام دلوقتي بيقول لك هو بيقطع فيك، انا قسما بالله ما قصدي حاجه خالص، بس انا بحكي له ان جمعه انا اتعلمت منه. علمتك. يعني انت معلم يا بيه، يعني انا بتكلم معاك ان انت يعني انت خدت يعني انت الكلام اتاخد بالطريقه كويس، انت علمتني يا عم بركات، ما تهريش انت وبتاع والناس تيجي تدبسك. وبعد كده خد بالك انا لسه ما حكيت. خلينا نتفق يا كوتا ان اسلام شاطر ومذيع شاطر وقدر يوقعك في الغلط. لا انا ما اقدرش يا بيه. لا لا وقعوا مع مين غلط؟ بقول لك ايه، وقعوا في مين غلط؟ ده انا لسه ما حكيتلوش الجون اما بيخش تقوم مطبطب على اقرب واحد. منور والله يا حبيبي، منور قناه الاهلي ومنور مع اسلام. حبيبي يا جمعه، وممتعنا بتحليلك، يعني طبعا مش بجامل والله، بس متعنا وسبحان الله. يعني مش عارف كنت متخيل ان انت كده، كنت زي ما كنت لعبك قوي وعنيف، كنت متخيل ان انت برضو هتبقى عنيف في تحليلك، بس انت بصراحه يا جمعه فاجئتني بصراحه يعني. وطبعا ده مش رايي، ده راي الناس كلها يعني. فانا سعيد بصراحه بوجودك وبنجاحاتك اللي انت بتحققها بره والله. حبيبي يا بركات ربنا يخليك، والله العظيم انت سيبك من الهزار بصراحه. هنا لا يا جمعه، اقف في حته عشان الناس تسمعك بس يا جمعه، لو سمحت يا جمعه اقف في حته كويسه بس عشان الناس تسمعك بعد اذنك. انا في العربيه والله يا سام، لسه مخلص شغل ومروح البيت. هو مين اللي كسب؟ مين احنا ما خدناش بالنا؟ السيجنال تلاقي زيك. بقول لك هو مين اللي كسب النهارده؟ انا ما خدتش بالي النتائج ايه. كان عندنا نابولي وليفربول، ونابولي فاز على ليفربول 2-0. نابولي كسب 2-0؟ 2-0. طب هو صراحة عمل مباراة كويسة، بس ضيع هدفين والله. لا مش عمل مباراة كويسة. محمد صلاح؟ طب يا نجم، يعني النهارده الحقيقه انا بالنسبه لي ان انا يكون معايا محمد بركات في الاستوديو ومعايا وائل جمعه على الهوا ان شاء الله يعني القادم لسه يعني، لكن ان انتوا تبقوا معايا على واحد معايا على الهوا واحد معايا قاعد قدامي، ببقى سعيد جدا يا جمعه وبفتكر حاجات جميله جدا جدا. والله يا سلام احنا عشره عمر وعشنا ايام جميله كلنا مع بعض، وبصراحه يعني كلنا يعني شفنا ايام، بقول لك كلنا دلوقتي بنتذكرها اسلام. كلنا الحمد لله ساهمنا في فرحه ناس كتير وعملنا تاريخ كبير، انما الناس في حاجات كتير ما كانتش تعرفها في علاقاتنا ببعض اسلام، وحبنا لبعض واحترامنا لبعض برغم الهزار والضحك اللي الناس كانت بتشوفه، انما يعني بتتعامل كرجاله كل المواقف في الملعب بره الملعب، كنا جدعان جدا مع بعض يا اسلام، ودي الحاجات اللي لازم الناس تعرفها وتعيشها معانا من خلال المواقف اللي بركات بيحكيها واللي انت بتحكيها واللي انا بحكيها، يعني الحاجات دي هي اللي المهم الناس تشوفها عشان تعرف احنا كنا يعني قد ايه ناس
ملتزمه وناس مركزه في مشوارها، عشان كده ربنا يعني وفقنا ونجحنا في حياتنا في الكوره. طب يا نجم يعني، طيب احنا دايما انتوا بيناموا الساعه 10 هو لغايه دلوقتي. يعني هو دلوقتي انت عارف ان هو كان معايا هنا في حلقه عن احمرت. ما انا عارف هو لغايه دلوقتي. أيوة. هو بيناموا الساعه 10 تريكه وجمعه كده. تريكه وجمعه بيناموا الساعه 10. احنا كنا بننام بدري انا وبركات وشادي، صح؟ لا بلاش انتوا الاثنين، عشان انتوا الاوضه دي الاوضه دي ما يعني ما كان في حظر تجوال عند الاوضه بتاعتكم. يا ابو حظر تجوال ايه؟ احنا ما كناش بننام غير الساعه 1 ونص 2، يعني كانت هتحصل ايه يعني؟ الواحدة ونص الظهر. والله طب اقول لك على حاجه، انت اللي خسرت والله يا جمعه. انا كان نفسي اجيبك انت وتريكه في ماتشات معينه وتيجوا تسهروا معانا، كنتوا هتعملوا احلى ماتشات. لعيب بلاش سهراتك انت بركات الله. ليه يا نجم؟ الحمد لله يعني كان ايه، كل واحد ليه طريقه في التركيز. ايوه كان مختلف عن تركيزك انت تماما يعني. ايوه احنا عكس تركيزك تماما. ايوه صح يا جمعه، بدليل ان انا ببقى نازل الماتش بضحك وانت نازل الماتش مكشر. اقول لك يا جمعه طب اضحك، يقول لي لا، يقول لي والله، يقول لي انا لو ضحكت مش هعرف العب. بركات اللاعب الوحيد والله يا اسلام، انت كنت موجود معانا وبتشوف اللاعب الوحيد اللي انا كنت ببص له اضحك، انت فاهم؟ في قمه التركيز، انا ما اعرفش اهزر ولا اضحك، ان انا ابص لبركات وابص لشكله وهزاره الاقي نفسي وقعت على الارض بالضحك، اقول له ابوس ايدك ما تبصش، يعني ما تبصليش، فاهم؟ مش عايز حتى لما راح اتكلم معاه ابقى يعني بكلم معاه في اقل الحدود يا اسلام، لاني عارف ان انا لو طولت عارف اروح اتكلم معاه بجد واقول له بركات عايزين نعمل كذا، يقول لي يبص لي كده اروح اجز دماغه، او يقول لي كله في الكليتش. لا خد بالك انا كنت لازم يعني جمعه بالوحيد اللي انا كنت لازم اقفله لما يجي يتكلم معايا، يعني مثلا جمعه يجي يكلمني يقول لي بركات عايزين نشد النهارده وبتاع وماتش صعب عايزين نشد، اقوم باصص له كده اقول له ايه وانا مالي، فيجي يقول لي عايزين نشد ما تهزرش، اقول له ايوه اعمل ايه يعني، طيب ما تقول لي، طيب قول لي اعمل ايه اللي مطلوب مني وانا اعمله كده. فانا كنت دايما اتعمد ان انا افضل اتكلم مع جمعه، ليه جمعه يجي مثلا نسخن افضل باصص له كده. هو كان بص ما يبصليش خالص. ما يبصليش، فهو طبيعته كده. جمعه لازم يكشر ويبقى مركز 100%. لو ابتسم ما تضمنش جمعه يبقى عامل ازاي في الماتش. تبقى ممكن يبقى عنده مشكله لو ابتسم. وهو يقول لك كده. يقول لك انا يعني بحس ان انا بفقد تركيزي. وهو عمل فيك ايه وهو بيلعب باك رايت؟ طبعا انا كنت اسهل باك رايت في التاريخ، لكن هو هو عمل فيك ايه وهو بيلعب باك رايت؟ هو في الاول يا اسلام يعني كان يعني الموضوع صعب عليا في الاول على اديله التعليمات اللي هي ايه عارف اللي تخليه يمشي معانا في طريقه اللعب والحاجات دي. احنا كنا بنلعب بثلاثه في الدفاع وباك يمين وباك شمال، بس كنت هاجم اكتر يعني. فطبعا كان بركات علشان يرجع لما تبقى الهجمه علينا يرجع بحس انه بيبقى تايه، فاهم؟ على ما يتعود بس على ما يتعود على الناحيه الدفاعيه صعبه ايه، بقيت دايما اوجهه واكلمه. فطبعا واحد زي بركات يعني هتوجهه هيبص لك هيقعد يضحك هيخرجك بره تركيزك. انا رحت له في موضوع الاوفسايد ده، قلت له يا بركات يعني موضوع الاوفسايد ده بص انت لما تلاقينا طالعين كلنا اطلع وخليك معانا وارفع ايدك لورا واتعلم من ساعتها بقى يبقى مغطي في الاوفسايد برضه واروح رافع ايده بس كنت برفع ايدي ولا لا؟ حصل حصل انت عرفت السر خلاص. بقول لك ايه، تلميذ نجيب بقى يرفع ايده. طب بقول لك ايه يا جمعه، طب ما قلتليش انا ما كنتش بتقول لي انا الكلام ده ليه؟ عمره ما قال لي كده. لا انت مش هيقول لك عمره ما قال لي كده. انت بص انت باك رايت مخضرم عمرك بتلعب المكان دوت وكده، مع ان ليك انت برضه ذكريات سيئه برضه هحكيها قدام الناس. هنحكي دلوقتي وهنحكيها دلوقتي، بس انت كنت فاهم انت بتعمل ايه. انت هتطلع تهاجم وهتعمل وهتسوي وبعد كده هترجع هتعمل احسن من اللي عملته قدام، هتدافع اكتر. ليه؟ عارف هتقف فين، عارف حتى هتحلق امتى، هتخش امتى، التاكلنج امتى، انت مش عارف حاجه خالص، هتعطل امتى. فانت يعني انت فاهم. فانا لسه بقى انا مش عارف دلوقتي، طب شويه، طب ما اعرفش ايه، واسمع كلمه من هنا. وبعدين اقول لك على حاجه، ده رغم بعد كل ده بقى، ده انا لعبت باك رايت كمان في ظروف زي ما جمعه قال لك دلوقتي. ده احنا كنا بنلعب ليبرو 2 سرد باكين. يعني كنا بنلعب 3 في القلب، 3 4 3. يعني احنا لو كنا بنلعب 4 وانا بلعب باك رايت في 4 مش في 5. ده كان بالله كان جمهور النادي الاهلي هو اللي طردني من النادي. والله ده كنت عامل كوارث.
كانت هتبقى كوارث. ده انا في ثلاثة يعني سفاحين النحاس وجمعه وشادي محمد وكان معاه احمد السيد وكان في اتنين في نص الملعب ساعتها شوقي وحسن مصطفى مكن ما بيبطلش، فكل دول كانوا بيغطوا عليا. انما دلوقتي اربعه واعمل كان يعني جمعه طبعا احنا نفسنا تفضل معانا على طول، لكن سعداء جدا بوجودك معانا يا جمعه، ويعني دايما بتشرفنا ودايما بتنورنا وقناتك طبعا وبيتك، ويعني بشكرك شكرا جزيلا دايما ان انت موجود معانا كابتن وائل جمعه. لو عايز بقى بركات تقول له حاجه جمعه. عايز اقول لك يا جمعه طبعا يعني اكيد انت وحشني، بس انا عارف ظروفك، خليك اول ما ترجع باذن الله لازم تكلمني ولازم اقابلك نقعد مع بعض نتكلم مع بعض شويه، عشان ما ينفعش ان احنا نبعد عن بعض فترات طويله، وربنا يوفقك كده وتستمر في دعمنا ان شاء الله. نشوف مين اللي بيقول هو اللي بيقول. لما انا اجتماعي ما انا ساعات يعني اوقات واوقات هو دلوقتي اجتماعي، انا اجتماعي دلوقتي، انا هنعمل قعده ان شاء الله قريب، بس لما يجي وائل من ان شاء الله من شغله، وان شاء الله نقعد نعمل قعده كبيره باذن الله. بتوفيق يا جمعه حبيبي يا بركات، والله انا سعيد جدا ان انت مع اسلام النهارده، والناس تشوفك انت خاصه ان انت يعني قليل الظهور شويه للناس، وانت عارف الناس بتحبك ازاي، انما وجودك بيمتعنا ومتع الناس دايما يا بركات. واحنا يعني انا واحد من الناس اللي بتمنى ان بركات يبقى موجود على طول ان شاء الله، ومتع الناس كده ان شاء الله. لكم سهره جميله، الناس تستمتع بوجودكم مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك يا عم مصر. متشكرين يا جمعه، ربنا يخليك يا حبيبي. يعني برضو جمعه ذكريات جميله جدا بصراحه. بص هو احنا لينا يعني هو كلنا يعني هي الذكريات، محدش بيزعل ومحدش بيزعل من حد. وبعدين خد بالك يعني دايما الناس بقى الجمهور دايما لما بيتكلم هو دايما بيبقى شايف وبيتكلم من منطلق اللي هو شايفه قدامه في الملعب. فمثلا عايزين يشكروا في ده فبيتكلموا دايما في كوره، وحد بينتقد في كوره والكلام ده. انما الناس ما كانتش تعرف ان احنا كانت العلاقه ما بيننا بره الملعب يعني كان موضوع تاني خالص، يعني زي الملعب واكتر كمان. ان احنا بره الملعب يعني لا، بره الملعب كانت الدنيا برضه جميله. ايه سر بقى، ايه سر الاوضه 507 اللي في الاوتيل اللي كنا بنقعد فيه اللي هو بيتكلم عنها دي؟ انا يعني بص هما مصورين بيصوروا حاجات، دايما انا بسمع احاديثكم هنا وناس بتيجي بتقعد وتتكلم وبتاع. ما اوضه زيها زي اي اوضه خالص، المعسكر اوض للمدربين واوض للعيبه، كل اتنين لعيبه في اوضه وبتاع. واوضتنا طول عمرنا احنا بنرحب بالناس كلها طبعًا. وبنرحب بالجميع وما فيش اي حاجه خالص. هم مصورين دايما مش عارف ان اوضتنا دي كانت اوضه مختلفه. تفهمش ليه؟ والله انا شايف دايما ان انا بقول ان دايما يقول لك ان الشجره المثمره الناس بتحدفها بالطوب، فانا اعتقد ان احنا كنا مثمرين زياده عن اللزوم انا وانت. اسمرنا كان بيطلع بره. فكانت ايوه صح. فلا يمكن عشان احنا ما بننامش بدري يعني. وشادي الحقيقه لما يعني كان معانا برضو شادي تالت معانا يعني. انت فاكر انا اقول لك احنا مره سهل العاك سهل العاك لا مش سهل العاك انا غير سهل العاك لا احكي لك الموقف الثاني. فاكر كنا في كاس العالم للانديه، كنا في اليابان. اوجه كلامي بقى للناس. كنا في اليابان نلعب كاس العالم للانديه، وكان الوقت ساعتها الساعه من تالي 4 الفجر 5 الفجر 4 الفجر هناك في اليابان. توقيتهم يعني اللي هو المفروض اللي هو النوم من 11 برضو و12 كده. فكابتن حسام بدري كان معدي فسامع سامع يعني، فهو سامع ودوشه وزعيق وبتاع وكده. فطبعا كنت انا قاعد انا في الاوضه انا واسلام وشادي. انت بس هكمل لك، انت شادي كان والده توفى. ايوه وكان جالنا يومين متاخر. كنت لسه هكمل والله. يعني كنت في الاوضه انا واسلام وشادي، وهي اساسا الاوضه اوضه اسلام وشادي. انا كنت بقعد مع عماد النحاس، وطبعا عماد النحاس طبعا انا في الاوضه معلمني الادب. يعني عماد النحاس يعني انت عارف عماد النحاس يعلمك الادب، ما ينفعش تسهر بتاع الكلام من ده. فالمهم طبعا شادي كان جاي متاخر عشان والده توفى، فجي يومين متاخر. فالكابتن حسام فضل يخبط بتاع ساعه ويخبط ويرزع وبتاع وكلام من ده. طبعا احنا لا فتحنا ولا اي حاجه خالص وبتاع. طبعا الاستاذ ده يا جماعه معلش لازم اقولها، الاستاذ ده كابتن شادي. كابتن شادي طبعا والده متوفي،
فانا مش هيكلمه ظروفه يعني. والاستاذ ده مش قطه وما يعرفش حد يعرف حاجه. وبعدين كان ساعتها في ايه شده كده ما بينه وبين الكابتن حسام فما بيكلموش يعني. فمين اللي في الهيصه؟ اتفضل كمل. فطبعا كابتن حسام ما لقاش حد يساله غير اسلام تاني يوم الصبح على الفطار. وطبعا يعني اسلام زي ما كان بلط في لعبه وما حدش يرقصه ويرخم وبتاع فهو برضه بره. فالكابتن حسام ايه دخل عليه. وطبعا كابتن حسام بقى انتوا عارفينه في نرفزته وبتاع كده. فدخل قال له قال له يا اسلام هواجبه اسلام. قال له يا كابتن. قال له عمال اخبط عليكم طول الليل ما بتفتحوش ليه؟ قال له انت خبطت؟ قال له امتى الكلام ده يا كابتن؟ قال له لا برزع عليكم. قال له كان الساعه كام؟ قال له كان الساعه 4. قال له يا كابتن احنا نايمين من 11. معلش يا كابتن حسام احنا معلش اسفين يعني ما كناش نايمين اليوم ده. طب بس بمناسبه الكابتن حسام والنبي طب استنى بس اكملها اخلص. طب اقول موقف تاني مع الكابتن حسام عشان ما يتنسيش ماشي. وبعد كده ايه خلاص ابطل بقى الكابتن حسام بقى خلاص. انت كنت موجود في القعده اللي جمع فيها اللعيبه الكبيره؟ لا انا كنت مش الكابتن حسام ما مسكش معايا مدير فني. انا ما كنتش موجود هو مدير فني. كابتن حسام منافسه شديده وبتاع واحنا ماشيين كويس يعني. هو دايما اجتماعاته كان مع الفرقه كلها. فانت عارف الشباشب اللي هي بتبقى في اوض اللبس بتاعه المدربين لو بيستحموا بيها وبتاع كلام من ده. انت عارف يعني الشباشب ديت يعني كانت يعني اي حاجه بتلبسها في رجلك اي حاجه وخلاص. فمره عمل اجتماع معانا وكان لابس شبشب من الشباشب دي وجمع اللعيبه الكبيره وقعد يتكلم. بص قعد معانا تلت ساعه واللعيبه وانتوا ولازم تقفوا في ظهري وناديكوا وجمهوركوا والكلام ده كله. فخلص الاجتماع تمام يا رجاله تمام ما اعرفش ايه بركات. قلت له بص يا كابتن مش متقبل منك ولا كلمه اللي انت لابسها. قال لي بقول لك اطلع بره اطلع بره. لا 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 مش هتكلم معاك تاني. قلت له مش متقبل منك اللي انت لابسه في رجلك الشبشب اللي انت لابسه ده بعد الهيصه دي كلها وبعد الكلام ده كله. هو عمال يتكلم كلام بجد والله فعلا كلام بيشدنا وكل حاجه. بس هو الشبشب ما كانش ينفع خالص ان انت لو كله طبعا ضحك ووقع. احنا كانت قعداتنا حلوه اسلام وكنا بنبقى قاعدين وكان كابتن حسام يعني بيثق فينا طبعًا. واحنا كنا بنثق في الكابتن حسام. كابتن حسام معلش انا اكمل بقى بقيت عشان ده برضو مهم. ايه احنا الثلاثه نازلين الصبح نايمين يعني بعد ما نمنا وصحينا نازلين على الفطار كان 8 الصبح مش عارف ولا كان بدري قوي. فبركات نزل دخل الاول. فطبعا بركات قام مصدر له الوش اللي قام عامل له شعر وش كده قام جاي باصص كده قام جاي ماشي. فكابتن حسام قام باصص له وخلاه يعدي. ما هو انت الفتره دي كابتن حسام كان مقعدني احتياطي فما بيلعبنيش وانا عمود واعرف انا ما بلعبش لا ليه؟ كان مانويل جوزيه معانا بس هو كابتن حسام انت كنت شادد معاه ما اعرفش عشان انت يعني حاجه كده مهم يعني. فدخل شادي بعديك فيعني شادي دخل بعد بركات. فالمفروض شادي يا جماعه يعني والده متوفي فطبعا مش هيكلمه اكيد. فلقى مين بقى داخل في الاخر؟ انا قلت لهم مش فاكر انا قلت لهم ايه؟ قلت له شادي وبركات. قلت لهم يا جماعه انزلوا انتوا الاول خشوا وانا هبقى اخش بعدين. فحاجه يعني المهم كابتن حسام دخل قام جاي قال لي اسلام هو في ايه يا اسلام؟ مش بخبط عليك طول الليل. قلت له انا يا كابتن انا كنت نايم من الساعه 11. فيعني كانت طب خلينا ناخد برضو واحد من نجوم هذا الجيل الرائع الحقيقه. هو احنا ما لحقناهوش في انا ما لحقتوش في الاهلي بس لعبنا مع بعض في الاسماعيلي. مين بقى؟ هو انت قول الو بقى وانت مش انت عامل لي ايوه الو الو ايوه اذا كان نجم عامل ايه؟ يا نهار ازرق يا خبر ابيض يا خبر ابيض على سعادتي وانا بسمع صوتك يا لهوي. ده اسلام وداني بقى في حته تانية كده بقى حبيب قلبي يا نجم مصر. انا مش مصدق والله ده شرف كبير جدا ليا ان ابقى موجود في برنامج وانت تعمل لي مداخله. ايه الادب والاخ ايه ده؟ لا هو في ايه؟ لا ده برنس ده هو في ايه؟ ده في حته تانية والله. ده الشراكه كلها يعني ده شريك. انت عارف يعني ايه شريك؟ ازيك يا سيد؟ ازيك يا كابتن مصر؟ يعني بعد كل ده تقول ازيك يا سيد؟ انت يعني البدايه حلوه قوي معايا بصراحه. لا يا كابتن الهزار حاجه والجد حاجه تانية. احنا ما بنيجي نتكلم دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي ايه في هزار ولا بنتكلم في جد؟ لا في جد. لا نتكلم جد لحد ما اشوفك بس وبعدين اما اشوفك يمكن الامور تختلف. تبقى لك قد ايه ما تقابلتوش؟ ما شفتوش من امبارح. من امبارح؟ من لغايه النهارده؟ ما ده بيعدي عليا في الكافيه كل يوم.
يجي يلعب ماتشين بلاي ستيشن يتغلبهم ويروح. انت بتعرف تلعب بلاي ستيشن كمان؟ إيه ما كنتش بعرف العب الاول، دلوقتي بقيت مجرم بقى. وهو لا، هو انا مجرم على استاد معوض. يعني انا يعني انا نص نص، هو ما فيش هو ما فيش خالص 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 فعلا. بس هو بيدي نفسه الايحاء ان هو بيعرف يلعب. بس اخوات مراتي بياخدوا حقي. اخوات مراتك بيكسبوه؟ بياخدوا حقي مني. لا طب وانت بتتعيق باخوات مراتك ليه ما تتعيق بنفسك انت؟ لا اله الا الله. انت عامل ايه يا نجم؟ طبعا مبسوط ان انا بكلمك، انت حبيبي وانت عارف يعني اخويا. مش هو انا ايه، وانا قاعد هوا ولا ايه؟ وانا ايه؟ لا انت عشرة عمر برضه هتكلم بالك، احنا من زمان. صح، ده انت من باب اولى تتكلم على اسلام على الاقل، احنا كل يوم مع بعض. لا فرحان والله ومبسوط ان انا بكلمكم، يعني انت عارف انت لو دعتوني انا اجي لكم. طب تعال تعال والله والله تعال، احنا مستنيين. خلي بالك انا عشان بركات ممكن اجي لك عادي، يعني مشوار عشان بركات. طب اتفضل. لا ده كتير عليا يا سيد. لا 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 لا، عشان بركات ممكن تجي له، ده انت ده كتير عليا يا كابتن. ده انا عايز لسه يعني لسه انا اكلمك في التليفون او اقعد معاك. طب اقول لك على حاجه بقى، عشان انت دايما بتتهمني وبقى بتقول انت بتيجي عليا، طب ايه رايك بقى انا هتكلم في حقك كلمتين بجد بقى بحق ربنا. اتكلم يا نجم. ايه رايك؟ قول يا نجم. طب قوله سيد معوض. يعني بص، يمكن مصر كلها عارفه ان ده اكتر واحد بحب اهزر معاه واعمل فيه مقالب لدرجه ان هو نفسه كان بيوصل لمرحله بيتضايق وبيزعل ان انا ما بعمل فيه حاجه، بيزعل. انا اللي خلى ابتدي اعيد حساباتي مع سيد معوض في الهزار. مره طلع على الهوا في برنامج فبيقولوا له بركات، ومش قام رد كده يعني ايه، سرح كده وقام رد قال لك بصراحه انا وصلت لمرحله ما بقتش عارف هو بيحبني ولا بيكرهني. اقسم بالله ما صدق اما لقيته بيتكلم بجد. كنت بقول لك ايه، مفيش هزار تاني وبتاع، وبطلت تهزر. بقيت اتكلم معاه جد بقى خلاص وكده. بس عايز اقول لك على حاجه عشان ياخد حقه، من اولا من انضف الشخصيات اللي بتتعامل معاها بره. صح. وطبعا مفيش اكتر من ان احنا شركاء مع بعض بقى لنا سنين طويله، وربنا يديم المحبه. من اكتر الناس اللي بتلعب باخلاص في الملعب، وكلنا كنا شايفينه بيلعب بيعمل. ما كان عنده فكره. لا سيبك بقى، احنا ما نتكلمش في فكره ومش فكره. بيلعب باخلاص، شفناه في النادي الاسماعيلي كان عامل ازاي، في النادي الاهلي كان عامل ازاي. وانا عايز اتكلم في الحته بتاعت النادي الاهلي بالذات، من اكتر الشخصيات اللي بتحب النادي الاهلي، ودي مناسبه كويسه جدا ان انا اتكلم فيها، لان كان في فتره من الفترات بعض يعني بعض من جماهير النادي الاهلي كانت زعلت من سيد معوض لسبب معين، مش عارف راح هنا ولا جيم هنا ولا كده. لا الحب في القلوب دايما أفتح. انت عارف. ولكن لازم يثق ان الناس بتحبه، ولازم الناس نفسها تبقى فاهمه ان ده من اكتر الشخصيات اللي ادت للنادي الاهلي، واسمه ما يقلش عن اي واحد في الجيل بتاعنا، وعمل حاجات كتير كويسه. ويكفي ان هو بيحب النادي، وانا اكتر واحد عارف ان هو بيحب النادي. طبعا. وما ننساش ان هو قعد فتره من الفترات كان مدرب كمان في النادي الاهلي. طبعا. فدوت كمان يعني كان مخلي قريب جدا. تخيل سيد معوض مدرب، بغض النظر بقى تخيل وبتاع. لا تخيل عماد بن حازم. انا قلت الكلمتين، انا قلت الكلمتين وما ينفعش. حاول تقفل المكالمه دي بقى خلاص، عشان حاول مش هقدر اتكلم اكتر من كده. والله لاجيله، والله لاجيله. بس يعني بقى تنور يا نجم. والله اقفل وتعالى، والله والله ما هنبقى متضايقين. اقفل وتعالى. ليه واحنا ايه؟ اقفل وتعالى مطولين يعني. احنا ولا ايه؟ احنا لسه الساعه 12 يا نجم. انت عايز تمشي؟ لا يا بيه، انا قاعد. يا لا احنا قاعدين مع الناس، احنا نقعد بالظبط كده. بس السيد ده انا بس دلوقتي السيد ممكن ينام مننا اصلا. برضه؟ لا بس ده جديده دي. لا لا سيد، لا سيد بينام بدري؟ سيد بينام بدري. مش بدري بقى اللي هو بتاع جمعه، اصل جمعه وتركه جمعة دول بره الموضوع. وتركه دي الحاجه الثانيه. دول بره المواضيع. انت عارف انا لو فتحت لك انا بس مش عايز اقرا اي حاجه ولا على تويتر ولا على الكلام ده. ليه؟ لان انا لو قريت الكلام ده دلوقتي. ثانيه واحده يا اسلام، بمناسبه تويتر اهو. بص الكلام بيجيب بعضه. ما عندكش يا جماعه للمره ال 500 والله ما عندي تويتر، ولا في يوم من الايام كان عندي تويتر. يا كابتن مصر. ايه ده بقى؟ انا ايه ده بقى؟ تعالى انا باجي على طول. انا باجي على طول. ايه رايك؟ انا ما بتاخرش. ظبط يا ابني اللذينه. انا ما بتاخرش. ايه رايك؟ تعالى انت مظبط؟ تعالى كده. انا اول ما قال لي بركات في البرنامج وتعالى قلت له لا اجي له طبعا. بص بص عامل شعره ازاي؟ طب اقول لك على سنه اتفاجئت. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده. فاجئتي بالكلام كويس. لا 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 طب ثانيه واحده كده بالعضل ده والشغل الجامد. ثانيه واحده يا اسلام. بص بقى دلوقتي احنا دلوقتي دخلنا مرحله ممكن يبقى مشكله ما بيني وما بينك. ليه؟
دلوقتي انا ايش ضمني؟ مش انت كنت مفروض انك تقول لي ان واحد زي الكابتن سيد العظيم المحترم دوت ممكن يجي يظهر حاجه معنا. مش ممكن مش ممكن شو كنت تقول لا ان انا ارفض ممكن ليه ارفض عشان هو وحش امال عشان ايه لا علشان ده شرف كبير جدا انا مش متخيل ان انا بقعد معاه في مكان واحد ده كتير عليا لا يا نجم ده انت جيت امتى بالله عليك البلاي ستيشن ايه بالله عليك حلفتك بالله لا انا بخسر كتير بس في اوقات بكسب بص يا اسلام علشان اكون حقيقي يعني 25 كل 25 ماتش قصاده ماتش منك هم كل يوم قاعدين يلعبوا انا بروح يا نجم ممكن اقول حاجه فضل. ممكن بس نطلع فاصل عشان نجيب له كرسي يقعد معانا خمس دقائق بعد اذنك لو موافق الفصل ده ما حدش هيبقى سامعنا لا طب اطلع لي بقى فاصل خمس دقايق هيقعد معانا قد ايه انت اللي هتقول ده يقعد زي ما يقعد انا مش عايز غير الفاصل بس اللي الناس مش هتسمعه اديني الفاصل هتبقى هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى طبعا النهارده حلقه زي ما قلت لحضراتكم بعنوان جمهور الاهلي يؤمر جمهور الاهلي امر بوجود النجم محمد بركات بركات استجاب على طول جمهور الاهلي وهو امر بسيد معوض ايه امر بسيد معوض خلينا نكمل الكلمتين لا ثانيه واحده يعني هو قال لك ايه انا والله ده انا جاي لكم وبتاع وكلام هو بيتكلم من بره فاز على حركه حلوه قوي لا يعني عسل مش عايز اقول لكم يا جماعه بس حصل ايه في الفاصل يعني هبقى نقول الكواليس دي بس مش دلوقتي انا بقى نقول احنا الثلاثه في برنامج تاني خالص غير ده ازيك يا نجم ازيك كابتن اسلام عامل ايه الحمد لله كويس اخبار الجيم والعضلات شغال والله بحاول اعمل فورمه بس بقول لك ممكن تعتبرني مش موجود وحضرتك تتكلم معاه وتحاوره لا انا مش هحاور انا انت اللي بتحاور وانت اللي بتسال انا عايزك تساله سؤال واحد بس اتفضل يا نجم انت يا سيد كل فيديوهاتك اللي بتنزلها على الانستجرام انت في الجيم صح عمال تشيل يعني سيبك انت يا عم بتنطط كوره صغيره كوره كبيره بتعمل مش عارف ايه انت مهاري وده نبصم لك بالعشره الموضوع خلصان بالنسبه متاكد ماشي خلصان لا 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 خلصان فنيا الموضوع خلصان ماشي انت بقى ساعات الاقيك قاعد بتتشعلق وحاطط لي رجلك مش عارف ايه وساعات تقوم شايل ما اعرفش ايه وكذا مره يجي لك اقول له سيد انت هتضرب حد انت حد مضايقك انت ما اعرفش فاساله هو ليه بيعمل كده يعني فاهم اساله هو ليه بيعمل كده لو سمحت يا نجم ممكن ترد على السؤال ولا لازم انا اساله تاني لا طب اتفضل تغيير عادي تغيير فين ما فيش تغيير ما انا بقول لك هو كله كده هو فين التغيير هو مفيش تغيير لا تغيير بالنسبه لي انا يعني وانا بلعب انا ما كنتش مهتم اصلا بالجيم ولا اي حاجه يعني انا مين اللي ما كانش مهتم بالجيم مهتم بالجيم في الاصابات بس بتلاقي يعني انا خلي بالك انت قاعد معانا يعني مش قاعد في حته ثانيه فضلني. وبعدين قاعد مع اتنين برضو يعني ما شاء الله كانوا مهتمين بالجيم جدا ايام ما كانوا بيلعبوا يعني كان على طول مهتمين باللياقه البدنيه عامه يعني اللياقه البدنيه عامه يعني ما اظنش ان انا قابلتكم صدفه في الجيم يعني إحنا؟ مثلا واحنا بنلعب لا قابلتنا صدفه بس انت ما كنتش لسه جه اقول لك بقى الجيم بيخلي الواحد لما تخش كتير الجيم خليك انت لو عندك ماتش ولا حاجه عضلاتك تبقى تقيل مش قادر انما السهر لا صح لا هو السهر بقى السهر ده يعني في حاجه النجم كان عنده مقوله ها دايما كان يقولها لنا دايما كان يقولها لنا يقول لك ايه اسمع انا ما اعرفش هيقول لي انا اقول لك هيقول لي اتفضل يا نجم اللي ينام بدري هيبطل بدري دي المقوله ايوه طب ما تجيب عينات كتيره والناس اللي بتنام بدري ليه جمعه كان بينام بدري وتريكا بينام بدري ده ساده كلهم بطلوا متاخر مفيش حد كان بينام بدري احنا اللي بطلنا بدري ساده صح والله يبقى تنصح الشباب بايه شباب لعيبه الكوره ان هم يناموا بدري بالظبط كده ويشربوا اللبن ويذاكروا دروسهم ازيك يا سيد ازيك يا سلام عامل ايه الحمد لله كله منور ربنا يخليك ويعني فورمه و100 100 ما تخنش يا بركات لا وعلى خلص. فكره انا كنت فاكرك انت كمان تخنت بس انا الناس كانت فاكره ان انت تخنت اتفضل يا بيه اتفضل يا بيه ناس ساعات تيجي تهزر تعمل لك حاجه مثلا كده ولا كده ولا بتاع فانت ايه ساعات تقوم منزل مثلا ايه الصور ده طب انا اقول لك على حاجه فاكر يا سيد الفيديو اللي كنا عملناه كنا هنعمل يعني كنت بعمل برنامج المفروض هعمله اللي هو نزل اللي هو الفيلم اللي كان فيه سيد معوض وشادي وابراهيم سعيد وابراهيم سعيد سيد حمدي وسيد حمدي
احنا كنا بنعمل بتاع ده. فانا باخد لقطه مع سيد معوض في شارع وادي النيل. ما انت كنت بتعمل موتوسيكلات على الموتوسيكل صح؟ وهو طلع على الموتوسيكل وانا بجري وراه وبتاع وقاعد عمال اقول له يا سيد وبتاع وكلام من ده وابوظ التصوير واشتم في سيد يقول له يقول لك استوب يا بركات خلينا نخلص وبتاع. بس كل ما بجري وراه وهو بالموتوسيكل يا سيد واشتمه ما اعرفش بقى ايه اللي كان جاي معايا كده. اصلا ما فيش اصلا شتيمه ولا اي حاجه، هو شتيمه بالام قدام الناس. انا بشتمه في الشارع قدام الناس، فكل شويه نعمل التصوير وبتاع. المهم الراجل وقف لي بقى بعربيه، وقف في وسط بقى راجل من الشارع عادي. فطبعا انا باين ان انا تخين، لبسني حاجات من تحت ومن فوق يعني عاملني كده في ال فيمكن عشان كده خدت صوره ولا حاجه. لو سمحت لا بحكي لك موقف. مش انت الكابتن بركات؟ قلت له انا الكابتن بركات. قال لي ازيك يا كابتن؟ قلت له الحمد لله. قال لي ايه يا ابني اللي عامل فيك كده؟ قلت له ازاي؟ قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. امشي لا والله العظيم اقتنع بقى اقتنع ان انت تخنت. ما كانش مع بس يمكن انت ساعتها، اصل انت ساعتها يمكن خدت صوره ولا حاجه ونزلت على السوشيال ميديا فالناس قالت ايه ان هو تخن يمكن ساعتها. لا لا بس هي ممكن هو ممكن مثلا في فتره كده مثلا جت ايه كنت ابو الخدود بقى يعني خدودي هي اللي لا انت عارف اول ما بتبطل الفتره الاولانيه التبطيل ديت بتبقى يعني رخمه شويه لانك انت ما بتبقاش خلاص بقى انت مش عارف تعمل ايه، نازل بتتمرن عندك. زهقت يا بركات لما بطلت؟ لا لا خالص بجد خالص. انا اتضايقت بالظبط اول شهرين، يعني اول شهرين كنت متضايقهم جدا لان خلاص بقى اللي انا بعمله طول عمري ما بقتش هعمله. خلاص ما بقاش موجود. في فين الناس دي؟ فين الناس اللي كنت بنزل اتمرن معاها؟ فين الكوره؟ فين الماتشات؟ فين التدريبات؟ فين البيه؟ ده جت تمرين مره يعني بعد ما بطل جت تمرين اتمرن معانا 3 4 ايام كذا مره كانت الفرقه. بعد ما بطلت رحت الفرقه مسافره وانا كنت موقوف وفي لعيبه جديده كانت موجوده في النادي. بركات كان بيجي يتمرن معانا بس بعد احسن من اللعيبه اللي كانت جايه النادي جديده. والله انا في يوم قلت له انت احسن من اللعيبه اللي النادي اشتراها. يعني لسه انا اقول لك على حاجه، انا ماتش انبي اللي كسبناه 5-2 اللي هو انا كنت يعني خلاص ببطل بعد كان اخر هو كان اعلن كان اعلن قبلها باسبوعين ثلاثه كنا بنلعب انبي فاكر احنا كسبنا 5-1 هو جاب جولين جونين. فسيد جالي جولين ايه انفرادات مثلا من نص الملعب ويروح على عبد المنصف ويروح حاططها من فوق. فسيد انا فاكر اللعيبه ايه سيد لقيته جاي وطالع بقى فوق يقول يا جدع انت تبطل. قال لي يا جدع احنا نبطل وانت ما تبطلش. انا فاكر والله اساله يعني قال لي الكلام ده كده بس انا كنت احنا كلنا فوجئنا. انا شخصيا فوجئت برضو بان انت بطلت ومحدش يعني يعرف على فكره السبب الرئيسي في على فكره انا سايب الموضوع عايم اساسا. ايه السبب الرئيسي؟ يعني كنت انا عارف بس طبعا ما ينفعش استنى بس أنا ممكن ترجع. انا السبب انا سبب ان انا بطلت كوره عايم اللي هو الاسباب اللي انا زهقت. انا لعبت من ام فلان وعلان وزملت فلان ومش عايز وعملت كل حاجه قدام جمهور النادي الاهلي ينزل وانا حابب ان انا اطلع من الملعب واقف على رجلي واقف على رجلي بدل ما حد يقول لي بطل هتبقى تقيله قوي لو حد من جمهوري قال لي بطل يعني سبت عايمه. طب ايه السبب رئيس؟ لا انا ما اقدرش اقوله لك. ليه؟ ما اقدرش اقوله لك هنا للاسف. فعلا؟ لا ما اقدرش بس لا لا في سبب بعد الحلقه هتقوله لي. في سبب معين جمله معينه كان حد مش عايزك تلعب تكمل. لا بالعكس ده كان حد عايزني العب بس انا في جمله اتقالت لي هي ما كانش ينفع بعد كل دوت بعد العشر سنين اللي فاتوا ان يكون حد بيتكلمني يقول الجمله دي. ايه بقى قول لي الجمله بس. لا ما اقدرش الجمله ما اقدرش اصل الجمله دي هتدخلني في مهاترات. يعني فاهم هتدخلني في مهاترات وهتدخلني في مهاترات وهتبتدي الدنيا تتقسم كمان نصين. يعني يا ريت الموضوع هيبقى ماشي. لا ده هتتقسم كمان بقى نصين. واللي هيبقى موجود بقى معايا وبتاع واللي هيبقى لا طب ما هو ده ما كانش يصح لا ده كان يصح لا ده كان ينفع ده ما كانش ينفع وبتاع كلام. بس هو في الاول وفي الاخر خلاص 37 سنه ما انا كنت 37 سنه ساعتها خلاص اقعد العب ايه تاني وكلام من ده. بس يعني بالمناسبه دي انا عايز اشكر بني ادم بجد بقى اسلام قبل ما انسى. البني ادم ده كان اكتر بني ادم في الدنيا متمسك بوجودي جوه النادي الاهلي وده لازم اقول الكلام دوت عشان فعلا ده ما كنتش بتعامل معاه من منطلق ان ده المدرب بتاعي. ده كان اخويا الكبير الفتره اللي مسك فيها الكابتن محمد يوسف. محمد يوسف انا فاكر عمل كل حاجه عشان انا ابقى موجود معاه وكان بيقعد يتكلم معايا كلام يعني بص يا اسلام بتوصل لمرحله ما ينفعش حتى مدرب يكلم لعيب يقول له كده.
يعني بتوصل لمرحله كلام مدرب ما ينفعش يتكلم مع لعيب بالكلام دوت اللي هو طب اقعد وشوف طب العب كان عايزك يعني تلعب السنه اللي بعدها يعني. كان عايزني ابقى موجود يقول لي انا وجودك موجود يعني وجودك جوه الفرقه معايا لان عندنا لعيبه صغيره في الفرقه كتير وهيستفادوا منك وانا نفسي هحتاجك في بعض الفترات بس فخليك موجود خليك موجود فيعني عايز اشكره وفعلا يعني انا احترمته جدا يعني بالطريقه اللي كان متمسك بيا فيها ان انا استمر معاه ولو سنه كمان زياده فدي يعني بس عشان الناس تبقى فاهمه فان انا بشكره مره واثنين وثلاثه كابتن محمد يوسف فعلا انا يعني انا سعيد وفرحان هتفضل اخويا الكبير يعني هتفضل اخويا الكبير وكفايه ان هو كان مقدرني التقدير الكبير العظيم اللي هو كان مقدره لي دوت يعني مقدرني تقدير كبير عظيم وارد اكون ما لقيتوش مع ناس تاني ولكن محمد يوسف لا محمد يوسف كان عايزني اقعد باي طريقه زكى سيد زكى سليم انت تمسك بيك محمد يوسف انت كنت محمد يوسف انا كنت حاضر المواقف اللي انت بتحكيها كلها يعني تحكي لنا كده انا اقول لك على حاجه يعني الناس واخده عننا هزار وبتاع ومواقف كلها هزار انا اقول لك موقفين بالنسبه لي انا مع بركات يعني يتحسبوا له بشكل كبير جدا يمكن اول موقف ان انا وانا لسه جاي النادي الاسماعيلي كنت لعيب صغير هو كان لعيب موجود يمكن كلنا جينا مع بعض بس انتوا كنت اكبر مني شويه كان بركات موجود في الفرقه بقاله 3 سنين وكنا اشهر منك يعني كنا احسن منك لا مش قوي يعني كنا احسن من اشهر والله يعني عادي يعني كنت لسه برضو البدايات يعني فالتعامل كان فارق معايا بشكل كبير يعني اما تلاقي حد من اللعيبه اللي هم موجودين في نادي بقاله 3 سنين ومن الاخر هو مصاحب كل اللعيبه الكبيره ومسيطر عليهم سيطره كبيره فان هو ده يحتضنك في الاول بتفرق بشكل كبير يعني دخلتني الفرقه ودخلتني اجواء النادي بسرعه جدا. الموقف الثاني يوم حصلت المشكله مع مستر مانويل جوزيه وتاني يوم بركات كلمني يعني كلمني من نفسه وقال لي هنروح الاوتيل لمستر مانويل ورحنا وقعدنا قعده يعني انا القعده دي لو مذاعه النبي ما تفكرنا بالقعده والله اللي حصل لا احنا النهارده لا بص احنا النهارده قاعدين ما بهزرش احنا النهارده قاعدين علشان الناس تعرف بجد والله بركات النهارده بيقول حاجه يعني ما هو ياما حكى لكن عمرها ما يعني ما اتقالتش حاجات كتير قوي النهارده اتقالت ما اتقالتش قبل كده فاحنا عايزين نكمل الكلام ده عشان الناس تعرف ايه اللي كان بيحصل جوه النادي الاهلي لانه بص الناس بتحب بركات بتحب سيد بتحب الجمعة بتحب شادي مهما بص انا متاكد دايما ان مهما عملوا الناس دي مهما عملت هتفضل جمهور النادي الاهلي يحب الناس دي لان انتوا كنتوا في الفتره دي كنا كلنا حاجه واحده اللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش واللي يقعد يقعد واللي ما ياخدش ما ياخدش واللي وبتكسب الماتشات كلها وبتعمل كل حاجه فالناس من حقها انها تعرف والناس تبقى مبسوطه لما بتشوفكم وانا بحكي كده ليه ان اللعيبه الكبيره ما بتبقى موجوده في وقت من الاوقات بتحل مشاكل بعض طبعا. يعني ما يبقاش فيه مثلا اسلام عنده مشكله تفاصيل القعده ما هكمل لك بس اصل انا كنت عايز برضه ادخل لك يا نجم والله العظيم 300 هي القعده بص يعني هي تحسب له جدا بس كوميديه بطريقه غير طبيعيه يعني احنا قعدنا مثلا حوالي ساعه مع مستر مانويل مبدئيا يعني ده. ايوه هو شفت بقى اللقطه سيد انت عم سيد دي كان فيها شتيمه غير طبيعيه بقى هي دي سيد دي اللي انتوا قعدتوا فيها فتره طويله وانا كل شويه اقول له يا سيد واشتمه يا سيد واشتمه يا سيد انت عم سيد جامد سيد ممثل جامد يا بركات ايه سيد ممثل جامد والله اقسم بالله اجمد ما كنت اتخيله ده كان ضارب سلسله في رقبته ايه ده سلسله وقميص ورد مفتوح ومش عارف ايه الشاي والنبات الشاي وبتاع كده وبيع كام حته لا 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 كمل يا سيد هنخش القعده زي ما احنا كنا قاعدين كده بس بقول لك ايه تفاصيل القعده لا هو هيكمل فمستر مانويل قاعد قدامنا
فبركات بيكلمه هو مستر مانويل مش عايز يبص لي مش عايز يبص له مش عايز يبص لي هو بيكلم بركات وات از ذس يا اسلام احنا رحنا قعدنا قعده هو كان بيدي الكلام لبركات مش لي انا الراجل بص المفروض ان هو مش طايق سيد معوض تمام وسيد معوض هيبتدي بقى ايه يعني هنبتدي ناخد يعني ضده قرارات بقى في الفرقه يعني الراجل خلاص بياخد قرارات تخيل ان انا ماشي من النادي بس انا قاعد في القعده بدات اضحك من كتر ما مستر مانويل عمله في بركات وانا فطبعا انا رايح واخد سيد من ايده ودخل على الراجل وبتاع فالراجل جه فشاف سيد قاعد كده قلت له يعني معلش سيد هو طبعا بيتاسف وبتاع كده سيد المهم ان سيد ده يعني ايه لو لا بيعمل ابيض ما انت عارف لا بيعمل ابيض ما تفهمش بقى الخير كان الشيطان راكبه ازاي ولا ايه اتبدل ما بين الشوطين مش عارف شط ازازه عمره ما شفناه ومش عارف قال له اوكي والتاني لسه بقى بيتكلمه لقيت سيد سبحان الله كمان بيرد عليه قال له اوكي اي نيد وده كمان اللي عرفني ان سيد بيعرف يتكلم انجليزي كمان ساعتها ده كانت اول لقطه لينا مع سيد قال له اوكي اي نيد زيز انا بقى ما اعرفش اي نيد زيز وانت مش عارف ايه المهم انا في الاخر الدنيا بتبوظ خدت سيد رحت ايه للراجل الراجل قاعد ساعه يا اسلام عمال يتكلم يطلع عينك انت وبيطلع الغل اللي جواه فيك انت هو ما بيبصلوش قاعد ساعة هو بص مبدئيا سيد قاعد على الكرسي واما الكرسي ممكن يكون الراجل مش عارف ايه ولا يعني فاهم فانا ابتديت ايه بقى كل ما هدي الامور الراجل يتنرفز يا هدي الامور حسيت بقى بعد كده ان انا ممكن اوصل لمرحله موقف انا في الفرقه يعني فاهم ممكن يمشي هو قال لك ايه لا قال لي ما حدش يرد عليا وانا لا هو كان متنرفز جدا كان هو ما بيحبش الحاجات دي بس خد بالك هو كان الراجل فيه حاجه انت عارف هو كان دماغه صعبه اما بياخد قرار بس اوقات بيحس ان هو من كتر انفعالاته فممكن بيقوم واخد قرار يعني او بيدي كلمه تبقى بزياده شويه لا هتقول لي انت هتقول لي انا عارف يعني رغم ان القعده بانت ان هي ما حصلش فيها يعني بس خلاص حاجه وبتاع عدت بس عدت رحنا بعد كده التمرين عارف ان انا لما مشيت من النادي الاهلي هو طبعا اللي يعني هو اللي كان بيمشي وبيقعد بعد ما مشيت من النادي لقيته بيكلمني في التليفون كنت انا رحت حرس الحدود لقيته بيكلمني قبل اول ماتش رسمي ليا في حرس الحدود مانويل جوزيه بيكلمني بيقول انا بتمنى لك التوفيق وانا عارف ان انت هتعمل حاجه كويسه ومش عارف ايه وبتاع بقول لك ايه بعد ما الماتش ده يخلص تعالى نروح عزمك انت ومراتك على العشاء في الاوتيل عندي علشان هو حس انه ممكن جه عليك هو كان عنده الحته دي واثر معاك فهو دايما كان ضميره يعني برضه هو ايه خد بالك الراجل ما رجعش في قراراتي بس هو كان يعني ضميره عنده في صوت كده في ضميره يقول لك لا انا جيت على ده فعايز ارجع ابقى معاك وخصوصا ان انت كمان خد بالك العلاقه ما بينكم كانت كويسه اسلام والخواجه انا لسه بكلمه كانت حاجه يعني حاجه تحفه كانت الناس بتقعد تقول لك يعني ايوه عم بس هو جه هو بص ماتش ساحل العاج ده يا جماعه عايز اعترف اعتراف هات لي تعالى لي لا هات الكاميرا كلها خد لازم تاخد دي يا جماعه اللي مشاني من النادي الاهلي مش مانويل جوزيه اللي مشاني من يا نهار ازرق الراجل ده يا جماعه ليه انا مالي هو ده السبب هو وشادي محمد ليه اشمعنى خلاص اشمعنى انا بذمتك انا مالي الماتش كان الساعه 3 الظهر حلو احنا نمنا الساعه كام يوميها ما اعرفش احنا طبقنا ولا نمنا انا مش فاكر اصلا طبعا الاستاذ انا مش فاكر لسه راجع من الاصابه خلاص ايوه صح كمان فجالي لسه راجع من الاصابه ما بقالوش اسبوع 10 ايام والراجل قال له تعالى خد لك ايه ربع في سندوتش حلو فطبعا الاستاذ الساعه 3 الظهر الماتش في ساحل العاج قبل نهائي وعايز هو بقى مهم فروح قال لي هو الراجل قال لي هتلعب واعمل حسابك ان انت هتلعب الماتش كله مانويل قبل الماتش فانا قلت لهم ايه الاستاذ محمد والاستاذ شادي محمد قلت لهم يا جماعه انا هلعب الماتش كله خلاص عايزين ننام بدري ابعدوا عني ابعدوا عني عشان ننام بدري قالوا لي حاضر طبعا من عينين طول الليل قاعدين عمالين نتفرجوا على التلفزيون وكانوا بيجيبوا سيديهات كده ونقعد نتفرج عليها وبتاع لغايه الساعه كام نمنا بقى والله مش فاكر انا ساعتها كده ما انا ما اعرفش ما هو مش هيلعب هو حتى لو هيلعب هو كده هيلعب له خمس دقايق لا طب بس انت بصراحه اسلام قعدنا ثلاث دقايق الفرقه كلها بس مش انا لوحدي والله قعدنا 10 دقايق ربع ساعه اول ربع ساعه جبنا جون عملت انا جول لفلافيو
كان قبل نهائي اتغلبنا 2-1 الماتش ده. ايوه ايوه 2-1 عملت كويس. عملت جول فعلا. عملت جول فاكر عماد النحاس؟ بقول لك بس انت بصراحه يا اسلام انت كنت بتعمل حاجات غريبه قوي في الملعب. اقسم بالله انت في واحد انت في واحد رقصك وام ايه يعني في واحد جابك كده. طبعا دي بالنسبه لي حاجات يعني حاجه غريبه يعني تعبان ما كنتش فانا ايه واحد قام جايبك بصراحه واحد قام جايبك كده يعني خدك كده كده فانت ايه قمت واقع كده على وشك وكده فانت كنت واقع على الارض عايز الحق فالواد ما عايز ياخد الكره وانت عايز تلحقه ففجاه لقيتك بتعمل بدماغك كده اقسم بالله انت كنت بتعمل حاجات غريبه انت كنت لازم تمشي من هنا. شفتوا بقى عرفتوا مين اللي خلص عليا. بس اقول لك على حاجه في اول طب اقول لك طب انا هحكي لك بقى موقف تاني. فاكر استنى بس فاكر عماد النحاس ما كان بيجري بعد ربع ساعه ما كنتش انت لسه جيت بعد ربع ساعه بنلعب في ساحل العاج ولا واحد في الملعب يا سيد قادر يتحرك والله العظيم ثلاثه ده بجد مش هزار اساله. ايوه هو قاعد بره عمال يقول لك ايه ده كان طارق السعيد بيلعب باك ليفت لعبه صعبه قوي والرطوبه بتبقى عاليه كان الساعه 3 الظهر وكنا في رمضان تقريبا. المهم دخلنا المهم خلصنا الماتش وخلصنا كل حاجه ورجعنا. انا طلعت جت الدقيقه الاستاذ هينزل او نزل قبل ما نطلع نزلت قبل ما نطلع ولا اسلام انا ما بركزش في الماتشات دي قوي يعني انت الماتشات دي بالنسبه لك بتيجي وبتعدي ببقى معتمد على مباراه العوده ان شاء الله ان شاء الله. سيد ايه يا سيد ساكت مش متعود عليك كده. لا يعني بص انا اقول لك على حاجه انت عمال تتكلم في ذكريات بركات جوه الملعب. لا وذكريات معاه سنه المهم المشاني بيلعب في بتروجيت بنلعب بتروجيت في السويس. انا كنت بلعب في بتروجيت صح؟ لا انت كنت بقول لك معانا بيلعب موجود بيلعب باك رايت 45 دقيقه. بص بقى بيلعب عليه مين؟ بيلعب عليه وليد سليمان واسامه محمد ومحمود عبد الحكيم. في كام بقى؟ الساعه 3 الظهر لوحدي الساعه 3 الظهر والثلاثه في عزهم محمود عبد الحكيم وليد سليمان وصعب. عندهم كام سنه بقى؟ 26 27 45 دقيقه والمصحف صعب عليا. كنت انزل انزل كنت بلعب راس حربه ثلاثه الفاتحين فانزل يقف قدامي انزل عايز انزل بزياده شويه الراجل يقول له ايه بقى الراجل يصوت فيا اقول له اقول له اسلام عليه ثلاثه يقول لي سيبه. والله هم كانوا بيمشوه كان عايز هو كان عايز يمشي هو الراجل هو كان عايز يمشي يعني انا ماليش ذنب. لا بصراحه لا انا طبعا بهزر لكن بصراحه كان يعني بجد والله العظيم كان واحد من الناس اللي تعتمد على الراجل يا عيني والله راجل قفش عليه يوميه قفش عليه. انا كنت بحب العب جنب بركات عشان بينزل يدافع. كنت اقول له يا بركات يا ابني تعالى اقف قدامي شويه يقول لي والله انا مش قادر والله يا سيد لا مش قادر مش انا ايوه يزعق فيا وقفله على الخط وانا مش هحب يسلم اكتر ما من نفسي يا سيد ما خلاص انا بقى ما خلاص هو اللي بيقع هو اللي بيقول حاجه برضه اللي بيقع اللي بيتداس عليه على طول كان بيترعب من مستر منو يعني هو كان بيسمع صوته معدي بس كان بيترعب. لا انا اكلمه على حته ان في مدربين كتير مش هنقول لها اسماء ده اللي هو يبقى بركات بيتمرن طول الاسبوع الناحيه الثانيه ويجي بس بعد التسخين يروح لاي حد على الخط فيروح يقول له انا هلعب بس خمس دقائق جنب سيد وبعد كده هغير الناحيه الثانيه فالمدرب يقول له ماشي 90 دقيقه بيلعب في الناحيه دي الناحيه دي ما بيتحرك. في بعض المدربين كانت بتطلع في المؤتمرات او بعد الماتش انا النهارده انا نازل بني خطتي بلعب سيد جنب بركات والناحيه دي والله والله بركات في ماتشات بيروح بعد يعني والحكم بيصفر وهو بيقف على الخط كده يستنى يروح قايل للمدرب انا مثلا انا النهارده هلعب الناحيه دي وحصلت مع مدربين في انديه كتير يعني مش في نادي واحد يعني فمن المواقف اللي الواحد كان يعني تحس ان الموضوع لا سهل سهل يعني بركات تلعب جنبه لا يعني كنا بنبقى عذاب لاي حد بس كان معذبنا كلنا يعني كانت بتبقى جابها عذاب. لا هو كان معذبنا برضو على ايه؟ لا عموما لا لا في الفرقه لا لا خالص يعني خالص يعني انت باين عليك بتروح بالليل تشبشب. لا لا بص سيد يعني ايه ما هو ده واحد من ضمن الناس اللي انا كنت بقول لك ايه انت لو ذكي اعرف امكانيات اللعيبه اللي انت بتتعامل معاها طبعا كل واحد امكانياته خلصانه يعني مثلا ايه جيلبرتو اما كان ياخد الكره ياخد بيها خطوتين ما كانش يوصل للخط خطوتين ويلاقي زاويه الاوفر هيقوم عاملها زي الصاروخ. محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان برضو كده ياخد الاسبرنت ويقوم عاملها بس سيد لو راح الخطوتين دولت مش هيعمل اوفر سيد هيوصل لحد الخط
وبعد كده يعمل انه هيرفع ويقوم مقلم اللي داخل عليه دوت واخده على جوه ويرجع ياخده على بعض على بره ويمين وشمال يا عم اسلام لحد ما تحلفه بابوه وامه علشان يبصي لك او يرفع لك البتاع يعني فاهم. فهو ده برضه كده. فما يبقى راح على الاخر ما تضربش برنت وتخش اقعد لسه قدامه نص ساعه لحد ما يحدل ويرفع. لا انت مره قلت لي من كتر الوانتوات عمالين بقى كل شويه يلعب لي الكوره وعايز يقف يريح شويه فانا اروح مرجعها له تاني. فقال لي يا ابني انا غضاريفي ما تستحملش يا ابني لا كانت ايام جميله جدا الحقيقه. كانت ايام كلها مش عارف الواحد يقول ايه والله. الواحد لما بيفتكر قد عايز يرجع نلعب. وبعدين احنا الثلاثه ما احنا على فكره احنا مش ما تخناش قوي ولا انا تخنت ولا لا مين ساده وتامن بالله لا انت لا لو ركزت يعني معانا على كده وكده وكده هتلاقي اتخنى سيد. صعب خد بالك الجيم اللي بيروحه ده. لا انا سيد خد بالك القميص برضو واسع يعني خد بالك انت لو فتحت الزرار هتلاقي لا اتخنى سيد يعني. انما نلعب تخن هو بص تخن فهو بقى ايه يعني بي كمان الجيم و انا نفسي اعرف الجيم ايه. طب ما تجاوب علينا والله بجد الجيم ما هو في اسباب في سبب. لا وبعدين كمان مش عايزين بس ان عشان خد بالك بقى. لا بص كمان ايه لا هي السيد كمان هي ما لهاش دعوه بحاجه ده ايش حاجه كويسه ولا هي لا كويسه ولا وحشه. الحياه حتى نفسها بالنسبه له اختلفت وتغيرت فعلا. يعني انت هتطلع فاصل عشان يعني سيد مثلا ما كان بيجي لنا مثلا ايه هو ساكن في المعادي تحت لما مثلا يجي مثلا فوق مثلا زهراء المعادي ده مشوار بالنسبه لسيد لما يطلع من المعادي لزهراء المعادي. لا ده مشوار ده سفر بالنسبه لسيد. انما سيد بس يعني دلوقتي هولندا في باريس ايه ده فمش عارف ايه يعني بيعمل ايه بقى. وانا ما اعرفش بيعمل ايه بقى. المشكله كله مرتبط ببعضه. مسافر مع مين ما اعرفش. انا ما اعرفش انا ما اعرفش صح. لا مع العيله وكله مرتبط برضه بالجيم يعني فاهم برضو. كله مرتبط بالجيم والكور اللي بيفضل ينطقها ومش عارف ايه وبتاع. هو مش عايز بقى يعترف لي الموضوع دوت. ولازم تعترف لي قبل الموضوع اللي احنا داخلينه مع بعض اهو اهو. احنا خلي بالك هنعمل حاجه خد بالك بقى اقول لك بقى قولوا لي طيب قولوا للناس انا وسيد ها هنعمل حاجه كده مع بعضينا اليومين الجايين دولت على طول كده يا ام سهل. بس يعني ايه اهم حاجه بقى ايه الناس اهي قاعده سمعانا كده بقى ايه يعني الناس تتجاوب بقى تتجاوب انا تتجاوب معايا متاكد ان يعني تعمل حاجه على اليوتيوب ولا حاجه ايه ايه. طب خلاص بعدين انا والله ما اعرف انا بخمن يعني. ايوه ايه ما يعني ما ولا هتقف في وسط المايه ولا لا يا جدع لا هي فيها كل حاجه. بقول لك تخين المايه مش هيقع في المايه هيقع هيعمل منين يعني. احلى لحظات عشتها في النادي الاهلي كانت امتى يا سيد؟ يعني طبعا لحظات البطولات بالذات يعني لحظات البطولات يعني بتبقى مؤثره. خدت كام بطوله مع النادي الاهلي؟ خدت 14 منهم 3 افريقيا و3 سوبر افريقي يمكن السته دول يعني اكتر حاجه. لا يعني البطولات الدوري, الدوري ما اي حد بيعدي على النادي بياخده فانما دول بيفرقوا يعني انا اول ما دخلت النادي انا فاكر اول مباراه ليا كانت اهلي وزمالك مباراه السوبر المصري بعد 4 ايام بالظبط كنت في النادي خدت بطوله. فدي لا يعني ان انت تبقى لعيب في النادي الاهلي وتقعد فتره كبيره وتبقى من اللعيبه المؤثره ده بيبقى شرف يعني بتفضل طول عمرك انت اما بتيجي تتكلم مع حد بتقول له انا سيد معوض بتاع الاهلي انت فاهم يعني اما بتيجي تتعامل مع الناس فدي حاجه الواحد بيتشرف بيها وحاسس ان هو عاش فعلا احلى فترات عمره في المكان ده وعاش احلى ايامه مع احلى مجموعه. خلي بالك دي بتفرق بشكل كبير جدا ان انت تتعامل مع جمعه مع تريكا مع فتحي مع بركات مع حسام غالي مع عماد متعب مع جده كل اللعيبه اللي بدات معانا وحتى اللي نهت معانا. لا يعني الواحد كان محظوظ ان هو تواجد مع الجيل ده مع مع, مع 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 اسلام مع احترام المنافسين طبعا مع احترام طبعاً. المنافسين لازم نحترم المنافسين اللي بينافسونا اللي بيلعبوا معانا بيبقى في منافسين نص نص وفي منافسين مباشرين خلينا نقول نادي الزمالك ولكن باحترام نادي الزمالك. مش هتلاقي لعيب من الجيل ده مثلا طلع ويجب نحترم نادي الزمالك علشان الدوريات اللي كنا بناخدها دهيت ده اول حاجه كانت باحترام احنا عايزين بس احنا كنا بنحترم المنافس وبنحترم نادي الزمالك عمرنا ما نزلنا وكنا علشان كده الدنيا ماشيه وطول ما احنا هنحترم المنافسين بتوعنا وعايزين نبقى احسن منهم طول ما ربنا هيوفقنا وهنجيب طب قول الو بطولات الو هو انا كان لازم اكون موجود في القعده دي على فكره.
طب ما جيتش ليه يا نجم؟ ما احنا ما تيجي ده سعد يعني الدرباكي ومين وسيد معوض وكابتن اسلام الشاطر، فلا يعني كان لازم اكون موجود في العاده دي. ده عماد متعب تخيل. يا لهوي يا خراشي، هي 90 بلس يا ملك ال 90. كابتن اسلام ازيك يا عم مصر؟ وحشنا والله. انت كمان الاخبار اخبارك؟ عايز اقول لك حاجه بس قبل ما تبداوا الكلام، اقول لك حاجه بركات يا كابتن سيد. اتفضل. تتوقعوا بعمل ايه دلوقتي؟ بتستار. انا لا استنى، انا ممكن اتوقع حاجات كتير قوي عماد ممكن تكون بتعملها دلوقتي. ايه؟ انا تخيل انا بتمرن. بتتمرن؟ دي كذب، دي كذب. لا والله والله يا بيه بتمرن بركات. يا بيه انا قعدنا مع بعض 10 سنين ما شفناش بتتمرن اصلا. انت جاي تتمرن؟ كنت بتيجي تمرين الفرقه بلعب ده كنت بعدي اجيبه من البيت عشان التمرين. تتمرن ازاي يا متعب؟ يا متعب تتمرن ازاي وليه؟ لا باخد العجل عندي في المعادي واطلع اجري بيها ساعتين كل يوم. تاخد ايه؟ انا مش سامع يا عم. ده تلاقيه ماسك الكوره، هتلاقي الكلب بتاعه وخايف يجيب له الكوره، الكلب هو اللي بيجري بيجيب له الكوره ويجي يفضل يرمي كل حاجه. هو ده التمرين. اه والله هو ده فاكر ايه؟ هو ده فاكر. امال انت فاكر عماد بيجري يعني دلوقتي؟ انت سمعت هو بيقول لك ايه ولا ما سمعتش؟ سمعت هو بيقول لك ايه ولا لا؟ لا ما سمعتش عليه. لا قول له تاني يا نجم معلش. بقول لك عماد انت بتمرن تلاقيك بترمي الكوره للكلب بتاعك هو اللي بيجري يجيبها لك ويجي. يعني بيقول لك ماسك العجله وماشي بيها. كابتن بركات كابتن اسلام كابتن سيد، انا عايز اقول لكم والله العظيم انا اتشرفت ان انا لعبت مع ثلاثه من انضف واحسن الشخصيات اللي شفتهم في حياتي وقلتهم في حياتي. لا بس انت كنت بتكرهني. لا انت كنت بتكرهني يا متعب، واول مقابله ما كانتش لطيفه، انت كنت بتكرهني لما جيت النادي. اه ماشي، ما انا بقول لك انا قال لك اه ماشي، قال لك اه ماشي. قبلك يا كابتن بركات ما كنتش اعرفك، لكن لما عرفت في النادي لا طبعا الوضع اختلف. يعني كابتن بركات بيقول لي وكابتن سيد اللعيبه دي والجيل ده ميزته ان احنا طلعنا لقينا لعيبه كبار، نجوم كبار جدا، متواضعين جدا ورجاله، وازاي بيلتزموا بالتدريبات وبالمباريات وازاي بيلتزموا بالتعليمات اللي بياخدوها سواء من مدير الكوره او من المدير الفني، ازاي بيقدروا ان هم يلعبوا يكون لعيب اساسي ويكون احتياطي مع انه اسمه كبير ونجم كبير. ده اللي خلانا وصلنا ونجحنا معاهم ووصلنا لحاجه كويسه وعملنا انجازات مع بعض، لان احنا اتعلمنا منهم كل حاجه ليها علاقه باحترام كره القدم بصراحه. دي حقيقه، دي حقيقه. وانا دايما يا عماد اما حتى الناس بتكلمني اما حتى بيجوا يتكلموا يفضل يقول لك انتوا، فانا دايما اقول لهم ايه حاجه سيد يا اسلام، انا ضد المقارنات، يعني مقارنات صح. الاجيال ببعظ ليه؟ لان احنا مثلا ممكن وارد لو قارنا مختلفة كل حاجه فممكن تظلم ناس عن ناس طبعا. ليه؟ لان الظروف مختلفه. احنا ممكن يكون لو تفتكر يا عماد احنا لما جينا اتلمينا كلنا كجيل واحد كباتن، احنا كان النادي الاهلي قعد 4 سنين ما ياخدش دوري يعني 4 سنين، فابتدى النادي الاهلي يعني بقت موضوع بالنسبه له يعني، والجمهور طبعا مش متعود على الكلام دوت، فبعت هات بركات من هنا وابو تريكه من هنا وحسن مصطفى واسلام والنحاس عشان بس ما ننساش حد، ولكن الظروف حكمت او ساعدت ان الواحد اتحط يا سيد في المجموعه دي فجاه صح. فبقت فرقتنا. وبعد كده هو احنا كنا بننزل بنلعب ال11 لعيب يا عماد، واحنا كنا كل ماتش ال11 فايقين ولا؟ ولكن لا احنا كان في ماتشات لو في 6 فايقين وخمسه مش شايفين الناس ما بتشوفش كده ما بتحسش. فالنهارده انا كويس فبشيل سيد كويس بيشيل، فالدنيا فضلت ماشيه كده. انما هو حظ يعني، حظينا كويس طبعا اجتهدنا، ولكن برضو انا ضد المقارنات. انا مع حركة بركات، هي النقطه كلها زي ما بيتقال بالظبط. يعني انا من حظي الحلو ان انا طلعت لعبت مع نجوم كبار واسامي كبيره جدا، خدت منهم الخبرات وخدت منهم الالتزام وشالوني داخل الملعب. كنت خدت انا محمي ومتسم داخل الملعب، فصعب انك تبص اللعيبه في القارات مع بعض. انت بتتكلم من قاره ثانيه كده، هتلاقي بيصطاد اسمع مني. انا عشان انت بتصطاد يا نجم ولا ايه؟ انا واقف عشان بس انا في الشارع بس، هي دي المشكله. انا واقف تو كده سامعني كويس؟ كده كويس. طيب زي الفل. بقول لك ان فعلا في لعيبه ممكن تظل في وقت من الاوقات ظروف التوقيت اللي تكون موجوده فيه في النادي، لكن انا بحمد ربنا ان انا اتواجدت وكنت نجوم كبار زي ما بقول. واهم من الفنيات والامكانيات الاحترام
والالتزام والرجوله في الملعب، اوقات كتيره جدا ما بنكونش احسن في الملعب فنيا، لكن باصرارنا وبالعزيمه وبشخصيتنا القويه وحبنا لبعض كنا بنكسب ماتشات وبنكسب بطولات كمان. وطبعا بقى الحمد لله ادي واحد من الناس اللي هي كانت لما بتقف بقى، هو كان ياما عمل لنا ماتشات وما خلص لنا ماتشات. هو اللي بيقول لك كان اللي كان بص ما بتلاقي ايه في التمرين عماد متعب، يعني مثلا ممكن يكون ما بيقرص قوي ولا بتاع ولا كلام، بيقرص خالص ممكن ولكن لا يعني عماد من نص فرصه بيخلص طول عمرنا، حتى لحد الفترات الاخيره أيوة. اللي ابتدى يحصل بقى شويه فيها مشاكل مع عماد متعب، ابتدى يبعد كتير كلام من ده، كان الواحد بقلب جامد كان يقول لك عماد متعب جوه الصندوق، عماد متعب لو هو 60% من مستواه الاخطر يخلص لك من نص فرصه، يخلص لك من نص وحد فرصة. اواخر ايامه قبل ما يبطل كان بينزل، كان ممكن في لو لعب 5 دقائق 10 دقائق كان بيجيب اجوان، وكان يعني برضه عماد انا يا كابتن اسلام ربنا يسامح اللي كان السبب في وصل ظهري من اوفراته المعفنه اكيد مش انا، اكيد مش انا اكيد ولا انا بعتمد على الاختراق يا نجم، هو بيعتمد على اللي بيعمل الاوفرات دوت، بس هو ده هو بيتهمني بجول الجزائر ان هو ظهره وجعه من يومها، ده هو الجول ده اللي مسيطه يعني هو شهرته من الجول ده. عايزين الاتحاد الليبي كمان، يعني انت عملت له كوره وانا لمسها ولا فيت بوصل بس ده كان اوفر وحش قوي بجد ده. ما شوف ما انا بقول لك بقى كابتن اسلام شوف الاوفر عامل ازاي، وانت اللي لازم انت اللي ظبطت العلاقه بالونه وعماد متعب يعني حيا الاوفر يعني بص رجع قوي لا وبص عشان تعرف برضو بمناسبه اللي احنا بنتكلم كده، عشان تعرف ان احنا كبرنا برضو، مش تعرف عماد متعب وانا مش عايزك تعلق عماد، يعني لو انت محرج ان انت تعلق في اللي انا هقوله ده، يعني عماد متعب مرشح ان يكون مديرا للمنتخب الوطني ومن ابرز احنا بنتكلم دلوقتي مع كابتن استنى عماد انت بتتكلم ده كابتن سيد كابتن اسلام استنى عماد ثانيه واحده لا لو محرج ان انت تتكلم في الموضوع ده ما تفتحش، يعني احنا هنتكلم عماد متعب مرشح لايه؟ لمدير منتخب مصر يا ابني احنا مش قلنا عايزين نبدا بدايه جديده وقلنا احنا مش قلنا هنبدا بدايه جديده في الكره المصريه ما هنعمل ايه بقى يعني اصل انا بقى ببعد فترات كبيره اقول لك العجب اسمع هو بيقول لك اهو بيقول لك في يوم من الايام كنت تتخيل ان هو يبقى محلل لا طب لو بتتفرج عليه خالص لو بتتفرج عليه بيمتعني جدا والله بيمتعني جدا بيمتعني بيتكلم الحاجات اللي انا ببقى عايز اقولها يعني يعني رؤيتي في الكوره قريبه ده جون الاتحاد اللي بقى جايبينه لك على الشاشه يا سيد اوفر طبعا اوفر حلو جدا شفت الاوفر عامل ازاي والله رجعه كده تاني يا شادي والله حلو جدا ده اهو حلو بس محتاج معجزه عشان الكوره دي قال لك اوفر حلو طب انا مش هتكلم لا طب وبالنسبه للجون الاولاني الاوفر اللي جه من الناحيه الثانيه يا جماعه ما عندكوش جوه في الاستاد عندنا ده احنا عندنا كل حاجه ده الاولاني الجون الثاني بقى اللي جه من الناحيه الثانيه بقى ده مش عندكوا شفت الاوفر اللي بيجي من الناحيه الثانيه مرتاح ازاي يخلي فضل يجيب جول الكره الدنيا سهله مش محتاج يتعذب ويستلم ويلف وهو حته الجاتوه انا بعمل لك بص الناحيه الثانيه جاي الجون الثاني الاولاني يا شاد يعني تعالى لي الاول يا نجم ماشي الاولاني انا الثاني فضل والثالث شهاب طيب يعني الجون الثاني ده حته الجاتوه انت اللي عامله حته الجاتوه يا لفضل لفضل انت هات اصل ده بص اداله اوفر وراه لسه هيعمل كده انما بص فضل جات له ازاي هو فضل عمل فضل يا عم اتغرد دلوقتي ما بيردش على التليفون وبتاع ما يعني لا ده فضل ده حته السكر ماشي فضل لا بص ده فضل ده انا داخل المداخله دي عشان نهدي النفوس بس لا فضل لا حته السكر لا طبعا فضل ده اخونا وحبيبنا يا ساده معوض انت فين يا ساده في المعادي مش خالص والله عمده انا بسمع عنك انما ما بنشوفكش والله يا عم احنا بنتصل بنبقى عايزين نتصل نجيبك بس احنا عارفين ان انت بتبقى واحده بالليل بتتمرن فيعني نقول لك تعالى فين بقى وامتى اتمرن واحده بالليل انهي مكان اللي فاتح واحده بالليل بتمرن لا ماسك اخد العجله وبيتمشى بيها بيتمشى بيها ده كله بقول لك واخد العجله بتاعتي وبجري بيها في اي مكان ايه بتجري بيها فين بيجري فيها فين اساله لو انت رجعت من الاستوديو هتلاقيني في المعادي هتلاقيني تحت بيتك ماشي يا سيدي متشكرين يا سيدي عشان يعني برضو خلي بالك هو ايه عشان هو تخن شويه فقال لك ايه الحق نفسي بدل ما صح؟ لا دي حقيقه والله صح؟ والله دي حقيقه انا بنتي بتقول لي انت بقى بطنك بطيخه لا على سيد معوض لا بقيت مكسوف من ده يعني عماد ايام جميله كلنا قضيناها مع بعض وكلنا طبعا كانت ايام ستظل دائما ايام حلوه وكلنا هنفضل نتذكر هذه الايام وهنفضل دائما
ما بنشوفش بعض كتير، ولكن لما بنشوف بعض بتبقى ايام حلوه جدا يا عماد. طبعا طبعا والله كابتن اسلام، يعني الواحد خرج من الكوره باصحاب رجاله والحمد لله ببطولات وانجازات حققها لجماهيره ولناديه، وحتى ان هو فخور باللي هو عمله، وده كان ناتج عن حب اللعيبه لبعض واخلاصها واصرارها وعزيمتها. واتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه للنادي الاهلي والمنتخب مصر يكون في مزيد من الانتصارات ومزيد من التالق للعيبه اللي موجوده والاجيال اللي جايه. عايز تقول له حاجه يا كابتن بركات اخيرا، يعني تدي له حاجتين كده ولا حاجه؟ والله لا، يعني انا يعني كان ليا موقف مع عماد متعب. اتفضل يا نجم. اكيد خلاص بقى عماد، يعني اكيد ما فيش زعل ما بيننا يعني. لا يا كابتن اتفضل يا كابتن. بنلعب ماتش في المحله وبنسخن حلو، فالجمهور بص هاري عماد متعب شتيمه. فهاري باسم حد معين. يعني باسم حد معين. شتيمه شتيمه شتيمه. فانا ساكت، انا ما اعرفش مين اساسا بيشتمه ومين ولا. فانا بالنسبه لي الموضوع مش في دماغك. فالمهم ايه، هو الشتيمه موجهه لعماد، فانا كنت رايح لعماد قلت له ايه، بقول لك ايه يا عماد، هي الاسم العميل اللي ده ما اعرفش ايه. قال لي ما اعرفش ما بيشتموا مين. تمام. بعد ما راح عمل كذا كذا كده رجع، فرجع متنرفز اكتر بشويه. قلت له في ايه؟ قال لي لا اصل خد بالك الاسم دوت اسم امي، اقسم بالله ده لو بيشتم امي. قلت له يا ابني انت عبيط، ما بيشتم امك طبعا، ما بيشتم امك. ماشي يا بركات، يعني حبيبي يا عمده، حبيبي حبيبي. ها بركات ايه؟ مش فاكرني بتاعت قبل نهائي افريقيا. بتاعت ايه؟ قبل نهائي افريقيا اللي هي طب ما تقولها يا عم، احنا عمالين نقول ذكريات اهو. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك بتاعت لما كان في المشكله كانت حاصله وكنت رحت المعسكر ومن بهلين المعسكر ولعبت. ايوه بص كل ثوابت. بص هو مين اللي عمل لك الجون ده يا متعب؟ ايه؟ مين اللي عمل لك الجون ده؟ مش ده قبل نهائي 2-0 صح؟ مش اللي انا طلعت لا 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 مش ده. لا خلاص لا مش ده قبل نهائي افريقيا قبل لا لا مش ده لا الثاني دوت ممكن يكون عماد كان مسجون ساعتها. بص عماد من ساعه ما نزل ملعب بص شتيمه إيه؟ لا مش شتيمه بلا ايه سوابق عشان المشكله اللي كانت اللي حصلت سوابق. انا بقى ضربت عليه سبرنت اما جاب الجون انا اقول له سوابق. رحت قلت له سوابق وحضنته. حبيبي يا متعب. يعني ايام والله ايام جميله وذكريات جميله وعارف حتى في الصعوبات اللي كانت موجوده. اتفضل لا مؤاخذه يا عماد. عز ما كنت الاوفر يا عماد هو ده لو جايبين الاوفر اللي انا بعمله له حته الجاتول على دماغ فضل. لا فضل محتاج يلف ولا يحط. يا متعب يا متعب قول له اتعلمت منين الاوفرات دي؟ والله يا كابتن اسلام انا خليك انا قاعد انا بره في جيمته قاعدين في الاستوديو مش عايز اولع الاستوديو. طب ما تجيب العجله وتيجي. لا بقول لك يعني ما عندناش كراسي ده كده هاجي لكم بكره. لا حبيبي يا عمده شرفت ونورت ودايما بتشرف وبتنور يا عماد. ربنا يخليك. دايما متالق ودايما وربنا يكرمك في اللي جاي في الخطوه اللي جايه ان شاء الله. يا رب يا كابتن. شكرا لك يا كابتن. توفيق يا عمده. توفيق يا حبيبي. طب ما تطلع فاصل عشان انا امشي بقى. عايز تمشي؟ جاي 10 دقايق ما القعده حلوه يا نيجي. يا عم بقول لك هو انت طول عمرك كده؟ انت قاعد مش مع اسلام لوحده، انت قاعد مع اسلام والجمهور بتاعك يا حبيبي. ماشي خلاص. جمهورك يا حبيبي اللي كان بيشجعك. انت ليه بتتعامل مع الناس كده؟ خلاص يعني هو ده خلاص ده وقت الناس معاك هم العاشق خلاص. هم دول خلاص ال 10 دقايق دول؟ مش ممكن انا ما شفتش كده عشان اسيبه يتكلم براحته والله. هيطلع كلام تاني غير اللي بيقوله يا عم. والله العظيم انا بطلع احلى كلام غير وانت. ايه رايك من يوم ما عرفتك اصلا وهو قاعد ساكت؟ والله لا سيد ده سيد عشره. وانا عايز اكد لك عليه يعني على الكلام. سيد من اكتر الناس اللي بتحب النادي. سيد اما كنا بنيجي بنقعد يا اسلام اما كان بيبقى مدرب بقى خد بالك انت رؤيتك دايما اما بتبقى لعيب فانت لعيب انا في وسط 25 30 واحد وكده. يهمك نفسك بس. انما كل المدربين هو طبعا ما كانش الراجل نمره واحد ولكن في الاول في الاخر الراجل مسؤول. يعني كل الناس بتيجي في الاخر تقول لك ايه الجهاز الفني اتشال الجهاز الفني يغير الجهاز الفني نعمل الجهاز الفني. فالجهاز الفني دايما لما بيجي يتكلم بيبص مثلا من رؤيه ممكن يكون سيد رؤيه دي بالنسبه له جديده ما كانش متعود عليها ما يعرفهاش ما يعرفها. فكنت تعالى اتفرج الطريقه ما يجي يكلمك بقى نبدا تبقى خسران ماتش ولا متعادل او حاسس ان انت بتكسب بس مش كويس وحاسس ان انت عندك مثلا ديفوات في الفرقه مثلا ولا فيكلمك بغل يعني فاهم كلمك بغل وبتاع وكلام عايز احسن حاجه. فبجد يعني
فعلا يعني سيبك من الهزار, لا من انضف الشخصيات اللي اتعاملت معاها بره, ومن احسن لعيبه الكره اللي طبعًا موجودين اللي جم مصر, ومن احسن اللعيبه اللي لعبوا في مركزه طبعا طبعا ما فيش شك يعني. ما بس ما كانش, ما انا سمعتك مره ما اعرفش بقى كنت بتقولها من قلبك ولا مش من قلبك. من قلبك قول. بيقول لك ما بعرفش ارقص, يعني ارقص اي حد الا اسلام الشاطر. لا وعشان سبب واحد مش عشان حاجه, عشان اتمرنا مع بعض حوالي 5-6 سنين فبنتمرن كل يوم فخلاص يعني. الموضوع بقى صعب حافظين بعض. مره بركات فاكر ماتش حرس حدود الاهلي يعني واحد ان انا كنت بلعب فيه سرد باك, ففي كوره جت الاهلي اتغلب اعتقد الماتش ده, احنا الحرس خد الكاس فبركات كان بيلعب ناحيه الشمال وانا كنت بلعب سرد باك ناحيه اليمين, فكل شويه يجي بالكره ومجاي باصص لي, هو جايب الكوره واحنا في الملعب في الماتش في نهائي كاس مصر, فانا بلعب في حرس الحدود وهو جاي عليا وانا واقف ومجاي باصص لي كده ومجاي واخد الكره رايح الناحيه الثانيه. ده اللي ارحمني بقى, الماتش اللي احنا خسرناه بلينات تقريبا ضربه صح كده. واحد واحد فضل برضه فيعني كلنا كنا حافظين بعض طبعا طبعا يعني. الماتش ده كنت ببقى عارف ان ابو تريكه لما تجيله الكره هيعملها ازاي والوان تو بتبقى ماشيه ازاي والحاجات دي عامله ازاي. لكن قبل ما اسيبك يا سيد, انت لو عايز تقول اي حاجه في وجود طبعا يعني محمد بركات. انا يمكن بركات قال على حته التدريب, يعني في نقطه هقولها مهمه, يمكن انا وانا لعيب ما يعني ما عيطتش او ما نزلتش دموع وانا لعيب, ما زلتش على حاجه وانا مدرب. يمكن النهائي افريقيا بتاع الوداد اللي خسرناه بره يعني ده من اصعب البطولات فعلا اللي خسرناه, والواحد حس ان لا البطوله كانت قريبه جدا. يمكن ده كان من اليوم الايام الوحشه اللي عاشها الواحد جوه النادي. لو انت لعبت النهائي الجهاز كان في النهائي ده بس النهائي اللي هو بتاع تونس ده ما كانش, لا ما كناش انما في الوداد كنا احنا, وكانت البطوله دي ان انت تكسب النجم الساحلي 6, ان انت تكسب الترجي في الترجي وتصعد, كانت بطوله قريبه للنادي. الواحد كان حاسس ان هي يعني الفرقه دي كانت مستاهله تاخد بطوله بكل امانه. فده من الايام يعني انا بزود على كلام بركات يعني ان التدريب بيختلف عن اللعيب. فانما بالنسبه للنهارده انا بتشرف ان انا موجود في قناه النادي, واتشرف ان انا موجود معاك, وانا بشكرك ان انت قلت لي او كلمتني وقلت لي بركات هيكون موجود النهارده. بركات يعني الناس اكيد عارفه ان هو صاحبي, بس انا بعتبره يعني زي اخويا. لا احنا صحاب, انت فاهم غلط. زي اخويا كنا بنلعب زمايل في فريق واحد كده, بس صحاب دي صحاب. انا بقول صحاب لك كبيره على فكره, والله نفسك في حته يعني. ربنا يخليك يا عرب, والله انا سعيد جدا. شكرين العرب يلا. وسعيد ان انت عملت لي مداخله من بره وبعد كده جيت قعدت, ده الموضوع دوت يعني انا ممكن اوصلك كمان, استناك بره اوصلك كمان لو عايز تروح. الموضوع دوت باقي لك ومردود لك. بقول لك ايه يا نجم, سلم عليه واشكره بقى عشان وشد حيلك بقى في اللي جاي, عشان احنا اللي جاي جاي صعب اللي احنا داخلينه دوت يعني. طب ما تقول لنا اي حاجه يا نجم, ربنا يستر. ما تقول لنا اي حاجه يا نجم. مش هقول لك حاجه, انا برضو بس هي اللي ربنا يستر تقول لي. تبقى قاعده وتشوف وتتفاجئ بقى. طيب. بتاع الكلام من ده علشان ايه يعني, دايما الدويتو اللي موجود ما بيني وما بين سيد يعني احلى حاجه في الدنيا, يعني حاجه حلوه يعني. ان شاء الله ربنا يديم المعروف يا سيد. شكرين يا عم سيد, انت كده ربنا يخليك يا سيد, شرفتنا ونورتنا يا عم سيد شويه دول. شكرين يا نجم, اشوفك على خير. سلام يا نجم. يلا كمان نص ساعه في الكافيه بقى. انا مش هروح النهارده بقى خلاص, هو قاعد معايا شويه النهارده. طيب خلينا نطلع فاصل, وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل تقرير. طيب يا نجم بالراحه عليا شويه. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن اراء بعض النجوم في النجم محمد بركات. وعلى فكره الفقره اللي جايه هاخد كل اسئله حضراتكم اللي على تويتر, اللي عايز يبعت تاني يبعت لنا, عشان هاخد كل اسئله حضراتكم اللي على تويتر. بس نشوف هذا التقرير. مع حسني بيحاول وتوصل هنا البركات وتسديده والهدف الاول, هدف التعادل للنادي الاهلي. ادي الكره العاليه وادي فلاب وادي التحضير وخد على صدره. بركات يا ولد حلوه, فرصه, خطر هدف العارضه, هدف محمد بركات المتقدم. محمد بركات من اللعيبه اللي اثرت في الكره المصريه واثرت في النادي الاهلي. محمد بركات من اللعيبه اللي كان ليه اداء مميز وحقيقي, يعني اداء مميز سواء من الناحيه الفنيه, سواء من الناحيه البدنيه, سواء من الناحيه حتى الجماليه داخل الملعب. روح حلوه ممكن تلاقيه مع منافس, تلاقيه بيعمل حاجه بتضحك المنافس, لان احنا يمكن بعد كده سمينا
محمد بركات ملك الحركة، وهو طبيعة عنده انه لعيب حركي حتى في الدريبلينج تلاقيه لعيب حركي سريع خفيف، يعني حتى حركته بتدل ان فعلا محمد بركات ملك الحركات، لعيب اخلاقيات وسلوك رائع، لعيب يمكن برضه يمكن لعب في منتخب مصر، لعب في النادي الاهلي، لعب في الاسماعيلي، وكان من العلامات المميزه في تاريخ الكره المصريه خصوصا في البطولات اللي خدها كابتن حسن شحاته يمكن 2006 و2008 و2010. محمد بركات من اللعيبه الكويسه، الجانب الانساني والجانب الشخصي والجانب ايضا المعنوي لناس كتير جدا، انا كنت بحسها في محمد بركات وهو لعيب، بحسها حتى في محمد بركات دلوقتي هو بعيدا عن الساحه، بحسها ان هو خير جدا برضو، عنده حاجات كده دائما لمسات جميله، عشان كده الناس بتحب محمد بركات لحد يومنا هذا. محمد بركات فعلا من العيبه المميزه اللي بينقلك من شق دفاعي لشق هجومي، زائد الاضافه زي ما قلت لك ان هو دائما اسيست كويس جدا، بيعمل فرص كويسه جدا وبيسجل اهداف. يعني بركات نجم من يومه على فكره، هو صغير بركات كان بيلعب في سكه الحديد، واعتقد كان في سنه 95 كان في مباراه كنت انا ماسك المدير الفني لمزارع دينا، وكان مباراه بين السكه ومزارع دينا، وبركات كان متالق في المباراه دي، هو كان 17 سنه تقريبا، يعني لافت الانظار، وهو من صغره نجم، يعني ما تقدرش تقول ان انت جاء مثلا عمل مني، لا هو بركات معجون كوره، يعني معجون بكره القدم، فلافت الانظار من صغره، كان اعتقد في منتخب الشباب او الناشئين او حاجه كده، لكن طبعا لفت الانظار، ولذلك كان كل عيون الاسماعيليه او الاسماعيليه كانت عليه، بحيث ان احنا يجي النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي من الفرق اللي بتحب تلعب، اللي يبقى عندها لعيب كوره مهاري، وخصوصا بركات عنده المهاره وعنده السرعه وعنده الذكاء، ولذلك هو اعتقد انه قدم اجمل كوره عندنا في الاسماعيليه بصراحه يعني، وكمل بعد كده طبعا في النادي الاهلي، لكن هو يعني بداية شهرته كانت الإسماعيلي على مستوى، لأن الإسماعيلي وقتها كان فريق بينافس على بطولات، بينافس على بطولة أفريقيا، على بطولة عربية، على كله، فبركات كان الحقيقة عنصر مهم جدا في النادي الإسماعيلي وفعال. بركات لاعب عنده رؤية كويسة، عنده حاسة كويسة، فما تقدرش توجهه انت كمدرب او كراجل مدرب، تقدرش تقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، بركات ده تسيبه في الملعب يلعب، لانه ما تأيدش حريته، لانه بركات عنده فراسه، يعني بركات من اللعيبه اللي عندها فراسه، بحيث ان هو بيبقى عارف امتى ينقض، يعني في ناحيه الهجوميه بيقص ايه رايح في الحته اللي فيها يعني ممكن يستفيد منها، بيلقط اي خطأ دفاعي تبص تلاقيه استفاد منه بركات، يعني وعنده الحاسه بحيث ان هو بيتوقع، توقعاته كويسه جدا. ضيف على ذلك ان بركات ايضا مدافع كويس، بركات تلاقيه من احسن الناس اللي بيعمل المعاونه الدفاعيه، ودي نادره في لعيب المهاريه العاليه جدا، نادره انك تلاقي لعيب عنده المقدره الدفاعيه بنفس المستوى وبنفس الكفاءه، فتبص تلاقيه متواجد في المكان اللي فيه خطوره على فرقته، سواء كان في الاسماعيلي مثلا او في الاهلي، تبص تلاقيه في او في المنتخب، انا اذكر له حتى في مباراه المنتخب 2006 اللقطه اللي كانت مع دروبا اللي كان هو عكسه فيها، فدروبا حطها في فوق العارضه، ده في وقت قاتل. الحقيقه محمد بركات ده من الشخصيات اللي الواحد بيعتز بيها جدا، يمكن اعرف بركات وهو لسه في الناشئين نادي السكه الحديد، وشفته في موقف، كنت انا في نادي السكه ونازل الملعب، كان عندي تدريب هناك، وشفته هو لسه صغير خالص وكان مصاب، إصابة كانت قوية جدا، الكسر اللي كان فيه، وكان حالته يعني أنا يعني دموعي كادت أن تنزل يعني مني لما شفته وشفت منظره. الحقيقة قلت ده مش هيلعب تاني يعني، والله أول ما شفته كان رفيع جدا والإصابة كانت قوية، وهو كان معانا بقى قبليها في المنتخبات مع كابتن محسن صالح في منتخب الشباب، وانا كنت ماسك منتخب الناشئين، كان هو مع كابتن محسن صالح في جيل 76 تقريبا، وكان انا معايا الجيل اللي بعديه اللي هو محمد فاروق وايمن عبد العزيز ومحمد صديق، الاولاد دول اللي كانوا مواليد 78، كان منتخب الناشئين، فكنا مقيمين اقامه كامله
في المركز الأولمبي معسكرين بصفة مستمرة أنا وكابتن محسن صالح، وعلى طول بقى كانوا معانا الولاد دول، وكان المميز فيهم جدا كان الحقيقة محمد بركات. ويمكن أنا يمكن أطلقت عليه اسم كده مش عارف مش منتشر ليه، أنا كنت مشبهه بلاعب البرازيل ببيتو بالضبط، نفس أسلوب لعبه نفس سرعة الأداء وسرعة الحركة بالضبط، يعني كان بيشبهني بلاعب البرازيل ببيتو. يعني بركات من الشخصيات اللذيذة جدا، دمه خفيف جدا، اللي بيحب يهرج على طول. أنا يعني بعتز بيه جدا وبعتز بمعرفتي بيه الحقيقة. يعني يرفع العرضية وأسامة حسني بيحاول وتوصل هنا البركات وتسديدة والهدف الأول، هدف التعادل للنادي الأهلي. أدي الكرة العالية وأدي فلاب يهد التحضير وخد على صدره بركات 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 يا ولد حلوة فرصة خطر خطر هدف العرضة هدف محمد بركات المتفوق المتألق. انا عايز اقول لك ان عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي كانوا يعني منتظرين ان هم يبقوا موجودين معاك النهارده ويعملوا مداخله من اللي موجودين، يعني من اللي بيلعبوا دلوقتي، ولكن للاسف الشديد كابتن سيد طبعا عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه، مباراه السوبر المحلي. بالمناسبه ايه رايك في مباراه السوبر؟ انت طبعا ما اتفرجتش على ماتش الاولاني، ما حدش اتفرج عليه. لا لا النتيجه طبعا هي اللي كانت كويسه، ولكن طبعا انا ما تابعتش حاجه خالص، يعني ما يعني كل معلومات اللي هي كل الناس عارفاها ان الاهلي كسب، التبديلين هم اللي جابوا الجونين اذا كان صلاح ولا وليد. لا من كلامك مع اللاعبين يا بركات والله يا اسلام، بص يعني انا يمكن بعد الماتش، لا بعد الماتش في خلال اليومين اللي فاتوا دول طبعا اللعيبه هم جم ووصلوا ما اتكلمش مع حد، يمكن سعد بس هو اللي جالي قعدت اتكلم معاه شويه، كان كلمني شويه على الراجل كلمتين كده يعني، وكان ماشي في نفس السكه بتاعت احمد فتحي، يعني لما كلمت احمد فتحي فهمني ان الراجل دوت يعني بيدرب كويس، واضح ان الفتره بتاعته هتبقى الفرقه واقفه على رجلها اكتر. يمكن يعني اللي شفناه الفتره الاخيره من المدرب السابق يمكن ما كانش الفرقه يعني بدنيا ما كانتش واقفه كويس، ما كانتش واقفه. ولكن يعني خليني قبل ما اخش في الموضوع بتاع الفني والفرقه والكلام من ده، انا سعيد جدا بالتقرير اللي انت بتعملها، سعيد جدا باراء كباتن كبار عظيمه زي كابتن حلمي طولان وكابتن فتحي مبروك وجريشا. فهو يعني سعيد جدا ان كباتن كبار زي دول يتكلموا عليا بالطريقه ديت وبالاسلوب دوت، وخصوصا كابتن علي. يمكن كابتن علي كمان يمكن انا مره كنت شفته صدفه كده ساكن جنبي في التجمع الخامس، فكرني باسماعيليه يعني، انت عارف ده فاكهه اسماعيليه طبعا، فكرنا بايام اسماعيليه لان الناس ديت برضو فعلا في اسماعيليه لازم ياخدوا حقهم طبعا، ان احنا دي كانت محطتنا الاولى في النجوميه طبعا، يعني انت كنت في الاولمبي وانا كنت في السكه الحديد وكده، بس المحطه الاولى في النجوميه كانت اسماعيليه. فنادي اسماعيلي احلى الايام اللي الواحد قعدنا في ايام كويسه كتير، اتبسطنا فيه، الجمهور سندنا كتير، يعني حطونا كده على اول سلمه، لا مش اول سلمه، اول سلمه وتاني سلمه كمان في النجوميه. فدي طبعًا فرصه برضو ان احنا نشكر جمهور اسماعيليه على الفتره اللي احنا قضيناها هناك والمساندة بتاعتهم وحبهم للعيبة وحبهم للكورة وحاجات كتير قوي. فده يعني حاجة كانت واجب ان انا اقولها بس ايه قبل ما انسى. الناحية التانية يا اسلام، اذا كنا بنتكلم على الفرقة اتكلمنا انها نتيجة كويسة، بنتكلم دايما ان الفترة الاخيرة وانا من مداخلة مع سعد يمكن اخر مرة، انا ممكن الكلام ده انت عارف جمهور دايما بيبقى قاعد بيسمعنا ممكن الناس تزعل شويه او كده، ولكن انا بكلمك بكل صراحه، انا عايز الفرقه تبقى اشد من كده، عايز الفرقه تبقى اقوى من كده، عايز اللعيبه تبقى شخصياتها في الملعب اقوى من كده، خصوصا ان انا ما عنديش مشاكل في نوعيه اللعيبه اللي موجوده، يعني ان اللعيبه كفنيات يعني اللعيبه تقدر تعمل كل حاجه. ولكن الحته الفنيه يا اسلام لو هي ما فيش سبورت ليها من الناحيه اللي هي الروح والقتال والشخصيه في الملعب، وزي ما تتحط في موقف صعب تقدر
تطلع منه والكلام ده. اصل انت مش كل ماتش هتنزل، فانت هتجيب واحد واثنين وتقعد تبقى انت راكب الماتش وبتاع. المواقف الصعبه ماتشاتك اللي بره، قعدنا فتره كبيره قوي بنقول هو ليه الاهلي ما بيكسبش بره؟ الاهلي كان طول عمره بيكسب جوه وبره، يطلع بره يتعادل يكسب، يكسب واحد واثنين وثلاثه بره، ايه المشكله؟ ما فيش مشاكل. انما انا كل ماتشاتي بقى اما اقعد فتره من الفترات الاقي كل ماتشاتي بره، يعني لو بتعادل يبقى رضا، انما معظمها بخسرها، وبخسرها مع فرق ممكن اكون كاسبها 4-5-6 واطلع بره اتغلب منها. ده في الكوره مش النادي الاهلي، مش النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي يتحط في المواقف الصعبه، واللعيب اللي يقدر يطلع نفسه ويساعد نفسه ويساعد فرقته. انا ما ينفعش ان انا اروح العب ماتش، يعني يعني انا بتكلم بصراحه، لا لا يعني بصراحة مش هنقدر طبعاً. مش لا هنقدر لا بقى لا قول اللي انت عايزه طبعا. انا ما اقدرش ان انا اروح ابقى كسبان الترجي هنا 3 ونهاية افريقيا 3-1 واروح اخسر 3-0 بالشكل ده، ام اخسر 3-0 الترجي ده فريق كبير بس بالشكل ده. لا، ان انا ما اروحش للجون. انت فاكر ماتش 3-1 اللي هو النجم الساحلي بس كان ليه بص يا اسلام العرجون كان ليه بص بالظبط، وانت هناك الماتش الاولاني كان فيه اسباب يعني فاهم، كان بيبقى فيه اسباب. الماتش الاولاني انت كان المفروض ضربه جزاء، ضربه جزاء رسمي تتحسب وخدت الانذار الثاني. بس احنا انا فاكر انا يوميها اتطردت في ماتش الترجي، خلاص انا فقدت اعصابي، المفروض ما كنتش افقد اعصابي بس انا حسيت ان الماتش خلصان يعني. فالراجل لما طار حطها بايده وبعد كده حصل خد الموضوع باين. بس انا ايه يعني، لا انا مش بتكلم على ده الجون، انا حتى ده الجون دوت انت فرقه لعبت 10 مثلا وبقت بتاخد فاولات على ال 18 لحد اخر الماتش وبتاع، والناس حاطه ايدها على قلبها. انما انا اخسر 3-0 في تونس من غير ما العب كوره وملياش رده فعل يعني فاهم، وملياش رده فعل ان انا عايز اجيب حتى جون، ان انا عايز اتعادل، ان انا عايز اعمل اي حاجه خالص. وخلي بالك كان ليها مؤشر كان ليها مؤشر كان ليها المؤشر وانت بتلعب في وفاق سطيف صح، فرقه انت كنت كاسبها هنا اعتقد 2-2 اعتقد 2-0 اعتقد انت كنت كسبان وفاق سطيف 2-0. خايف من ايه؟ انت بتلعب، انت رايح تلعب في الجزائر، حته صعبه الجزائر، حته تروح تلعب في الجزائر، في المغرب، في تونس، الدول ديت صعبه. وتقدمت 1-0 انا فاكر الماتش ده 1-0 في الاول. انما انت تروح برضو بقيت انا اول مره اشوف مفيش هجمه عايزين نعمل، قالوا لنا وليد سليمان مهاريا قدر يعدي بواحده اللي هو جابها جون، فالموضوع انتهى. انما كان قبلها لا انت كسبان واصل بس انت وحش، فجيت كررتها في الترجي. وطبعا كان الموضوع الاخير ده طبعا بالنسبه لنا كان قاسي جدا يا اسلام، موضوع سان داونز. عماد متعب كان معايا في حلقه وقال لي، قال لي اول مره في حياتي الماتش ده بقى اشوف يعني بركات كده. لا لا كلمته تقريبا بعد الماتش قلت له لا ما بقولكش المكالمه دي كانت عامله، تتخيل انت بقى انت لو حضرت المكالمه دي هتصدق ده مش هو كان قاعد قدامي كده قلت له بركات قال لي مش هتصدقها يا فاهم، انا مش هتصدقها، انا حسيت ان كتير بقى يعني كده. لا هو فعلا كتير طبعا ما ينفعش طبعا، اهي دي بقى لا نقول بقى اتغلب حد 5 اصلا لا لا ولا لا يعني لا قلت لا, لا, لا ما اتغلبش 5 اتغلب. انا النادي الاهلي انا بلعب على بطوله، انا عد كام بطوله افريقيه جبتها السنه اللي فاتت السنين اللي فاتت جبت انت جبت ايه 2005 و2006 وبعد كده جيت 2007 وصلت النهائي بالتحكيم فقمت جايبها 2008 من من الكاميرون من القطن وبعد كده جبت 2012 2013 صح ولا ما لا صح صح. فانت بتجيب كل بطوله افريقيه بالسوبر الافريقي بتاعها فيعني فانت بعدت عنك فتره كبيره من الفترات. المكالمه كانت عامله ازاي بركات بينك وبين متعب ساعتها؟ انا قلت له انا يعني انا بصراحه يعني انا عارف يعني عارف انا عارف هو ممكن يبقى لا لا بس, بس بركات ما بيبينش. لا بس انا قلت له هات بعد اذنك انا عايز بس اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه. احنا مش هنقدر نجيب الفرقه صح. كلها ولا بتاع كده، نجيب اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه اللي انا زملتهم. اللي هيبقى عندهم يعني متقبلين ان هم يسمعوا لا كلام مني وبتاع. لا ما في ناس ما اعرفهاش ما لعبش معاها ما لعبش معاها يعني بس عارف يعني انما دول لا, لا بس دول زمايلي اللي احنا قعدنا مع بعض سنين طويله. عايز تقول لهم اللي عندك يعني يعني انتوا فين يعني فاهم، انا عايز اقول لهم انتوا فين لان الغلط بادي منكم انتوا، سواء اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش، اللي شايف في حاجه غلط في الفرقه وما بيصلحهاش. مش انا ما طلبتش حاجه، انا بقول لك طلبت اللعيبه بس الكبير. تعالى يا عماد، ما هو عماد كان مبطل
انما يعني تعالى بقى هات لي بقى بس خد بالك الكبير دلوقتي. دلوقتي ايامنا اسلام كان سعد سمير لعيب صغير في الفرقه صح. انا ما اقدرش اقول لعيب سعد دلوقتي لعيب صغير, سعد من الكبار اللي موجودين في الفرقه دلوقتي طبعا. انما عندنا حسام عاشور لسه بيلعب, عندنا وليد سليمان لسه بيلعب, عندنا طبعا. احمد فتحي لسه بيلعب, عندنا شريف اكرامي لسه بيلعب, شريف اكرامي فعندنا اللعيبه ديت موجوده في الفرقه تقدر تجيبهم وتتكلم معاهم وتفهمهم ان انتوا اول ناس ما ينفعش يحصل كده تقولوا ان اللي بيحصل ده غلط صح. ولازم انتوا اللي تفوقوا اللعيبه وانتوا 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 الكلام ده. فاحنا لو فقدنا الموضوع ده بالنسبه لنا اسلام لا يبقى الموضوع لا هيبقى الموضوع صعب. بس خد بالك انت السنه اللي فاتت انت لو حسبتها ان توتال احنا خدنا الدوري بفارق 8 بونت على النادي الزمالك صح تمام 8 بونت, كان في 5 بونت ولعبت الماتش الاخراني كنت انت ضامن الدوري فانت كسبته فبقى 8 بونت. فاللي هيسمع كلمه 8 بونت 8 بونت هيقول اه رقم يعني رقم 8 بونت فرق. انما لا انت طول السنه لا انت عندك طول السنة مشاكل عندك مشاكل يعني هي ابتدت تحل امتى وانت قلتها المره اللي فاتت في شهر يناير بالظبط آه. انت فقدت بنات كتير قوي ابتديت تجمع ابنات ابتديت تمسك في نفسك. والناحيه الثانيه كان الزمالك كان بيقع وكان نادي الزمالك ابتدى يفقد بناط وهو اللي ساعدك. يعني انا بكل امانه النادي انا ما بتكلم لا النادي خليني معلش يا بركات في النقطه دي عايز اشوف الكلام ده السنه الجايه حلو بعد ما انت عندك تدعيمتين او ثلاثه في الفريق ونادي برضو الزمالك دعم بصفقات كتير طبعا. قوي وكلها صفقات محترمه والعرض تقيل خلي بالك فالمنافسه اسلام لو انا ما اهتمتش من البدايه وزي ما قلت لك اول حاجه باحترام المنافس اللي بتنافسه وفي نفس الوقت انت الروح اللي دايما بنتكلم فيها اللي بنقول ان مفتقدينها في النادي الاهلي بقى لنا فتره ان انا نازل بلعب كل ماتش لا انا عايز ارجع لجمهوري وانا بلعب نازل الماتش الناس قاعده بتتفرج على النادي بتاعها وهي عارفه ان الجون مساله وقت عارف اللي هيفرق ايه هيجي عارف اللي هيفرق ايه عوده الجمهور لما هتفرق الجمهور... مع طب يا اسلام الجمهور ما جاش ما مشكله بقى يعني انت انا معاك جدا ان الجمهور هيفرق جدا ما قلت لك اكتر فرقتين متضررين اهلي وزمالك هيفرق طبعا. ولكن طب حصل ايه الجمهور ما جاش لا مشكله لازم تبقى شخصيات اللعيبه حسنا ادور على الروح وبعد كده اقول اصل الجمهور مش موجود اصل الجمهور هو اللي بيدينا الروح ده انت قلبك فين يعني فاهم. فانت اذا هنلاقي صعوبات يا اسلام لو مش من اول الموسم بدانا بدايه كويسه لا هنلاقي صعوبات السنه الجايه هي دي القصه كلها احنا لو ما بداناش كويس بس الموضوع بسيط انا قلت لك مش مختلف يعني فنيا بالظبط اتمنى ان انت توجه كلامك ده للاعبين لانه والله الناس بعيدا سيبك بقى المدير الفني مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولكن انت لو وجهت كلامك ده وانا عارف ان كل اللاعبين قاعدين بيتفرجوا النهارده عليك لكن اعتقد ان هم سامعين الكلام ده والكلام ده اهم كلام قبل يوم الجمعه خلي بالك ايوه لان هي دي البدايه ده انا عايز اللعيبه بس هي اهم حاجه اللعيبه الكبيره تسمع الكلام دوت وبتاع بس انا خايف يسخنوا بعد الكلام اللي انا بقوله ده يسخنوا يقوموا مدورين الضربه في اللعيبه ولا فيك انت لا 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 بقول لك احنا عندنا خامات ممتازه طبعا وطبعا يعني احنا يعني بالمناسبه يعني عايز اتكلم يعني بهني قفشه ومحمود متولي على قدومهم النادي الاهلي وحاسس ان هم هيبقوا اضافات طبعا برضو الراجل اللي هو ديانج ده وبتاع مالي يعني هو هيبقى موجود وهيبقى عليه مجهود كبير عشان يثبت نفسه انه يلعب في الحته ديت خصوصا ان الفتره ديت كان بيلعب السوليه وكان حمدي فتحي ويمكن الاثنين ماشيين بطريقه كويسه فبرضه هيبقى عايز يجاهد علشان ياخد مكانه في الفرقه لو كل واحد حس ان هو مكانه مش موجود وهيجتهد علشان يلاقي مكان ليه في الفرقه في وسط ال 11 لعيب هتلاقي الموضوع مختلف وهتلاقي الدنيا ماشيه كويس قوي كده ما هيبقى فيه منافسه في كل حاجه منافسه بدايه من راس الحرب ان وليد ازارو هيبقى عارف ان هو مش هو اللي هيلعب على طول وفي مروان محسن ولازم مروان يشد على نفسه شويه وازارو يرجع ازارو زي الاول وصلاح قعد فتره كبيره مصاب وابتدى يرجع ده لازم يبتدي يحط في دماغه عشان العب لازم اجيب جوان وده هيغير منه وده هيعمل يسعى على كده كل الاماكن يعني هي احنا كنا عايشين كده هي دي الكوره ليه لان احنا اسلام في حاجات يعني معلش انا بكلمك حاجات لا يعني لا لا كتير كده طبعا بس ايه دي الحاجات اللي انا ايه انا ما طلعش كتير الحاجات اللي الواحد عايز تقول إيه كل حاجه يعني مثلا انا واحد من الناس انا يعني ياسر ابراهيم مثلا ما كان موجود في سموحه كان مكسر الدنيا فلما جه هنا كنت متخيل ان ياسر مع سعد في الحته ديت هيقفلوا المكان دوت ومش عارف ومفيش حاجه هتعدي والكلام من ده بس ايه لسه ياسر خايف من ساعه ما جه النادي مع فتره سعد اتصاب ومش عارف ايه وكلام من ده فلسه عمال
بس اعتقد بيحاول. متولي بيحاول. يعني في الجزء ده كويس متولي بلعيب كويس وايمن اشرف متولي لعيب كويس. ايمن اشرف انا عايزه يرجع يلعب باك ليفت صح. يعني انا ايمن اشرف راجل كتر خيره بص حال الموقف وشوف بقاله سنتين عمال لي قاعد في المكان دوت بيحل موقف. بس انا حاسس ان انا برضو اسلام انا حاسس ان انا ظلمه. هتقولي اصل الناحيه الشمال فيها معلول. طب معلول ده مش مكنه معلول ده يعني وصلنا وعمل لنا حاجات كويسه قوي يعني طبعا ربنا يبارك له. لازم تحط حد في ظهره حقيقي على المستوى طبعا. المستويات الكبيره اللي بيقدمها مع النادي الاهلي بالمناسبه يعني. بس معلول مش هيقدر مكنه على طول لازم يستريح شويه. بايمن اشرف يلعب في المكان ده ايمن حتى هيلاقي نفسه فرصه هيطلع على الخط هيروح هيعمل يعني ايمن كان بيروح وساعات بيخش 18 كوره حتى في ماتشات قدام مع منتخب سجل اهداف وبيوصل جوه يعني. فانت دلوقتي انا ظلمه في اوقات دلوقتي بحاول ان انا اظبط حاجات معينه واديني لسه في بدايه الموسم محتاج الشكل اللي انا هلعب بيه هيبان يعني فاهم. لما محمود بتقول لي لا لعيب كويس ولعيب كوره كمان يعني يقدر يطلع لك الهجمه من ورا كويس ممكن هيقطع واحده وهيلاقيها فاضيه فهيكمل وهيدوس عليها وهيروح وهياخد مساحات كمان وبتاع يعني. بس انا اتمنى ان كل واحد ايه ما يخافش ما تخافش اصل لعيب معلش انت قلت كلمه خلي بالك الكلمه اللي انت قلتها في الاول حلت المواضيع دي كلها شخصيه اللاعب. ما هو انت امتى مش هتخاف لما يبقى عندك شخصيه بالظبط. انت لما هو انت الجون اللي انت جبته في كنا مغلوبين من الزمالك 3-2 وانت دخلت او 2-1 ودخلت لجوه وشطتها هو ده لو انت مش شخصيه كنت هتعمل ايه؟ شفتها كانت حلوه ازاي؟ انا شفتها شفتها كانت حلوه ازاي؟ طبعا كانت حلوه. كانت الكره دي هتلاقيها فين؟ ولبست كانت لو ما لبستش كنت هتلاقيها فين؟ لو مش شخصيه كنت هتلاقيها فين؟ ممكن تكون في المدرج مش ممكن لا اي حد في الوقت هي كانت في الدقيقه كام؟ 89 او 88 لا يا راجل 93 او 3 يعني انا قصدي ان هي في وقت صعب جدا مين اللي هيخش ويضغط على طب انا اقول لك على حاجه بقى ده انا كنت بره على الخط اساسا والكره كانت جايه في وشي ومدروخ وايهاب علي قاعد عمال يعمل لي كده كمان بيعمل لي كده بيقول لي ايه تطلع انت دايخ تطلع قلت له اطلع ايه قلت له مفيش هلعب هو ده ما هو ده اللي احنا عايزين نوصله هو ده اللي عايزين نوصله للاعيبه النادي الاهلي ان الشخصيه جوه الملعب مهمه جدا جدا ممكن ما تبقاش 100% فت لكن شخصيتك في الملعب تخليك 1000000% فت وتساعد يا اسلام زمايلك في الملعب كمان طبعا تساعد مش تهرب في الملعب مش تهرب بس خد بالك ممكن محدش انت فاهمني في الكلمه طبعا انما في ممكن في ناس ما شاء الله الناس بتفهم كره دلوقتي احسن مني ومنك طبعا. بس ممكن تبقى في ناس ما تفهمش كلمه يعني ايه يعني ايه تهرب وانت في الملعب تهرب دي لا قولها له سهل على زميلك ما تستخباش في ظهر لا 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 ما تستخباش سهل على زميلك ده بقول لك ايه ده انا من احسن اللعيبه اللي لعبت معاهم في اللي يعني في فتره من الفترات يا اسلام اللي هو يساعدك في يساعدك في الملعب حسام غالي ده حسام غالي تحرك قدامك تحرك قدامك واخد لك الخطوتين ثلاثه كده يفتح لك زاويه الباص او كده ويبقى انت عندك اوبشن هنا ويبقى عندك هنا يكبرك بيحل لك صح انما ما يعني ساعد يعني ساعد ما تهربش ما تهربش الشخصيه برضه ما هو انت قلت في الاول انت حليت الموضوع في الاول وبعدين بتشرحه للناس انا فاهم انت قلت الشخصيه ده الاساس ان انت جوه الملعب ممكن ما تبقاش لعيب 100% فنيا يعني ممكن تبقى 60-70% فنيا ولكن الفرق ال 20-30% ده بتعمله او بتعوضه من خلال شخصيتك جوه الملعب لا ده خصوصا كمان انت ايه انت حتى لو انت بتقول انا ورايا ملايين مثلا لا ده انت كمان يعني انت وراك الملايين اللي هم وراك ده الملايين دولت ما بيضغطوش عليك زي ما انت متخيل ده انت الناس دي عايزاك تبقى كويس وتلعب كره كويسه انما ما بيحصل هزه ولا بيحصل النتائج ما بتبقاش كويسه وانت بتطلع اللي عندك وبتموت نفسك الناس دي بتعمل لك كده برافو عليك يعني فاهم ده نقطه مهمه يعني ما بيتبحوش معلش كل شويه هرجع على الماتش كويس لا هرجع لماتش النجم اللي هو اللي اتغلبنا فيه 3-1 3-1 اللي هو الناس عملت ايه بعد الماتش ولا عماله تسقف للعيبه عماله تسقف للعيبه لان عرفت ان في مخطط من ساعه مع بركات خد الانذار الثاني في الماتش هناك في تونس شفت ده الشرطه طلع في ايديه هناك في الماتش هناك ولسه كنا جايبينها مش فاكر قريب ده الشرطه في ايديه كنت بتكلم على اللعبه دي تحديدا ضربه جزاء لينا وهدف لينا الانذار تاني ما اتحسبتش يعني لكن انا اقصد ان هي الانذار تاني وانت بره المباراه اللي تانية اللي هي اللي وخسرنا 3-1 بسبب ايه؟ بسبب طرد عماد لا طبعا لازم كان عماد يطرد طبعا يطرد. بس ضربتين جزاء كان لازم شديد احمد شديد الاثنين بتوع احمد شديد اللي زقه واحد زقه والتاني وهو ما خدها من فوقيها مضربه من تحت
فهو ده اللي احنا عايزين نوصله او اللي انت عايز توصله للناس، ان شخصيه اللاعب جوه الملعب بتفرق معاك كتير قوي. والله بص يا اسلام، يعني انت بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، ولازم تبقى فاهم زي ما انا قلت لك. هي يا بركات انا دي اللي انا بتكلم عليها. أيوة أيوة. بص كل واثق فيك عمل ايه؟ حتى متعب بعد لا هاتها لي من الاول يا 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 شادي، نجحها لي كده من الاول. بص بص يا بركات، هي دي الشخصيه اللي انا بتكلم عنها. عماد واثق فيك. عماد اللي كان لسه معانا دلوقتي واثق فيك. بص عمل ايه؟ بس يمكن انا خدتها منه عشان مش واثق فيه. لا يعني هو ده هو ده، هي دي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها. لا يعني ده كان في الدقيقه كام؟ 93 بس. طيب. خد بالك انا الكره ديت انا وانا باخدها من عماد، يعني انا وانا باخدها من عماد انا عارف هعمل بيها ايه يعني. فاهم؟ انا عارف ان انا هخش بيها، انا هكسر وبمجرد بس ما هفتح لنفسي زاويه للشوط هشوط. اول ما هشوف هشوط، اول ما هلاقي حته فاضيه هشوط. يعني بس هو انا بقى الراجل ده لمحته كان احمد غانم، انا بس بمجرد ما فتحت لنفسي فرصه شوط على طول. حتى كان محمود فتح الله هو يعني بيزحلق عليا وبيرمي نفسه عليا وبتاع وكلام من ده، بس هو كده. وطبعا توفيق ربنا، توفيق ربنا يعني طبعا. ربنا موفق وربنا فرحة دي عملت مشكله. انا فاكر ساعتها الرقم اللي انت عملته ده موضوع جالي على غفله اصلا. اللي حصل ده بعد الجون ده كان موضوع، يعني موضوع جالي على غفله، ما كانش لي اي انت انا عارف ان انت عمرك ما لا لا لا, لا خالص خالص يعني ما بتحب ان انت تقلل من قيمه حد ولا حاجه، ولكن انت ممكن تعلي من قيمه النادي بتاعك. لا بالعكس بالعكس. بقول لك يا اسلام، قول لي يا حبيبي، انت الناس كانت في ناس بتقول لك اسلام الشاطر وبركات زملكاويه، انت فاكر؟ لا ده عادي لغايه دلوقتي، لغايه من كام حلقه حد طلع قال لك مش عارف ايه. لا احنا بنقدر الناس كلها وبنحترم. يعني انت مش زملكاوي؟ ايه انت مش زملكاوي؟ انت يعني جايبني في قناه الاهلي دلوقتي بعد السنين دي كلها عشان تسالني انت زملكاوي؟ يا راجل ده رمضان صبحي كان زملكاوي. طب انا مالي انا؟ انت تخيل ان اتقال كده ان رمضان صبحي كان زملكاوي؟ لا عادي. والله انت متخيل؟ بقول لك يا اسلام كل حاجه بتروح لاتجاهات. خلي بالك برضو الله يكون في عون الناس، اصل كل خد بكل العائلات خلي بالك فيها اهلاويه وزملكاويه. فانت لو يمكن عيلتك هتبقى اهلاويه. لا بس انا عمري ما شفتك يعني احنا معلش يا جماعه احنا بقالنا كتير يعني عمر طويل مع بعض. انا عمره مثلا ما شفته، كنا بنتفرج على ماتشات كتيره قوي اهلي قبل ما نروح اهلي وزمالك، بقى قبل الكلام ده بكتير كنا بنتفرج على الماتشات في المنتخب او بتاع، ما يعني مش عارف صراحة. بس ماشي على رأيك، أدينا بنسمع ماشي يعني كويس إن أنت بتفتح المواضيع دي. لا لا اتكلمنا فيها قبل كده ويعني وهرسنا فيها كده وهرسنا فيها كتير قوي الكلام في المواضيع ديت، ولكن أنت ما اتغلبتش ولا مرة من الزمالك بركات تقريبا؟ بفضل ربنا لا ولا مرة. لا بفضل ربنا. وأنت لا. في الأهلي؟ لا الحمد لله. كم سنة في الأهلي؟ يعني 10 10 يعني قول على الأقل 20 ماتش في الحدود دي، ممكن يبقى 19 20 ماتش يعني في الحدود دي كده. كل الماتشات وكل الماتشات جبت فيها جوان؟ لا 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 بتاعت الزمالك؟ لا 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 هو انا جايب ماتش 2-1 في ذهاب افريقيا اللي هو ده اللي انت شايفه ده اللي خبطت في العرضه ورديت لي 2-1 انا جبت الجون ده. العوده بتاعته كان 2-0 انا اللي جبت الجونين. انت اللي جبت الجونين. الجون بتاع 3-3 اللي انت عرضته من شويه، الجون بتاع 1-1 في برج العرب في دوري ابطال افريقيا اللي هو عبد الله عمل لي الكورنر حطيتها ببطن رجلي رديت لي حطيتها تاني، غير الجون اللي احمد حسن سرقه في كاس السوبر المصري اللي عدى الخط وكمل. انا ماليش دعوه، انا بحسبه لنفسي دوت كده كده. الحكم يحسبه اللي يحسبه، بس انا ماليش دعوه انا حاسب. بقول لك ايه، ما حشكش ابو تريكه؟ يعني ابو تريكه من الناس اللي كل كلنا بعيدا عن مالناش دعوه بحاجه، احنا بنتكلم على لاعب كوره احنا عارفينه او زميل لينا او حبيب. ابو تريكه افضل لعيب كوره انا لعبت معاه من ساعه ما بدات العب كوره لحد ما بطلت. ابو تريكه الافضل بلا جدال. بلا جدال. ده ممكن على فكره زعل مني ناس كتير لعبت معايا ولعبت جنبي وبتاع كلام من ده، انما ابو تريكه لعيب الكره الافضل اللي لعب معايا طول مسيرتي. يكفي ان ابو تريكه هو البني ادم الوحيد، مش احنا كنا دلوقتي بنتكلم من شويه في اول حلقه او في وسط الحلقه على امكانيات اللعيبه بتاعتك، ان فلان مثلا بيعمل الاوفر جامد فبيعمله على البعيد. انت لازم تبقى حافظ. فلان بيرجع الكره لورا، ده كان حاجه تانية.
ابو تريكه الوحيد اللي بتاخد قرار عايز تخترق اجري ومالكش دعوه. بس انت ما بتضايقش يا بركات مثلا من البعض يقول لك ايه بس الاول لو انت هات لنا كده اللي انت عايز تجيبه شادي واحنا مع بنتكلم على ابو تريكه لانه مع ان ابو تريكه احنا لو قعدنا نتكلم عليه 20 حلقه ما لا ابو تريكه لو كل الناس اتكلمت عنه ابو تريكه عمل كتير للنادي الاهلي ابو تريكه عمل كتير لمنتخب مصر ابو تريكه لا ابو تريكه علامه من العلامات اللي عدت ووضع طبيعي ان مش هيجي زيه في ال 20 30 سنه الجايين لا صعب. طب فاكر دي يا بركات؟ أنا دي حبيب قلبي الثلاثي المرعب ده مين ده فتحي؟ لا ابو تريكه وشوقي اللي مع شوقي ده لا 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 حد بقول لك ايه دراجة فرد ده شايفني باجي النادي كل يوم بقولك ايه ولا هتفرد عشان تعرف انت مش عاوز اجازه بقى هنختم انا عايز ازيت يا دول بقولك ايه وانا على محمد الصغير يا عم اخد دهني بقى واروق نفسي بقى واظبط نفسي كده بقى في الشيكه دي ولا 50 جنيه ايه الشيكه دي اقل حاجه عندك قول لهم بقولك يا كوتا صراحه شيكه انا اقسم بالله انا من مراتي القليله اللي بشوفك كده دي اقل حاجه بقول لمراتي هاتي لي لا بس عشان اقل حاجه لا اقل حاجه بيقال احيانا ابو تريكه بيصطنع او بيتصنع او بمعنى اصح بيقولوا ابو تريكه مياس ماشي مين اللي مطلع الاسم ده؟ لا يعني هو اللي بيطلع هنا اللعيبه هي يعني مثلا احنا مثلا ما بنيجي بنقول لك يا ميسو تمام سليم انما مثلا الناس اللي تقول انه مياس هي شايفه ان انت مياس ليه؟ لا او بتميز في لا بص اولا انا بعامل مين؟ بتعامل ربنا بس وزي ما بقول لكم في هنا في كاميرات ايه؟ في كاميرات ربانيه الهيه بس بس هي دي المراقبه فانا ما هما كلمتين انت محافظ ما حفظنا فيها ما بتغيرهمش بقالك ست سنين ابو تريكه لو قلت لك عايز تقول كلمه لحبيبك بقى وزميل الكفاح وزميل الغرفه وائل جمعه تقول له ايه؟ قال له وائل يا جبل ميزك ريح يا جبل ميزك ريح بس اودي جامد اودي جامد طب مثلا لو اقول لك كلمه تقولها للصقر احمد حسن لا من غير مياس العب بسرعه من غير مياس طب انا عايز اسالك سؤال هو احمد حسن ساعات كده مثلا ما تبقى معاك كوره وكده تلاقيه مثلا قاعد مثلا عمال يلف بيها يعني برضه اخد رايك ممكن يلف بيها مثلا مره واثنين وثلاثه ونبقى احنا حواليه فاضيين تفتكر هو ما بيبقاش عايز يبص لنا ليه؟ عايز ياخد المحور خليك شاهد قال لك عايز ياخد المحور انا ما قلتش حاجه هو اللي بيقطع وبيقطع في نجم منتخب مصر لا ما قطعش يا عم ما انت بتقطع وعايز تقول لك عايز يا عم الدور فاضي صحيح يعني هو موضوع عايز دراسه يعني هو مين احمد لا حبيبنا يا نجم هو في حد بيعرف يلعب غير انا وانت طب انا مثلا لو قلت لك مثلا ايه تقول حاجه لسيد معوض تقول ايه اقول له ما تدمعش لا انت شفت اول ما قال بص خلص التقرير عليه لو قلت لك اقول حاجه على سيد معوض تقول لي بص قطعوا التقرير لا انا اللي قلت لهم عشان كفايه سيد معوض لا بس شوف سبحان الله يعني جت على كده لا ما تدمعش لا 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 يا عم انت هتدمعني ليه يا عم في لا ولا هتدمع ولا حاجه لا طبعا ذكريات طبعا بالك اصله ده انا قلبه انا عارف اصله بس ماشي بعدين مش دلوقتي ذكريات كلها جميله وكلها ناس جميله تفتكر ايام حلوه طبعا طبعا ايام حلوه وقلت لك يعني ابو تريكه كان الوحيد اللي هو ما بيعذبنيش بصراحه يعني ابو تريكه انا كنت بجري بيحطها لي فبروح انا والجون بجري على الخط فبيقوم عامل لي فهروح واعمل الاوفر فما كانش بيتعبني يعني ما كانش بيتعبني خالص ولا بيسبب لي مشاكل يعني ممكن اقول لك حاجه بس انت عارف ان انا ما قريتش ولا كلمه من على تويتر وانت ترند على تويتر دلوقتي وانا ما قريتش ولا كلمه الحمد لله دي حاجه كويسه ان انا بقى ترند اصلا ما عنديش تويتر بقى انا نسيت اقول صحيح يا جماعه انا ما عنديش تويتر ولا كان عندي تويتر في يوم من الايام ولا في يوم من الايام هيبقى عندي تويتر واي حد اسمه محمد بركات في تويتر وهيرد يعني الموضوع ده انا بتكلم فيه رابع مره خامس مره انت عندك ايه بس انا عندي بس انستجرام بس ولا فيسبوك ولا تويتر لا هو موثق الانستجرام بتاعي وكل حاجه تمام هو انستجرام بس
ليه؟ لان تويتر ده ما قبل كده هو راجل، انا اتكلمت واحد جايب باسم محمد بركات وبيتكلم وبتاع والناس منطلقه معاه، فخلق واحد لدرجه ان مره عماد متعب لقيته بيرد عليه ومش عارف وفهد العتيبي ومش يعني ناس بيتكلموا بيردوا عليه، فانا كانوا بيجوا يقولوا لي الكلام ده، انا يا جماعه خلاص الراجل اخباره ايه؟ قالوا لي لا الراجل محترم جدا وبتاع وما بيقولش حاجه ولا بتاع وبيتكلم كلام كويس. خلاص ماشي بيتكلم كلام كويس وبتاع، لا مفيش حاجه اسمها خلاص ماشي. وانا بقى مش في دماغي بقى، انا ما اعرفش ايه دوت، وانا فاكر زي ما هو واحد بيخش بيتكلم وانا ما اعرفش ايه دوت، بيقول لك انا داخل اغرض على بتغرضوا برضو انا بغرض على بتغرضوا صح، لا انا ما فيش تغريد على انستغرام بتغرض دلوقتي تغريد. فجئ ابتدى بقى الراجل شويه يخبط في فلان وشويه يخبط في فلان وتنزل بصورتك اللي هي الصوره اللي فيها بدله دي. فاتكلمت مره واثنين وثلاثه وعشره، انا ما عنديش تويتر، انا ما عنديش تويتر، ما عندكش غير انستغرام بس. انستغرام بس. فبدات ابتدي اخد بقى اجراءات، يعني قالوا لي لا انت ممكن تاخد اجراءات تبتدي توقف وتشوف مين دوت وبتاع وتوقف. فانا واخد السكه دهيت بقالي دلوقتي مثلا حوالي اسبوعين ثلاثه عشان اشوف علشان بالك في الاخر نوقف الكلام دوت ودي هتبقى مشكله. طبعا انت مشكلة، هتبقى مشكلة كبيرة. ان الناس تبقى فاكره ان للمره ال 100 مليون ما عنديش، ده بقى اسلام بص انت بتطلع كل يوم والله كل ما هطلع اقول لهم يا جماعه كل ما تطلع ده انا ببعت على تويتر فاكرين بركات بقى ما عندوش يعني اول ما تيجي زيد التويتر كده. طب معلش ممكن ناخد شويه اسئله طبعا انا عارف ان انت بس معلش طبعا اسلام بيقول لك بجد حلقه ممتعه جدا، دم خفيف روح حلوه، ليه انت بعيد عن قناه الاهلي وليه بعدت عن الكوره تماما التحليل او التدريب؟ عاوزينك ترجع بيتك النادي الاهلي على طول ان شاء الله قريب باذن الله، هبقى موجود في المجال الاعلامي باذن الله يعني يا رب ان شاء الله. اهو خبر عندنا اهو قريب. صدام المدني بيقول سلام من اليمن السعيد لصانع البطولات وكابتن مصر في القرن ال21 كابتن الكره المصريه، يعني كلام كتير جدا. صقر بيقول لك بركات الاسطوره يتحدث عن الاسطوره ابو تريكه، الناس متابعانا طبعا على طول خلي بالك. ف مين اللعيب اللي تتمنى انضمامه للاهلي السنه اللي جايه بركات؟ ده مروان علاء الاعرج. والله السنه الجايه دي انا احكم عليها اما اشوف المستويات اللي هتظهر السنه دي هتبقى عامله ازاي. ماشي. انت عارف المستويات بتبقى عامله كده. مين افضل لعيبه اللي شفتها في حياتك ورمز يحترم داخل القلعه الحمراء؟ افضل لعيبه قلت ابو تريكه تيقلي من وجهه نظر ولا هو بيتكلم عالميا ولا بيتكلم في مصر؟ من افضل لعيبه اللي شفتها في حياتك الكرويه؟ حياتي الكرويه، ما هو حياتي الكرويه بيبقى قصده على اللي لعبت معاه فاكيد ابو تريكه. حتى اللي بيقول لك انت افضل لعيب شفته انا في حياتي الكرويه وانت رمز يحترم داخل القلعه الحمراء. ربنا يخليك. ده اسمه ايه يا اسلام؟ عشان بس يعني احمد منير. متشكرين يا ابو حميد قوي. الباش مهندزه، هي كاتبه كده الباش مهندزه ياسمين. كم البهجه اللي انا فيها علشان بتفرج على بركات الله يخليك متشكر لا توصف، اشتقنا لك والله يا زئبقي. ميرسي ياسمين، وان شاء الله قريب باذن الله اكون معاكم في برنامج على احد القنوات باذن الله. عبده البيشي بيقول بركات ده حكايه في قصه حبه ألف روايه، بركات ده حدوته على طول حلوه ما فيهاش ملتوته، بركات ده اسطوره. يا جماعه الناس اللي بتكلمني يعني حاضر مش زي اي حد. ميار بتقولك الجيل ده عمل كل حاجه في الكوره واي جيل هيجي بعده هيتظلم، الواحد محظوظ ان شافوا الناس دي. لا ده بقى اللي انا كنت بحكي لك يقول لك ايه، ما تقارنش اجيال ببعض عشان ما حدش يتظلم عشان الظروف بتختلف. الحلقة حلوة جدا. ده صبحي اشكرك. شكرا صبحي. زعلانين انت مش موجود دايما، هيبقى ان شاء الله موجود. ما هو قال لكم خلاص ان انا بحب ماليزيا هونج كونج قوي. قول له روما ابراهيم بيقول احلى سهرة دي ولا ايه؟ يكفينا حبك لينا كجمهور وحبك للنادي ولرموزه ولمبادئه. يا لهوي، طب وانا ازاي بقى؟ الناس ديت هي اللي ادتنا كل حاجه، الناس ديت هي اللي خلتنا بني ادمين، او بلاش كلمه بني ادمين عشان كلنا بني ادمين، الناس دي اللي خلتنا نجوم. يعني بصراحه اسئله كتير قوي يا جماعه. ليه الاهلي في جيلكم ما كانش بيهتم بكاس مصر؟ يونيك، حد اسمه يونيك. موضوع مش عارف، موضوع كاس مصر دوت طبعا يعني لا هي بطولة، طبعا بطولة تحترم. احنا عندنا ما بنتكلم، عندنا بطولة الدوري وكاس مصر، يعني يمكن بطولة كاس مصر بعيدة، يمكن حتى احنا في اما قلنا احنا خدنا سبعة دوري، كان من السبعة دوري
في جيلنا كان في 2 كاس مصر بس يعني برضو كانت بعيدة عننا يعني. الجيل ده بيفكرني محمد عادل بيقول لك الجيل ده بيفكرني بأحلام أيام أحلى أيام شفت فيها الأهلي غير لما كنت بهرب من المدرسة عشان اليابان. اليابان كانت الماتشات 8 9 10 الصبح 10 الصبح يقول لك كان بيهرب من الماتشات عشان يتفرج عليهم. احكي لنا يا كابتن بركات ايه اكتر موقف مضحك مع كابتن سعد سمير ده علي احمد؟ لا سعد مواقفي كلها معاه مسخره يعني بس هو يمكن انا لما كنت ماسك مع لهم الميكروفون هو وعفروته كانوا قاعدين عمالين يتكلموا ويمثلوا مشهد من انت بعت لنا فندام ولا ايه والكلام ده اللي كان بيحصل ده كانت من ضمن الحاجات اللي انا احب لان لحد دلوقتي اقعد اتفرج على الاثنين وهم قاعدين عمالين يهروا مع بعض دايما. تقعد انت تتفرج على الحاجات دي. انا عرفت اتفرج على الافلام القديمه كمان. بس بقول لك حياتي بقى اتغيرت السنتين اللي فاتوا. اتفرج على افلام ايه؟ افلام اجنبي بقى. اجنبي ولا هندي؟ لا اجنبي. اتفرج على افلام اجنبي بقى وايه بقى وكله بقى دي غريبة اكشن دي. ودراما وبقى ليا بقى ده انا احب فلان واحب ادور على افلام علقت ما بقتش اتفرج بقى على العربي خالص. خالص؟ الحياه ارتاحت. غريب. خليني كده طب خلينا نروح نشوف المشهد. ده اللي انت قصدك عليه. لسه جاي من الجيم وحش. مساء الخير يا وحش. النور يا وحش. شمالك منفوخ علينا كده ليه؟ لسه جاي من الجيم قلت لك. جبت البضاعه؟ كله امان يا وحش. كلمه سر ايه؟ يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي انا عمري عفروت وسعد تقول ما تقع قدامي في اي وقت انا لازم اقعد تقعد تضحك عليه. طبعا عشان خد بالك يعني سعد دمه خفيف وعفروته ده كان دهي ده عفروته ملوش حل. البرنامج برضه بركات اللي انت هتعمله الفتره اللي جايه انت وانت هيبقى حاجه خاصه بكره القدم ولا يعني لو حابب ان انت تتكلم في الموضوع انا مش يعني. فاهم انت تتكلم على ايه. انت بتقول ان انت هتعمل حاجه قريب خاصه بكره القدم في الاعلام. يعني فلان مثلا مكلمني وعلم مكلمني انا ده كنت قاعد مثلا من 3 ايام امبارح كنت قاعد ان شاء الله عندي بكره الصبح كده على الساعه 1 12 الدور واحدة الدور كده قاعده ثانيه تبتدوا تفهموا الموضوع يعني تفهم القصه لا ده خد لا ده انا قصدي مش على نفس الموضوع يعني ده يعني اتكلم اللي فيه كذا حاجه يعني كذا حاجه اوكي فعايز اوصل لحاجه يعني عايز اوصل لحاجه كويسه كده ابقى الناس تستناك في اي حته اعملها يعني ان شاء الله يعني بس خد بالك يا اسلام انا بالنسبه لي برضو ايه يعني دايما الضيف وانت اكتر واحد عارف ايه الضيف يجي ويقول ويعمل وبتاع وكلام من ده فالمذيعه بتبقى مشكله شويه المذيعه بالنسبه لك انت مشكله ان كل طبعًا. كلمه انت بتقولها محسوب عليك طبعا يعني فاهم طبعا خصوصا يعني في القنوات كمان اللي هي ايه بتبقى القنوات العامه اللي بره يعني احنا هنا كلنا اسره وبتاع يعني اسره اللي بتتكلم باسم اسره الاهلي والكلام ده كله طبعا بره بتبقى الامور يعني عارف بتبقى صعبه شويه لان كل كلمه بتتكلمها بتحسب عليك وانت المفروض في اي مكان بره بتبقى ايه ما بتبقاش يعني بتبقى الدنيا كده بالملي فربنا يكرم باذن الله وفي الاول وفي الاخر نعمل حاجه كويسه انا يعني هنعمل حاجه بره قلت لك انا طول عمري انا بحترم الناس كلها طبعا بس انا بحترم الناس كلها وكل الناس على راسي انا انت عارف انا من زمان طول عمري اللي بشوفه وبقوله وطول عمري راجل حقاني هنا 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 في اي مكان فربنا يكرمني كده وافضل كده على طول وان شاء الله في الاول وفي الاخر ربنا يبقى يهديني ان انا ابقى موجود في مكان كويس واعمل حاجه كويسه الناس تتقبلها باذن الله يعني يا رب ان شاء الله. لعبت في السعوديه وكنت من يعني انا برضو الفتره دي كنت لعبت هناك وانت رحت اعتقد انت لعبت قبلي تقريبا بعدي انا بعدك بعدي في انت لعبت في الاتحاد فكان دايما الناس تقول لي بركات 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 الفتره دي كانت كويسه جدا بالنسبه لك اهلي جده عملت معاهم شغل جامد ده يعني ممكن تعرف الناس بتعشقك هناك ده انا بيعشقوك يعني الناس اما اتكلمت مثلا عليا كلام كويس في مصر على مدار الفتره اللي لعبتها هنا سواء مثلا مع الاسماعيلي وخدنا بطوله دوري في سنه سواء مع الاهلي وخدنا دوريات مثلا وبطولات سواء بطولات مع الاسماعيلي او بطولات ساعات بروح ان السنه بتاعه السعوديه ممكن تكون هي الافضل على الاطلاق يعني ممكن حتى مثلا من الـ من الـ من الـ الـ الـ
حتى من عدد الاهداف اللي سجلتها وبتاع، يمكن كنت مسجل 18 او 20 جون الموسم ده. انا ما بسجلهمش اساسا يعني، فاهم؟ مش ده الطبيعي يعني، مش ده مش هداف يعني، فاهم؟ انا حتى يعني مش هداف، انا ممكن اعمل لك اجوان كتير بتاع. أيوة صح. من ده، بس انا مش اللي هو الهداف. انا مثلا الموسم اطلع مثلا جايب 7 تجوان 8 10 تجوان مثلا في الموسم ده بالنسبه لي رضا يعني، بس هبقى راضي ان انا عملت كتير يعني صنعت كتير. السنه دي انا سجلت من 18 ل 20 هدف في الدوري وما بين كاس وما بين كاس اسيا وبين البطوله العربيه. ويمكن احنا حققنا البطوله العربيه في السنه دي. على فكره السنه دي يا اسلام احنا مع اهلي جده احنا لعبنا نهائي الدوري ولعبنا نهائي الكاس وخسرنا نهائي الدوري ونهائي الكاس قدام الهلال والاتحاد. بس ربنا كرمنا بقى في البطوله العربيه وصلنا النهائي قدام الافريقي التونسي. ربنا كرمنا الحمد لله، كان ربنا وفقني جبت الجون بتاع النهائي ده، وكانت اول بطوله عربيه تخش تاريخ اهلي جده، ويمكن هي الوحيده اللي دخلت لحد دلوقتي. فالجون ده كان ليه صدى يعني. الناس فاكره ان محمد بركات جاب لنا الجون وكده. الناس فاكره لا طب ممكن اوريك تقرير بس من السعوديه عشان تعرف بس الناس فاكره ولا مش فاكره. خلينا نروح نشوف هذا التقرير. أول حاجة حاب أرحب بالكابتن محمد بركات وأقول له بصراحة إحنا كجمهور النادي الأهلي السعودي من عشاقك وما حننسى الأيام الجميلة اللي قضيتها معانا ومن أجمل أهدافك قدام الأفريق التونسي. فما زلت ما زلت ما زلت ساكن قلوب الأهلاويين السعوديين وأرحب فيك من المملكة العربية السعودية فيصل المرايشد. حاب أمسي على الكابتن محمد بركات وأقول إنه هو كان من أفضل المحترفين اللي مروا على الأهلي السعودي، مش هنسى هدفه في الأفريق التونسي في البطولة العربية. سلام يا نجم. حسين عبد الغني بيرفع كرة إلى منتصف منطقة الجزاء تماما، تتخلص من رؤوف بوزيان، من رضوان بوزيان، وتصل إلى طلال مشعل على قوس منطقة الجزاء، يتقدم بركات. هدف للأهلي، هدف للأهلي في الدقيقة 23. حاب امسي على اللاعب محمد بركات وحاب اقول له انه انت من اللاعبين اللي مستحيل ننساهم، وكان لك فعلا بصمه وتركت بصمه في الدوري السعودي، وكنت من اميز اللاعبين ونتمنى لك دوم التوفيق يا كابتن ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا حماد ابو حابه من جده وانا محبين الكابتن محمد بركات. الصراحه انا مفتقده في الملاعب السعوديه، كنا حابين انه يطول معانا. اتحادي صميم ومحب للاعب الكبير محمد بركات، حاب اوجه له شكر، قدم لنا كوره ممتعه داخل الملعب واخلاق خارج الملعب وداخل الملعب. اقول له ان شاء الله ربنا يكتب له خير في حياته الجايه، وشكرا محبك من جده سعد وحيد. طبعا انا بشكر كل الاخوه السعوديين خصوصا المشجعين يعني النادي الاهلي على الكلام الجميل اللي قالوه. في اكتر من كده كتير، بس عشان احنا وقتنا انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ كام؟ الساعه 2 الا ربع، المفروض بخلص واحد. انا ما حسيتش والله، والله ما حسيت. الوقت الحلوه بتعدي في ثواني. استاذ ايهاب توفيق قال لنا كده والله، ما حدش يصدقه. لا طبعا بشكرهم، انا كنت لسه بقول لك ان انا من السنين الحلوه اللي قضيتها هناك وكان نفسي ان انا اقعد اكتر من كده. سعيد بمستوى حتى الكره في السعوديه دلوقتي، يمكن الناس كلها قاعده كانت مركزه ومستنيه. الانتر كان بيلعب الساعه 7 ومستنيين برشلونه وليفربول هيلعبوا بعد كده مع بروسيا دورتموند ونابولي الساعه 9. خد بالك انا كنت قاعد قبل ما اجي، انا قاعد بتفرج على الهلال والاتحاد، حاجه تحفه. وخد بالك كل ماتشاتهم مع بعض 3-1. هارد لك بقى، بس الهلال كان يعني انا انت عارف انا فرقة اتحادي بين قلبي يعني، اتحادي سعودي يعني. انا لحد دلوقتي اشجع الاهلي. لو الاهلي يلعب مع اي حد انا اشجع الاهلي، لان السنه اللي قعدتها فعلا انا بقيت يعني واحد من الناس ده طبعا يعني. ولكن انا دايما بتفرج كام سنه الاخيره على فرقه الهلال، لا فرقة بتقدم كرة حلوة جدا، فرقة جميلة، فرقة شيك يعني، فرقة كان كويس يعني. الزمالك لما خد كاس السوبر من الهلال يعني كان حاجة كويسة جدا ان انت تجيب الكاس من بره، ولكن لا الهلال بيقدم كرة
ممتعه ممتعه يعني عرفت تتبسط يعني. فدي الكره في السعوديه خد بالك كمان حتى اتحسنت وارتقت يا اسلام عن السنين اللي احنا كنا بنلعب فيها وانا رحت لعبت وانت لعبت. ف بشكرهم على كل الكلام الجميل دوت وبشكرك. انا لسه ما خلصتش والله انت ما خلصتش وما انت عمال تقول لي الساعه 2 الا ربع. لا انا بقول لك انا فجاه اصل انا ما خدتش بالي انا كل ده باصص على التا بص في الساعه لسه 2 الا ربع. انا بقول لك بس انا عارف انا عارف يا جماعه ان بركات بينام بدري بعد اللي احنا عملناه ده كله بقول لكم ان بركات بينام بدري. لا خلينا ناخد برضو شويه ناس من على تويتر. احمد ايشو بيقول لك يعني كاتب عريضه جامده جدا فيك يعني بيقول لك بيشتم ولا لا بيقول لك يعني بجد انت جامد جدا وبيشكر متعب ووائل جمعه وبيشكرني على ان احنا اللي انا جمعت ده انا اللي بشكرك والله يعني انا اللي بشكرك لان انا كنت مفتقد يعني كده بقى لي فتره كبيره فانا اللي بشكرك. انا ما قلتش على تويتر حاجه وانت ترند على تويتر دلوقتي وترند برقم كبير وانت قلت لي ترند ده حاجه كويسه ترند ده حاجه كويسه جدا. ما انا خلي بالكوا انا هفضل اقول لغايه لما اخليه يخش على تويتر. لا لا مش هعمل انا متاكد لا. ليه طيب ليه انا راضي بالانستجرام بتاعي بقى انزل صوري صور وقافل التعليقات الاولاد وبتاع وكده وخلاص وقافل التعليقات بقى هو كده بس ده اللي عندي ده اللي عندي ده اللي عندي هو ده كده كويس قوي وخلاص. بقول لك ايه لو جيت تفكر في فريق نادي الاهلي دلوقتي مثلا عندك مجموعه جيده جدا من اللاعبين موجودين ومجموعه الحقيقه على الاقل متجانسين بقالهم على الاقل من شهر 12 واحد اللي فات لغايه دلوقتي. لو عايزك تقول لي رايك في مثلا في واحد زي محمد الشناوي حارس المرمى تقول ايه؟ لا الشناوي مستواه ارتقى كبير قوي على مدار السنين اللي فاتت. ليه؟ لان انا ما كنت بلعب كان محمد الشناوي معايا فتره من الفترات قبل ما يطلع فضل قاعد موجود وكان حصل لان مش عارف حصل ايه كده المهم مشي وكده كان ايام مستر مانو لما مشي ورجع بمستوى مغير تماما لان هم رجع انا ما كنتش موجود فهو كان قدامي وبتمرن معايا وشايفه وافضل حارس في مصر دلوقتي ايه افضل حارس في مصر دلوقتي يعني هو بحكم ان هو تم الاعتماد عليه في كاس العالم وحتى في كاس الامم الافريقيه وكاس الامم فاكيد يعني من هو الأفضل. اكيد من وجهه نظر الناس كتير قوي ممكن يتقال ان هو الافضل وانا مش هختلف في الراي ده معاه خالص سواء خلي بالك في كاس الامم كان هو نجم المنتخب انا فاهم انا فاهم حتى ماتش اوروجواي الاولاني يمكن عمل فيه حاجات كتير كويسه كاس الامم مش كاس العالم فلا كان كاس الامم الاخيره قصدي كاس العالم ماتش اوروجواي كمان بالذات كان كويس جدا واحد كده لان انا كنت هناك يعني كنت بتفرج من الملعب فعمل ماتش كبير قوي ما خد رجل المباراه رغم ان احنا خسرانين يعني ممكن يدوه لاي حد مثلا من اوروجواي او اللي جاب الجون او بس هو فعلا عمل ماتش كبير وعمل بطوله كويسه يعني بطوله حلوه وكاس الامم برده تم الاعتماد عليه انما والله يعني في برضه حراس مرمى موجودين وقريبين منه وكده يعني الشناوي قبل اصابته كان قريب منه احمد الشناوي كان قريب منه جنش قبل الاصابه كان يعني اعتقد كان وصل لمرحله ان الناس كتير كانت ابتدت تقول عليه تتكلم ان هو الافضل في مصر وانا برضه ما اختلفش مع الناس ديت لان جنش فعلا عمل حاجات كتير كويسه قوي مع نادي الزمالك بس يعني عامه احنا ما بنقول عندنا ثلاث اربع حراس مرمى كويسين في مصر لا فده شيء يعني شيء جميل جدا ويبقى يحسسك بالامان ومفيش مشاكل في حراسه المرمى بتاع منتخب مصر خصوصا ان انت داخل الفتره الجايه على تصفيات بقى لكاس امم وتصفيات لكاس العالم محتاجين كل حاجه تبقى صح ومحتاجين ان انت تغلط اقل غلطات ممكنه. قبل ما اسالك عن مدير فني المنتخب عايزك توجه رساله لكام لعيب جوه النادي الاهلي. وليد ازارو وليد ازارو بقول له احنا مستنيين رجوعك وليد ازارو بتاع زمان وليد ازارو اللي هو بتاع السنه اللي قبل اللي فات اللي هو بيخلص من نص فرصه بيجيب لنا جوان لان احنا واثقين فيك وبنقول ان انت لو رجعت لمستواك ولتهديفك هتفرق مع النادي الاهلي وهتفرق معنا كلنا. رمضان صبحي رمضان بقول له انت خامه طبعا مبشره من سنين من كذا سنه وكلنا بنتكلم عليك كويس وكنا مستنيين منك حاجه كويسه
تعطلت انا عارف فتره اللي هو سافرت فيها ورجعت فيها وكلام من ده، ودي تتطلب بعض الوقت في النادي علشان يبتدي يدينا. ابتدى يدينا، بس هو ما اداناش كل اللي عنده لسه، ومحتاجين ان هو يدور مكان اكتر من كده. حسين الشحات، اللي في ناس بتشبه حسين الشحات ببركات، حسين الشحات ابتدى يجي ماتشات وقعد فتره كبيره في الاول للضغوطات بتاعه ال150 وال100. طبعا طبعا، اول انت جربت الكلام، بتنقل نقله كبيره جدا. فانا جربت نفس التجربه ديت، بس انا يمكن الظروف ساعدتني شويه. وعلى فكره انت لو تفتكر، انا لما جيت النادي اول ماتش في الدوري خالص ما كانش ليا مكان في الفرقه، في اسمنت السويس ما كانش ليا، والراجل حط في فرقه وبتاع. انت تاني ماتش انا جالي برد، اما جالك برد فانا الراجل قال لي عندي 2-3 باك رايت، فقال لي بس انا شايفك انت تيجي في الباك رايت، شايفك تلعب احسن منهم. انا اما لقيت نفسي ما عنديش مكان، فقلت له لا هلعبها يعني، فاهم؟ ايوه صح، هلعبها، انا عايز يبقى لي مكان في الفرقه، انا داخل الفرقه كلها نجوم وكده. ما انتوا عارفين لو حد تاني غير بركات انا كنت هو عشان هو لو بعدين هو ايه لما كان يحب يقول لك انا عايز العب قدام، مش عايز، ماليش دعوه، ما بعرفش بكره. لا، حسين الشحات طبعا قعد فتره مضغوط، ونتمنى ان هو بقى يعني الفتره الجايه يعوض لنا الفتره دهيت. الحمد لله ربنا كرمه وابتدى يسجل وابتدى يجيب اهداف وكده، بس الصعب هو الصعب جاي يعني، صعب لسه جاي. انا مستني الجمعة. يعني مثلا حسين، مثلا ما احنا كسبنا 6-4-9 صح ولا كان ايه؟ 13 صح، 4-9. انا بقى مستني حسين الشحات يجيب الهاتريك في الماتشات الثقيله اللي انا محتاج بعد كده ان انا اعديها، وهتبقى ماتشات صعبه جدا. عايز بقى اشوف بقى ايه كل ماتش هدف واثنين وثلاثه في الفرق الكبيره دايما. بركات من المدير الفني للمنتخب الوطني من وجهه نظرك؟ والله ما يعني مش عارف، ده اصلا ده موضوع صعب قوي. صعب؟ يعني بصراحه موضوع صعب قوي، اللي هو السؤال اللي هو مين المدير الفني بتاع منتخب مصر يعني. لو انت اللي بتختار تختار مين؟ يعني انت عندك كابتن حسن شحاته بتاريخه، كابتن حسام حسن بحماسه وقوته وتكتيكه برضه. انا سالت السؤال ده اسلام كذا مره في حاله ان هو مصري. انت بتتكلم ان هو في حاله ان هو مصري، خلاص احنا هم قالوا ان هو مصري يعني كده. فانا ما سالت السؤال ده مره واثنين وثلاثه، انا كنت بختار كابتن حسن شحاته على طول. على طول. ليه؟ قلت اول اكتر مدرب موجود جاب لنا بطولات، وهو صاحب الخبرات الاكبر، وفي نفس الوقت صاحب الرصيد الاكبر بالنسبه للشعب المصري. يعني فاهم، وفي نفس الوقت بره الملعب ما تقلقش عليه يعني، فاهم؟ بره الملعب موضوع يعرف يتعامل مع الناس، الانضباط والالتزام والكلام دوت. لا هيبقى موجود، هيبقى موجود، مش هيحصل حاجه زي الحاجات اللي كانت حصلت الفتره الاخرانيه اثناء البطوله دي. مش هيبقى عنده لعيب مثلا اعلى من حد، ولا لعيب اعلى من مسؤول، او مسؤول مش عارف ايه، او لعيب مش ملتزم، مش مركز. الحاجات اللي بتلاقيها في اي معسكر دهيت هتبقى الموضوع بالنسبه له لا، الموضوع ديت محسوم. وعندنا مواقف قبل كده كتير مع الكابتن حسن شحاته اثبت فيها ان هو بياخد قرارات، بياخد قرارات على طول. اخيرا يا بركات، خدت كام زيرو مع مستر مانويل؟ بيقولها كتير يعني. انا كنت الماتشات اللي انا كنت متخيل ان انا مثلا ممكن يديني مثلا 7-8 فيها، الاقيه تاني يوم في المحاضره كم لا اديك ايه؟ انا عمري في حياتي شفت حد، انا في ماتش خدت 3-0 في بعض، هو 0-0-0. ما هو انا كنت بكلمه، هو كان مديني 0 بس. فهو ايه، انا قلت له ايه، كنا بنلعب انبي الشوط الاولاني، كنا وحشين، او كنا وحشين كلنا يعني، وكنت بلعب باك رايت. الشوط التاني طلعني قدام، الماتش ده كسبناه 1-0 على فكره، بكوره نطيت، تتخيل فاول تلعب وانت طلعت بدماغك 18 في وسط اللي هم الكام لعيب، ال 15 16 لعيب اللي جوه، تتخيل انت انا ناطط وقمت حاططها بدماغي. تخيل انت بقى، تخيل انت بقى يعني بقى تتخيل. ولا وعملت شوط تاني كويس، ما عشان لا وعملت شوط تاني كويس بس. فجه المحاضره فبتاع، ف انت فلان 0 وفي الورق 0، فانت بصيت، فانا ايه، انا بصيت له. لا احنا كنا في الملعب، لا في الملعب، ايوه في الملعب، في اوضه اللبس. لا دخلك انت بقى في الملعب، في الملعب بقى ايه. انا قلت ايه، رايح له قايل له ايه، قلت له طب ما انا الشوط الاولاني ممكن بس، لكن يعني الثاني بس الشوط الثاني انا شايف ان انا كنت كويس ولعبت ورحت على الجون وضيعت وجبت جون المكسب وبتاع. قال لما اقول 0 تبقى 0. لا بس ما كانش بيعمل كده، كان بيعمل كده 0-0-0 بس. خلاص ما دام هو شايف ان هو 0، انا بعشق الراجل ده وبحبه بصراحه طبعا، وراجل علم فعلا يعني
راجل صادق. المرحله اللي انا قعدتها معاه ولا الفتره الكبيره اللي انا قعدتها معاه جوه النادي الاهلي, الراجل ده بصمته عليا واضحه جدا جدا. تفتكر الموقف اللي كان بينك وبينه انت وهو شادي في الجيم لما دخل يزعق لشادي فانت استخبيته ورا العمود؟ قال لك انت كمان بتستخبى ومش عايز تلعب؟ قلت له ليه العب ايه, انا مش مصاب انا كويس قوي. وقعدت تتنطط. لا لا, هو انا الراجل ده العلم كان موقفي معاه يعني كتير حلو, وعلمني حاجات كتير قوي طبعا. دايما الراجل كان ليه وجهه نظر يعني. الراجل مجرد مثلا ايه شافني ماتشين مثلا ايه بروح بنفرد بالجون وبتاع كده, الجون بيطلع عليا فبحطها فبضيع, ماتشين ورا بعض ضيعت لي بتاع 3 انفرادات. خدني اسلام بعد التمرين قال لي تعالى, وحطني في نفس المواقف دهيت. قال لي بس عايزك الجون طالع تحطهاش, خلاص الجون بيروح بيرمي نفسه وبيبقى ايه في المحيط بتاعك, عايزك تشيلها بالراحه كده بالراحه تشيلها. عملتها انت الماتش اللي بعده على طول؟ نزلت عملتها الماتش اللي بعده. برافو عليك. لا, وفاكر ماتش النجم الساحلي اللي هو الجون اللي هو اللي في البعيد اللي هو الجون الثالث لما قعدت تشاور له تقول له أيوة. انت عارف احنا كان انت عارف هو كان الراجل بيعمل لنا ايه, كان ساعتها بننزل التقسيمات يقول لك ما فيش جوان عاديه يعني, اما تبقى هنا اركن بليسنج في البعيد لو انت شفت في القريب ما بيحسبوش. انت الماتش ده ما كنتش عايز تلعب باك رايت. انا فاكر اصلا نزلت الاخر ما كنتش عايز فعلا كنتش عايز تلعب باك رايت, واحنا قلنا ايه انا هلعب, وكان هو ماشيها كده ما اعرفش جه في اخر ثانيه في الماتش اما غير وملعبك انت باك رايت وقعدنا انا. لا احنا كنا مضغوطين كمان الشوط الاول, الشوط الاول مش شايفين فاول لما انا ابونا ابو تريكه فك الدنيا بس برضه فضلنا وحشين لو تفتكر. ايوه وبعدين قام منزلنا ده اول 10 دقايق يخش فينا جونين وقام منزلنا انا في اخر مثلا في الدقيقه 20-22 مش فاكر حاجه كده. اول ما انت طلعت اول كره لمستها وتعملها كده رحت تقول له ده انا طلعت انا قعدت نص ساعه الاخير بقى بعد ما انت نزلت انا كنت قرد كنت حته ثانيه عشان ما كنتش بتحب يعني ما كنتش عايز تلعب بالوقت ده لان خلاص بقى ما انت عارف بقى ان انت عايز تلعب انت وبركات وانت وابو تريكه وكان متعب ساعتها ما كانش فلافيو جه تيالي لا فلافيو ما كانش ما كانش جه لا كان السنه اللي بعدها. كانت ايام حلوه جدا. اخيرا بقى عشان اختم الحلقه, انا عارف الناس مش عايزه تختم والناس كثيره جدا مش عايزه تخليني اختم الحلقه بس هم حاجتين انا عايز اتوجه رساله لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي, ومن بعد كده توجه رسالة لجمهور النادي الأهلي لأن المباراة القادمة في مباراة السوبر بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة. طيب خليني أنا أكلم جمهور النادي الأهلي وأكلم كابتن محمود الخطيب, بس خليني ما دام بنوجه الرسائل خليني أقول حاجة مهمة جدا. طيب. أوجه رسالة لمؤمن زكريا, أقول يا مؤمن أنت لعيب جامد كلنا مستنيينك ترجع وربنا يشفيك, كل الناس بتسندك وفي ظهرك, جماهير الزملكاويه وانا ربنا يعلم انا بسمع ايه بعد يعني فعلا الناس متضايقه له جدا جدا جدا. طبعا يقول انت لعيب كبير جدا, مفيش حاجه اسمها حاله نفسيه, انت تغلب على الحاله النفسيه اللي فيك, كفايه ان كل زمايلك كلنا مساندينك, بس اول حاجه منك انت من جواك انت لعيب جامد يا ابني. احنا انا لعبت ضدك فانا عارف مستواك ايه. انت ما الماتش المشؤوم اللي انا مش عايز افتكره وكل جمهور النادي الاهلي ما كان مش حابب يشوف, كان لاعب مؤمن زكريا لوحده. صح. فانت يا ابني لعيب جامد وكده, واول واحد هترجع نفسك انت اللي هترجع نفسك. ربنا يشفيك وترجع لنا باسرع وقت, وربنا ما يعني ويا رب ما تشوف حاجه وحشه في حياتك تاني, وترجع لنا مؤمن زكريا بقى, وترجع بقى تكسر لنا الدنيا واحسن من الاول, وتكسر لنا الدنيا وتجيب لنا جوان زي ما كنت ايه بقى بتعمل وتبسطنا كلنا. كابتن محمود الخطيب من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي. كابتن محمود الخطيب من الناس اللي انا اما قعدت جوه النادي الاهلي 19 سنين انا جيت على بغدويه يعني انا جيت هنا كان هو دايما بيحتضنني, كان هو دايما اللي بيجدد لي عقد لما بتلاقي فيها اي حاجه خالص على طول ياخدني يضحك عليا بشويه جمبري ويجدد لي عقدي, بس يعني كنت احب اتدلع شويه عشان اقعد مع كابتن محمود الخطيب وكده, لان طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. بقول له ربنا يوفقك وتبقى الفتره بتاعتك دي كلها بطولات وتستمر في الانجازات عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. اللي هو بوجه له بقى الرساله الاخيره جمهور النادي الاهلي, احنا متعودين معاك ودايما ان انتوا بتبقوا في ظهر. قبل بس ما توجه رساله للجمهور الاهلي خلينا في الكابتن محمود الخطيب. الكابتن خطيب ساعتها او الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كان دايما لما بيكلمك كان يقول لك ايه يعني, دايما لما كان بيبقى فيه تجديد للعقد, معلش الناس بتحب تعرف الحاجات دي يا بركات. كابتن محمود الخطيب لما كان بيتكلم يعني كان بيتدخل امتى او انت كنت بتبقى بتدلع شويه؟ بس كابتن محمود عشان الناس بس تبقى فاهمه الليله ماشيه ازاي, يعني ان انت بتيجي بتقعد تتفق معاه
بيجي يقول لك ايه احنا عايزينك يا ابني. الناس كلمه يا ابني خلي بالك بقى يا ابني يعني لازم يا ابني يا ابني يا ابني احنا يا ابني احنا عايزينك الجمهور بيحبك احنا متمسكين بيك ومش حابين ان انت تمشي ولا تروح اي مكان وانت حد يحسسك بقيمتك كمان في الفرقه وانت يا ابني ايه رايك. فانت طبعا لما بتسمع الكلام دوت وانت بتتكلم في النادي الاهلي يعني فاهم انت النادي الاهلي والنادي الاهلي بيقول لك احنا عايزينك فانت عايز ايه بقى من الدنيا اكتر من كده. فخلاص تمام يا كابتن معاكم يا كابتن احنا انت طب عايز ايه خلاص يا كابتن شايفين كذا 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 خلاص انتهى الموضوع بتتفق يعني بتتفق خلاص طبعا على واتفق على مبلغ وكل حاجه تطلع العقود تتمضي على بياض وشكرا وخلاص وهم بقى خلاص هم انتقلوا هم قعدوا معاك واتفقوا على كذا الموضوع انتهى خلاص الموضوع انتهى بيخشوا بقى بيملوا العقود وبعد كده بتتختم وبتاع وكلام من ده وهو خد بالك من ضمن الحاجات يا اسلام اللي انا دايما ببقى معلش بركات واحنا قاعدين بنتفرج طبعا ده كان النهارده كابتن محمود الخطيب في تمرين الفريق وطبعا قبل مباراه السوبر يعني خد بالك صدق انت جبت الصوره وانا كنت بقول لك ايه اللي بيعجبني يعني بص انا كنت لسه بكلمك بقى في النقطه دي انا قعدت جوه النادي 19 سنين اللي اقول لك عليهم دولت شفت الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي كام وكان ساعتها كابتن حسن حمدي مرتين ثلاثه شفتهم كام مره ما بيتدخلوش ما تجوش يعملوا لودة على اللعيبه بيسيبوا المدرب يشتغل ويجي يحاسبه في اخر السنه بس هو يجي امتى اما يحس ان في ماتش مهم بالظبط ماتش على بطوله فيجي يبقى في ظهرك يقول لك انا في ظهرك الفرقه نتائجها وحشه ماتشين ثلاثه فحاسين ان الفرقه عايزه زقه فيطلعوا يتكلموا الصوره دي برضو ثلاثة. بركات النهارده مهمه جدا ده مؤمن خطيب مع مؤمن مؤمن خلي بالك احنا النادي الاهلي بقاله شهرين انا حتى قلت يا جماعه لازم تقولوا ان احنا بقالنا شهرين النادي الاهلي مش عشان حاجه مؤمن يستحق مننا اكتر من كده بركات طبعا لكن هو احنا بقى النادي الاهلي واخد قرار من شهرين فطلعت الناس بعض الناس يعني تزايد على ان ايه ان مؤمن كذا واحنا بنساعده بس الغلط ايه عشان غلط من الاول ما كانش فيه الكلام دوت لا كان معمول يعني لا قصدي من الاول يوم. ما كانش بيتعلن عن الكلام دوت ما هو ما كانش بيتعلن يعني فاهم يعني انا سعد امتى حصل انا سعد اما جالي قال لي يعني قال لي الموضوع ده من بقاله شهرين بالزبط. والنادي الاهلي كلنا في ظهره ده انا عارف ان انا سعد قال لي الكلام ده المفروض انا اللي اقوله عشان مؤمن يعني فاهم يعني سعد فهو سعد حتى حكى لي فقلت له بس يا سعد خلي بالك في بعض الناس زي ما انت بتبص نفس اللي انت بتقوله دلوقتي قلت له بعض الناس مش واصل لها الصوره كامله وكده فيعني يعني منتهى بصراحه النهارده حاجه جميله جدا يعني اللي انت تشوف كده وتشوف يعني وبعدين يعني معلش اصل ده حصل معاك وحصل مع معايا وحصل مع كره الاسلام انت بتلعب جيلبرتو فاكر جيلبرتو طب هو في اكتر من عدد ايه سنه ونص صح تقريبا سنه وسنتين كمان وكان موجود ولا ما كانش موجود وكانت الاصابه دي حقيقته ولا ما كانش وكانت الاصابه سبب في ان هو بطل كمان ان هو حتى ما كان بيرجع هو مش حاسس ان هو مش كويس حاسس ان هي مش مظبوطه في حاجه ما يعني خد بالك الاصابات ديت بتبقى صعبه قوي ايوه اصل خلي بالك ما كناش هو كان النادي الاهلي بيعلن عن كده ساعتها لا انا بقول لك الاجيال اتغيرت الاجيال اتغيرت عموما نجم بص للكاميرا ووجه كلمه لجمهور النادي الاهلي طبعا بنقول لحضراتكم وانا سعيد ان انا كنت موجود معاكم النهارده سعيد بالفتره اللي انا قضيتها اللي انتوا كنتوا دايما في ظهري الناس المشكوره كانت بتيجي دايما بتحضر ماتشات من المدرجات وكانوا بيغنوا للعيبه وانا واحد من اللعيبه بركات بركات والله بعودة يا بركات الناس دي تشكر الناس اللي قدام التلفزيونات تشكر كل جمهور النادي الاهلي يشكر كنتوا واقفين جنبنا في الوحشه قبل الحلوه واحنا حاولنا بقدر الامكان يعني نبسطكم وندخل عليكم السعاده يعني على قد ما نقدر اكيد جينا في فتره من الفترات اثرنا مع حضراتكم ولكن يعني اكيد كان غصب عننا يعني كان دايما كل حاجه بيبقى فيها ساعات الواحد بينزل شويه بيعلى شويه بس اسفين على اي حاجه طبعا يعني زعلناكم فيها اكيد كان غصب عننا اتمنى الجيل اللي موجود دلوقتي مجموعه اللعيبه تبقوا في ظهرها كالعاده وده مش هيبقى جديد عليكم وكل الدعم واحنا ده برضو مش قلقانين عليه واحنا ان شاء الله في نفس الوقت بنقول للعيبه اذا كان الجمهور هيبقى واقف في ظهركم اذا كانت الملايين هتبقى موجوده معاكم وفي ظهركم دايما ومعاكم على الوحشه قبل الحلوه فلكن لازم يكون في قتال في الملعب لازم يكون في روح في الملعب ان انت تبين للناس دهيت ان انت بتشجعني وفي نفس الوقت
انا في نفس الوقت مقدر وجودك في ظهري وعشان كده انا عايز اطلع لك احسن حاجه واقدم لك احسن حاجه. وفي الاول وفي الاخر اللعيبه مع الجمهور مع الناس المحترمه اللي موجودين في مجلس الاداره اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه باحترام المنافس، وباكد للمره المليون على احترام المنافس. مهم جدا. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نعمل حاجات كويسه قوي ونرجع بقى نسمع بقى، وان احنا بقى بناخد بقى مش عايزين دوري بقى اسلام بقى خلاص بقى. يعني عايزين ناخد دوري وعايزين ناخد كاس وعايزين ناخد السوبر اللي هيتلعب يوم الجمعه ربنا يوفقنا، وعايزين ناخد السوبر الافريقي وبعد ما ناخد افريقيا عايزين نلعب كاس عالم اليابان. اه يعني فاهم عايزين نرجع للاجواء دهيت لان الاجواء دي مختلفه يعني طبعاً. في اللعيبه يعني اما هتروح كاس العالم ان شاء الله في اليابان في المغرب في قطر في اي حته هتتلعب فيها هيلاقي ان الوضع هناك مختلف تماما، وان هو كان لازم يروح المكان ده. فكل التوفيق للعيبه، كل الشكر والتقدير لجمهورنا على المسانده لا تتوقف سواء دلوقتي او على ايامي. كفايه المحبه اللي انا بشوفها يعني ببقى ماشي في الشارع والله. والله يعني ما حاجه على تويتر يعني بص انا كفايه المحبه اللي بشوفها في الناس، ويعني ازاي الناس بتحترمني وانا الحمد لله بحترم كل الناس. ف كل الشكر ليكم، كل الشكر لإسلام الشاطر اللي فتح لي المجال ان انا النهارده اكون موجود معاكم ونتواصل. كل الشكر لساد معوض اللي عمل لي مكالمه من بره وفجاه بعد دقيقتين لقيته جوه. كل الشكر للنجوم الكبار اللي عملوا لي مداخلات. كل الشكر للمدربين والنجوم الكبار، اي حد اتكلم عني في اي تقرير من التقريرين ثلاثه اللي اتعرضوا سواء مدربين كبار سواء لعيبه سواء قبل ما لسه عامل خلاص عشان لسه هنزل دمعه هتنزل يا اسلام في الاخر. هو كان انا اسف طقم بيتقال مره بقى انت فصلتني. اتفضل يا نادي. خلاص كل الشكر يا جماعه انت فصلتني. كان هيكمل الطقم ده كنت هتلاقي دمعه نازل من هنا كده وبتاع والناس تسقف والستارات تنزل. فصلتني يا جدع والله. اعتبرني مش موجود يا نجم. خلاص الله والله خلاص. ما هفتح بقى. لا والله خلاص انا 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 اختم الحلقه. انا بجد سعيد الحمد لله ان انت سعيد. انا بقى انا بس بقول لك كنت عايز اقول لك ايه. انت كان عندنا والله العظيم ثلاثه مش هزار عندنا تسع تقارير. خلاص وكان عندنا تسع تقارير. ليه يا عم كنت هتعرض دي في تسع تقارير؟ ناس كتير قوي يا بركات وناس كتير قوي هتزعل مني دلوقتي. ليه؟ خلاص ليه؟ واسئله انا خلي بالك ما خدتش ولا سؤال من اللي موجودين. على سيد هو سيد معوض هو اللي هو سيد برضه والله العظيم ثلاثة لو دورت على اي حاجة هتلاقي سيد معوض هتلاقي سيد معوض. شرفتني ونورتني يا نجم ربنا يخليك. يعني انا مش عارف اقول لك ايه ولكن بجد حب الناس مش يعني مش حاجة بسيطة. لا خلاص والله ده نعمة من عند ربنا. حب بجد خلينا نتكلم بجد ثانية والله العظيم نعمة والله يعني بجد حب الناس مش حاجة بسيطة. فانت الناس بتحبك جدا 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 وللمره المليون انا بقول لحضراتكم ان بركات هو اللي طلب يكون متواجد هنا في قناه النادي الاهلي النهارده تحديدا وانا طبعا من اسعد حلقات حياتي ان انا بكون مع محمد بركات لانها اول حلقه بتكون اول مره احنا نعرف بعض بقالنا 25 سنه ال 25 سنه اول مره نبقى مع بعض على الهواء هي كانت النهارده. فبالنسبه لي من احلى حلقات حياتي يعني النهارده لان ما كنتش شغال فيها مذيع خالص. اقفل بقى يا اسلام بقى احنا بقى لنا ربعايه بس احنا عمالين نقول وقت لا بقى لنا ربعايه ما اتكلمتش خالص الحلقه حرام عليك ارحم يا عم ما انت عندك اصل النهارده سهره مع تستحمل. لا ما انت في ملعب الاهلي بتقعد انت اللي بتتكلم وحد بيتكلم غيرك. صح عندك حق يا جماعه. شيل من هنا. انا بشكركم يا جماعه اقول لكم انا مش هخليه هو اللي ينهي الحلقه دي. كل الشكر لحضراتكم على متابعتكم وان شاء الله نوعدكم بعد كده طبعا مش معايا اكيد مع الكابتن اسلام في حلقات ثانيه مع ملعب الاهلي وسهره معه و تصبحوا على خير. واللمسه الحلوه فوق والهدف الاول الهدف الاول على طول للشياطين الكل محمد بركات محمد بركات وما ادراك من هو بركات. هدف محمد بركات المتفوق المتالق المتقدم حلوه باينه من الاول حلوه باينه من الاول جميله. ايه الحلاوه دي؟ جول وجول وجول.
ماشي ولا جاء قبل ولا بعد، وهنشوف حاجه ما حصلتش ابدا.